تلي شارج وجاهد تاني ونتبدل نجري كل دقيقة كل ساعة لوصبار حيث انت مغنانة وراسك من الحجر قصار اللهم نبعد عليك ولا الدل غطي لي شارج وجاهد تاني ونتبدل تنقر كل دقيقة كل ساعة لوصبار حيث انت مغنانة وراسك من الحجر قصار واي اي 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 غير نسيني اي 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 وجاهد تاني واي اي 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 غير نسيني اي 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 البحر كبير اي 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 كنت الزين دياني واي اي 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 تبان وجاهد تاني اي 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 غير نسيني واي اي 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 ورا البحر كبير جات بالليل وطليل الزنقة خلينا غير أصحاب ونسيني مسحي الصور اللي فاتوا بينك وبيني واي اي 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 غير نسيني اي 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 وجاهد تاني واي اي 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 غير نسيني اي 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 البحر كبير اي 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 كنت الزين دياني ما تنيتك غدار بربي ما نولي ليك الحب معك مرارة والعيشة معك خسارة ما تنيتك غدار بربي ما نولي ليك مساء الخير عليكم مستمعين ومحبين برنامج أسرار القلوب لقد اشتقت لكم واشتقت للحديث معكم كالعادة شكرا لكم شكرا على الرسائل ديالكم وشكرا على الحب ديالكم كبادئ الحلقات أول حاجة نبدأ بها اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما تاني شيء كباقي الحلقات طاقة إيجابية راحة نفسية سكينة وطمأنينة باش أننا نوصلوا هادشي كامل ما علينا أفلا بذكر الله تطمئن القلوب باش أننا تخرج القلوب مطمئنة وراحة نفسينا ما علينا نكتبوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أما تاليتو شيء باش هاد الحلقة توصل بزاف ديال الناس باش انه يستافدوا بزاف ديال الناس ما علينا الا نبارطاجيو هذا اللايف هذا مع الناس اللي عزيزين علينا انفيتيو الناس اللي عزازين كذلك كل شيء يبرك على قليب 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 باش ما يتبلوكاش هذا اللايف اما قبل ما نستقبل الاتصالات ديالكم عبر الرقم 06 02 07 80 20 عبر الواتساب وبالنسبه للناس اللي عايشين خارج المغرب 00 212 6 02 07 80 20 عبر الواتساب نتمنى الناس اللي قال لي تتفرجوا في هذا اللايف كلشي بارطاجي على الاقل بارطاجيو خمسه ديال الليكرو على الاقل بالنسبه للرقم تلقاو اسفل ديال اللايف اي 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 اول شيء قبل ما نبدا بغيت نقول لك واحد الحاجه انت اللي تسمعني في هذه اللحظه سير الله يفرج عليك سير الله يفتح لك بيبان الخير وينور لك طريقك ولا عندك مهمتك الله يخليها لك ولا عندك وليدتك ان شاء الله يجعلهم دائما تشوفهم كيما بغيتيهم ان شاء الله واللي مريض الله يشافيه واللي عنده غير ذره من الهم يا رب يفرج عليك واللي تينعس والدموع في عينيه يا رب ينعس والضحكه في وجهه ان شاء الله
هذه الدنيا ضروري ضروري انا باش انا ندوزو الدرس خاصنا نقراوه. علمتني المدرسة تنتعلموا فيها باش أن وفي آخر ديال السنة تدوز لينا الامتحان. أما الدنيا باش أنها تتعلمك تدوزك من الامتحان والتجربة. كنت ديجا كتبت في واحد المقولة وقلت فيها: كن خائنا تكون أجمل، كن خائنا تكون أجمل في مجتمع لا يعرف المعنى الحب ولا الصداقة ولا الإخلاص ولا الوفاء. كن خائنا تكون أجمل. هذا الكتاب كنت قريته وعنوانه تدل على اللي كاين داخل ديالو. امنت بان نهار تكون واحد الانسان اللي اناني، انسان تفكر في نفسه بزاف، انسان كل همه الا نفسه، انسان تيكذب، منافق، تيغدر، غتلقى الاحترام من المحيط ديالك. ولكن نهار تكون واحد الانسان اللي نهية ولد الناس، مربي، مخلق، تعطيهم، تعاون، كما تنقول لكم احذر من عدوك مرة ومن أقربائك ألف مرة. مع الأسف وصلنا لواحد الزمان اللي إلا سولتكم كاملين شكون هما الناس اللي ضروكم، غتقول لي عائلتي. شكون غدرك؟ ناس قرابين ليا. شكون نافقك؟ صحابي. شكون بكاك؟ انسان بغيته. مع الاسف واكثر حاجه تتوجع القلب هي ملي تجيك الدقه من اللي قرابين ليك. والله اخيب حاجه تتالم هي ملي تجيك الدقه من اقرب الناس. انا اللي عرفت بان الناس تبانوا في الحزه، انا عارف الشيء اللي في راسي بان الناس وعائلتك واللي قرابين ليك تبانوا في الوقيته ديال الحزه، مي في الواقع عرفت بان في الحزه غادي يزيدوا يستموا عليك، وعرفت بلي في الحزه غادي يزيدوا في همك. عرف بلي الا الانسان اللي عطيتيه قلبك هذا غادي يزيد يطعنك. فغنختصروها بكل خلاصه: الله يلاقينا غير مع ولاد الناس، والله يديرنا اللي فيها الخير، ويبعد علينا ولاد الحرام، وسير الله ينور لك طريقك. اليوم نحاول نتصل بواحد القصص قبل ما اني نطلع لللايف. كاين بزاف ديال الناس اللي قلت لهم حاولوا انكم تصيفطوا القصص ديالكم عبر الانستغرام، وغادي ندوزكم نتوما للوالا، لان كاين بزاف ديال الناس ما تتعفهمش الحظ باش انهم يعاودوا القصص ديالهم. نحاولوا نربطوا بهم حنا الاتصال. نتمنى ان اللي كانوا تيتفرجوا في اللايف، انا غادي نتصل بكاع اللي قلت لهم غنتصل بكم اليوم، يحاولوا انهم يردوا البال التليفون، انا غنتصل بهم، لان كاين بزاف ديال الناس محتاجين انهم يخويو داكشي اللي في قلبهم. نحاولوا باش نطلع الميساج. سمحوا لي الناس اليوم، الناس اللي ما غاديش نعيط لهم راه غادي حتى النهايه ديال الحلقه وغندوزكم ان شاء الله. نحاولوا دابا نربطوا الاتصال حنايا. قبل ما نجاوبنا نتمنى كلكم اللي تيتفرجوا في هذا اللايف كلشي يبارك على قليب، كلشي بقات بركه على قليب 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 قليب. السلام عليكم. واحد دقيقه باش نبدل لك الصوت، اعطيني واحد دقيقه. جزاك الله الف خير. مرحبا بك. السلام عليكم خويا بدر. نورتينا. سلام خويا بدر. هانيه. الله يحفظ خويا. امورك على خير؟ الحمد لله ماشي. نقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال اجمل كلمه، الحمد لله. ما عليناش، شنو الاسم المستعار اللي غتعطينا؟ نقول هبه الله. هبه الله. هبه الله. هبه الله. باغي تعاودينا شي حاجه ياك؟ اخوي عاودتي لي واحد النبذه صغيره، مجرد نقدر نسميها غير العنوان اللي عطيتيني ديال القصه ديالك. ف عندك الفرصه انك تعاودي كاع داكشي اللي عندك لداخل، كاع داكشي اللي دارك، داكشي اللي معلمك. تفضلي حنا تنسمعوك هبه الله. واخا اخوي
غنبدا لك من وانا عندي 19 عام. اها. كنت ديك الساعه في المغرب تزوجت زواج تقليدي، الراجل ما تنعرفو ما تنعرفو غير خالته كانت ساكنه حدانا، شكرتني ليهم وداكشي وخطبني. هو كان سابق لي الزواج، هما عائله هكا كتزوج وكتطلق، ربي عاطيهم شويه ديال المال كيزوجوا طلقوا. انا ما كنت كنعرف عليه حتى شي حاجه نهائيا، حتى في الخطوبة كانت المدة ديالها ما عرفت لك شي 3 شهور ولا 4 شهور، ما كنعرفوش. المهم تزوجنا وداكشي، ملي تزوجت عرفت كيدير الحشيش، كانوا كيديروا عندي السهرات في الدار هو وخوته، ما شاء الله هما عائلة يتجمعوا على كل شيء. كيفاش السهرات؟ ما فهمتش. السهرات في الدار هو وخوته والخدامة ديالهم، كانوا كيديروا سهرة في الدار، شرابوا وموسيقى حتى الصباح. اها. كانوا هما الخدام ما تيسكروا، ما نقولش لك ملي كانوا تيمشيو تيخلوا لي الدار ما كتشافش بالشراب والشيشه وحاشاك ملي تياكلوا كيردوا، كتولي الدنيا كلها ردان وداكشي. المهم ما تيولدش فوق من هادي وهادي، ما تيولدش. والفساد، ما فساد فساد صافي. عيد جلست معاه عام، الموسيقى كانت كتبدا من 10 ديال الصباح، 10 ديال الليل حتى 6 تاع الصباح، وهي الموسيقى لدرجة لحد الآن كان كره حاجة سميتها الموسيقى الشعبية ما كنسمعهاش. العريس ما كان مشيش اليوم مش منسمعش الموسيقى الشعبية، من كثرة كانت يوميا أنا عندي السهرة في الدار. صافي طلقت منه، رفعت لي دعوة ديال الطلاق وطلقت منه. جلست في دارنا عامين، درت التكوين المهني ديال الطبخ والحلويات، رغم انا كنت انا اول وحده في العائله ديالي تطلق، وما كنتش باغا الطلاق، انا استحملت بزاف، انا غير اختصرت لي، استحملت بزاف هاد الدار وشبت بزاف. انا جايه من عائله محافظه، محافظه العائله ديالي كلها محافظه، كلها ما شاء الله متدينه، ما كنعرفوش حنا داك العالم اللي دخلت ليه عالم غير العالم اللي انا فيه. المهم كان اخوتي جاو لطاليان، اخوتي جوج جاو لطاليان، جاو على طريق ليبيا، وحاكينا على طريق ليبي. من بعد ما طلقت انا يا عامين وخذت الدبلوم ديالي، والله ما كان في بالي انا يا لا حريق لا 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 اوروبا لا زواج لا حاجه، ما كانت في راسي. واحد النهار الوالده فاقت الصباح قالت لي انت غتمشي لطاليان، قلت لها واش حلمتي بيها؟ قالت لي بحال خوتك بحال العدو اللي مشى غادي تمشي. صافي قالت الاب ديالي، قال لي انا ما عنديش فلوس، راهنوا الدار التحتانيه راهنوها، خاص شي حد يمشي معايا باش نجي من ليبيا لطاليان، خاص شي حد يمشي معايا. ماما مشات عند خالتي قالت لي جا معايا ولد خالتي وبنت عمته. جينا لليبيا، في حقيقة تهلاو فين الناس تاع ليبيا، داك كان ما كان جعتنا داك السيد اللي كان ديال كيحرك، جعتنا للدار اللي كانوا خوتي وصلوا بأمان وداك الشيء، كنا عرضنا عليهم وجا للدار، حطنا داك السيد حطنا في الفيلا مع مو مع خوتو مع باه وداك الشيء، كعائلة محترمة والناس اخرين. انت فوقاش هادشي؟ 2006 2006 2006 اها كملي ليا. جلسنا معاهم، جلسنا 15 يوم كنا مكناش عارفين كاع حنا داك الليلة غادي نقرب. خرجنا مع العائلة ديالنا داك الشيء، مشينا للبحر عندك الساعة بلا ربع، حتى قالوا لنا اليوم غادي نضرب، من احنا راه باقي حوايجنا وباقي فلوسنا وباقي كلشي عندكم في الدار. جا خو واحد منهم فين هادشي، في ليبيا ولا شنو؟ ليبيا. في ليبيا. دابا نتوما بلاتي باش نفهموا، دابا نتوما مشيتوا لليبيا باش حرقوا تمشيوا لشي دوله اخرى عاود؟ اسبانيا. لاسبانيا تحرقوا من ليبيا؟ لا ماشي اسبانيا، ليبيا. من ليبيا كيلحرق غير للطاليان، تمشيو للطاليان. جينا للطاليان باش غنجيو للطاليان. جينا للدار، جيت جابونا في الطوموبيله للدار، هزيت الفلوس، هزينا هذيك شي حاجه تاع الحوايج، ركبنا حنا ما كناش عارفين، قلت لك هذاك العالم غير العالم اللي انا كنت عايشه فيه في دارنا. شوف كيف ما كيقول واحد مثلا، من حمارة للطياره هي ديالتي انا، من بيت محافظ ما تخرجي ما كتشيل طش بلاصه الا بالام ديالك، كتولي حارقه وسط الدراري وعالم غير العالم اللي انا فيه. ترك مشينا واحد شويه في الماء، ركبونا في الزوديان،
يركو فيه الدراري، وكانوا فيه نقول لك شي 4 البنات ولا 5 البنات، الدراري راكبين في الجناب وحنايا الوسط، وحنايا البنات راكبين حطونا الوسط فوق من البرامل ديال ليسانس باش كيمشي الموطور. مشينا راه في الماء، راه كتمشي واحد شويه عاد كتلقى داك الزودياك حوايجنا فزقوا. عرفتي ملي كثر ملي جلسنا في هذوك البرامل طبنا تحرقنا ديك المسافه كلها، وانت ما عرفش تجلس ولا عارف توقف. صبرنا قلنا ما عندناش، كانوا مصيقين بينا واحد جوج دراري مصريين الله يعمرها دار راوش. كنا مشينا خرجنا بلا ربع بالليل. الخميس كان معنا واحد التونسي خاصم مع هذاك اللي تيصوب، قال لي ماشي هذه الطريق صافي وتوضروا. بالرغم من دوك المصريين كانوا مشاو وجاو شحال من مره، كانت هذاك ياخذ منهم كيمشي وكيتشدوا في الصليب كيعاودوا يرجعوا لليبيا صافي، هذاك ياخذ منهم عارفين الطريق. هذاك الليبي هذاك التونسي قال لي لا ماشي هي هذيك الطريق، تخاصموا شويه والزودياك هو يتقب تقلب ولا تدخل تقب تقب ولا تدخل تقب تقب من الوسط ولا تدخل لنا الماء. ولاو الدراري شدوا دوك البيدوات تقبوهم قطعوهم ولاو تيخو بهم الماء. ديك الساعه كان الليل، كان الخميس بالليل، يعني شوف يدخوك ما كتشوفهاش لحداك ما كتشوفهاش. كان شي برد بحال سبحان الله، كان بحال شي ضربيه كان هادي زعما سبحان الله. والجوع كان عطاونا التمر وسميتو الفرماج مسكاطي تاريخ الصلاح ديالو مساليه. المهم وصلت نقول لك شي 12 تاع الليل، وحده تاع الليل ليسانس سالا لينا. نادم داك يجي انهيار عصبي صافي، حنا اللي عنده شي دعاء ولا كيقول ولا كتبان لينا غير الموت بين عينينا. يا الاحساس باطون تقو تقلبت لينا فهمتي، قال لنا غير شاهدوا ان الشهاده هي اللي غادي. بدينا كنشاهدوا فعلا، بدينا كنشاهدوا. نقول لك شي ديك الساعه شي 12 وحده تاع الليل شي حاجه بحال هكا شويه، وحنا حنا نسمعوا شي حاجه دارت طباق في الماء، بدينا كنغوتوا. مع صحابو واش تقلب بينا، هو واحد الراجل كان تقريبا عنده شي 50 عام جا انهيار عصبي هو تلاح. اوه واو على قص تلاح كان كيعرف الدراري قبل شويه ويجبد شي فلوس اورو 50ات وداك الشيء، بدا تيفرقها على الدراري كيقول لهم هاتوا هاد الفلوس انا غادي نموت صيفطوها لبلادي باش يديروا لي العشاء صافي. هو تلاح وانتحر ملي تلاح لا ما هو تلاح باغي ينتحر. الدراري مساكن قال لك نقولوا اش كاين ما كان سميتو نور الدين، قلت لها نور الدين راه تلاح. هما الدراري زعما سبحان الله كانوا غصغر ديك الساعه، كان هو الوحيد اللي كبير فيهم. شدوا التريكوات ديالهم عقدوهم ويلوحوهم ليه شدهم وطلعوه. ملي طلعوه عاد هذا مسكين بقى كيقول لهم سمحوا لي وداك الشيء شويه. واحد كان ديك الساعه كان فيه جوج طوان، واحد قبيح وواحد ظريف، هو يقول لنا واحد الدعاء قال لنا شوفوا هذا واحد الدعاء راه زوين الاستجابه ديالو في 20 دقيقه. فعلا شنو هو؟ حنا كنا تنبكيو حنا كنا تنبكي لا ما بقيت عاقلين. انا واحد ديك الساعه ما كانش كاع العقل ديالو كاع ما عنده حتى شي حاجه، فقط يقول لك يتفكر ديك الساعه هو الموت والدي اولا شي حاجه عنده زوينه في الدنيا كيتفكرها كيبقى يناجي به الله سبحانه وتعالى، انا درتها بزوينه نقدني دوك اللي عنده شي حاجه تيقولها. قلنا داك الدعاء صافي وما بانت لينا حتى شي حاجه، شويه كاسب علينا شي حاجه بعيده كتسيني. الدراري كان بقى عندهم واحد البيل فيه شي ولا بحال الضوء تاع الشمعه قليل حتى هما بقاو كيسينيو. فرحنا قلنا راح نوصلنا للطاليان، بقى داك الباطو كبير بقى كيقرب لينا وحنا كنقربوا ليه وتقرب لينا وحنا كنقربوا ليه. الدراري اللي كاينين تما كيعرفوا شي كلمات بالطاليانيه، بدا تيهضروا معاهم بالطاليانيه، قالوا لي نهضروا معنا بالعربيه حنا راه توانسه. يا راه سبحان الله سبحان الله سبحان الله البحريه التونسيه. داك النهار قالت لك حنا ما تنخرجوش داك النهار، وداك النهار خرجوا فعلا. يعني مازال في تونس، مازال دخلتوا لتونس باقي لاحوا لينا سميتو طلعنا قلبونا وداك الشيء جلسونا عندهم. صراحه جاو لنا الماكله كلينا بان الصباح داونا للحبس ديال تونس. هاد البلاصه ماشي ما عرفت كي دايره، ماشي حبس اللي هو بمعنى ديال حبس،
ولكن واحد بحال الخرابه فيها كلها بيوت ما فيهم ما فيهمش داك الباب ديال الحبس وداك الشيء. حطونا يا حطونا تمايا وكانوا فيها قبل منا كانوا حراقه تمايا مدرين في البحر عندهم. اها خلونا جانا انهيار انا عصبي تمايا ما عرفناش نجلسوا من كثرة ما حنا طحرنا من المقعد ديالنا محروقين. حنا العيال البنات ما قدناش نجلسوا. شويه تيجوا عندنا هذوك اللي كاينين اللي قبل منا كيبغيو غير يشدوكم الليبيين يشدوكم التوانسه تسمحوا لي هاد الكلمه غادي نغتصبوكم انتم البنات غادي نغتصبوكم غادي تكرفصوا عليكم. انا كي سمعت هذيك الكلمه نهاريت ما كنتش نقول راسي. شكون اللي قالها لكم؟ كاينين تمايا اللي قبل منا قالوا لنا هاد اللي شادينهم تا هما قبل اللي شادينهم تا هما قبل منكم. كانوا جايبينهم قبل كانوا حارقين ماشي جايبينهم. لا اله الا الله. ثاني انهيار عصبي ما عقلتش على راسي. سدوني الوليس سدوني السنه. انا وديك السيده ديك بنت عمه ولد خالتي اللي مشى معايا فينا الصغير اتاري. حنا مع والدينا في المغرب ما عارفينناش بان حنا داك النهار غادي نركبوا بان حنا راكبين. وما ولي في المغرب كانوا كيعيطوا لذاك السيد الحراك كيعيطوا ليه كل نهار. نهار تعيطوا ليه قالوا لي نهار عيطوا لي نهار الاربعاء قال لهم صافي راهم دخلوا للبحر. في الجزيره بينوا سميتو الزودياك اللي حنايا مضر لينا اللي حنايا لقاو في البحر. الزودياك وحده كيضرب في البحر كانوا جابوه في الجزيره شافوه. انايا في السبيطار ملي فقت ملي عطوني الدو داكشي تقولي لي باري وداكشي فقت ملي حليت عينيا وليت كنقول لهم عطوني غير نهضر مع المغرب. حتى واحد ما بقى عند واحد الفونسين في السبيطار طلبتها ما بغاتش قالت لي لا ما لقيتش. واحد البوليسي بقيت فيه قال لي باينه فيك بنت الناس والله العظيم قال لي بالرغم هذه راه ماشي قانوني ولكن انا غنديرها معاك. عطاني التليفون هضرت من المغرب بقيت ندير لي العزا. صحابهم راكم متو كيسحبونا من لان في الجزيره قالوا المرضين والناس اللي فيه راهم ميتين. وعلاش قالوا ماما راه شدوكم علاش قالوا بلي راه متو؟ وعلاش شافوا غير الزود ياك كان في البحر ما كاينش فيه بنادم كان غير الحوايج التخربيق ديال الحوايج. قالوا صافي راه ماتوا اكيد فين غيكونوا. فهمتك صافي هادي قلت لهم راه الحمد لله حنا لاباس وداكشي. قالت لي اللي بغيتي نصيفطوا لك وجي للمغرب. فيها صافي جابونا دوك بعد الحمد لله وليت لاباس وداكشي رجعونا داك داك الحبس اللي كنا فيه. وصلت 12 قد ديال الليل ما عرفناش حنا اصلا فين غيدوا لنا. ما عندناش لا باسبور ما عندنا حتى شي حاجه. هازين معنا حتى شي حاجه. جابوا واحد الكار ركبونا فيه. ركبوا غير حنا ديك المجموعه اللي كنا في زودياك ما دوك الاخرين في اللوم. ركبنا في داك الكار. داك الشيفور ديال الكار كل مره كنشوفو تيعيط على بنت. كل مره كنشوفو تيعيط على بنت. توصلت النوبه ديالي وعيط عليا. وشوف هو شوف انسان الوساخه فين كتوصل بنادم صيك شيفور ديال الكار صيك وتطلب منك شي حاجه ديال الشيطان اعوذ بالله. قلت لي انا لا قال لي وتسناي تنوصلو. انا ما عارفاش فين غادي نوصلو فين غادي يدينا ما عارفاش. عرفتي جالسه وتنقف كنقف قف كنقف يسولني واحد المصري تما قال لي ما فيك قلت لي راه هذاك جبال جبال والله العظيم داك المصريين من هذوك اللي كانوا صايقين الزودياك جبد زي زواره من تحت لسانه ويقول لي هاتي خليها عندك. عرفتي قلت انا شوف انا فين كنت فين غنقول لي غنكون غنولي نهز زي زواره تصور وانا راكبه وانا كنطلب الله وانا تنبكي وانا كنترعد شدونا وحطونا في الحدود ما بين تونس وديال ليبيا حطونا عند الحرس ديال الحدود واحد الحوش واحد البلاصه اللي كيكونوا ديك القشره ديالتهم. عرفتي شتو هذاك اللي كيصوب كيهضر مع شي واحد تما قلت صافي هذه هي النهايه ديالي شدوني غيتكرفصوا عليا برغم انايا مطلقه زعما وداك الشيء ولكن فكره انايا الحمد لله والشكر للحلال هو مصدر العيش ديالي هو الحاجه اللي كنتمناها في الدنيا ما يقدش حد واخا نموت صافي. عرفتي ديك جلست نقول لك شي ساعتين ولا شي حاجه وانا ميته صافي كنحس بالقلب ديالي غيحيد في بلاصته. وانا ديك البلاصه كنشوف فيها البيوت بزاف الحمد لله كانوا رجال صراحه دوك ديال الحدود كانوا رجال صراحه. مشاو بينا واحد شويه هما يقولوا دوك الدراري اللي قالوا ردوا البال هاد البنات اللي معاكم.
شوف يا أخي بدر، من تونس ليبيا غنمشوها على رجلينا. من تونس ليبيا على رجلينا، وما شدوا دوك الحرس ديال تونس قالوا لنا هاد الطريق اللي غتشومنها. واحد الولد الله انا الله يجعلها في ميزان حسناته سبحان الله، قال لنا هما قالوا لنا نشرو من هاد الطريق، لا انا ما غنمشوش منها، غنمشو من طريق اخرى. وحنا نتقسموا ديك الساعه، تقسمنا شي سمع الهضره ديال حرس الحدود، وشي سمعنا داك الولد سميتو رشيد سمعنا الهضره ديالو، مشينا معاه كان فيهم نيت ولد خالتي، كانت هذيك السيده بنت عمته، وكنا واحد المجموعه. عرفتي تنجري وتنجري وتنجري، ملي تنسخفوا ثاني كنوقفوا ديك نص دقيقه ونعاودوا ثاني نجريو، فين غاديين الله اعلم، ما عرفناش وصلنا حنا فين غاديين. عرفتي وانا نطيح مع العيا والجوع وداك الشيء، طحت يمشي ليا النص تاع رجليا، مشى لي داك اللحم تاع رجليا مشات ليا كامله. تما حنايا تنمشيو تنقولوا ما مشينا والو، كنتلفتو كيبقى كيبان لينا الضوء ديال تونس، كل ما مشينا كيبان لنا داك الشيء بحال ما مشينا حتى شي حاجه. بدا الضوء تيبان، كنشمو ريحه القهوه، واش كاين شي 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 نبته في ريحه القهوه ولا شي حاجه الله اعلم. المهم فيما كنشمو ريحه القهوه كنقولوا راه واقيلا كاينين الديور هنايا، غتبان لينا شي دار، غتبان لينا شي حاجه، وارو يا اخي واش بانت لينا شي حاجه. وصلت ديك الساعه في 6 ديال الصباح، العيا كانت واحد الكرمه نعقل عليها فيها هذاك مثل الكرمه صغير حار زينا كليناه. شويه ملي كتبان لنا واحد الطوموبيله كتمشي، هي كتشوف غير الضو، كتمشي وتجي كتمشي وتجي، فيما كانش كيبان لنا الضو ديالها، يقولنا الدراري نعسوا ولا كرشكم باش ما تبانوش. اتاري هذوك الحرس ديال الحدود دايرين ايد مع حراق اخرين ديال ليبيا كيتلقاو لهذوك اللي كيتشدوا في البحر، كيديروا معاهم حتى اللي كيقسموا ديك الفلوس. صافي توصلنا بدا كيبان لينا الضو، بدا كيبان لنا شي شويه ديال الديور، شي حاجه بعيده كتبان، توقف لنا الطوموبيل عند رجلينا، قلنا صافي هادو البوليس ديال ليبيا وما كاينش اكثر من البوليس ديال ليبيا. قالوا لنا ركبوا، قلنا لهم لا، قالوا ما تخافوش غير ركبوا. ركبونا معاهم، ركبونا جوج، حنايا كنا نقول لك شي 10 هكاك، ركبوا النص ورجعوا النص الثاني، حطونا في واحد الحوش. سولفنا قال لنا جيعانين، قلنا لهم جابوا لنا الحليب، جابوا لنا شي حاجه كليناها. حنا دابا ما عرفناش هذا المصير ديالنا شنو هو، هي المصير المجهول، ما عرفناش انهم راه دايرين الايد مع الحراقين ديال دوك ديال الحدود، ما كناش عارفين. هو يقول لنا شكون هادو اللي جابوا لكم، قلنا ليه شكون هذا اللي جانا الحراق، سمعت الحراق واش عندكم النمره؟ قلنا انا قلت لي انا ما عنديش. ويقول لي واحد الود راني حاطها، ويقول لي اراها ليا، هضر معاه قال لي عطاني 3 مليون الدراري اللي كانوا عندك راهم عندك. فعلا هو يجي ديك الحراق اللي كان جابنا، جا هزنا رجعنا فين كنا الفيلا حنايا انا وديك البنت، حطنا مع امو. والله يا اخي امو ملي شافتني سخيت، شافتني انا رجليا كلها ماشيه مسخين، وفين الطابو تبدي لا خارجين من رجلينا ومش عاكين مجهن واحد الحاله زعما ما تبغيهاش حتى شي واحد. جلست واحد سيمانه رجليا خمجات ليا، كنبقاش نوطى بها، خمجات دارت ليا كي حنا جابوا لي لا دواء لا والو، هي حات ليا ما كنبقاش نوطى فيها. صافي حنا قلنا لي حنا بغينا ننزلوا للمغرب، قال لنا الاول قال لنا اه، من بعد قلنا انا واعدكم توصلوا للمغرب، توصلوا فين بغيتوا، توصلوا فين بغيتوا. حبنا كنا جالسين كان في نيت بلا ربع في الصباح، تدخل علينا عند امو قال لنا لبسوا راكم كاين واحد الريحه اليوم، قلنا ليه لا، قلنا قلت لكم غتمشيو غتمشيو. صافي هي هذيك زدنا بالطوموبيل ديالو، دانا حطنا، هما كيكونوا عصابه شيف شيف فهمتي، دانا حطنا عند واحد كيقولوا لي الحاج، واحد بزاف عليه تكون سميت الحاج. كي كان داك الحوش اللي حطنا فيه كان فيه تقريبا شي 3 بيت واحد. نقول لك ديك الساعه كنقول لك شي 10 ولا 11 وصلنا عنده، وين كان جاب البيض وجاب مطيشه الدراري طيبوا ديك الماكله وداك الشيء تمايا، وصلت شي 6 ولا 7 ولا تيخرج، ولا كتجي كيجي واحد الطوموبيله اللي تيدروا فيها حاجه البعين.
تيدير فيها 30 واحد 40 واحد وكتغطى بالباص وكتمشي فواحد الغابه حتى كيتجمع كلشي من بعد غادي نركبو. كنشوفو تيخرج بشوي بشوي خرج ولد خالتي وخرج ديك البنت بنت خالته وما خرجنيش انا ملي كثير انا باتشون قال لي انت جلسي. كل مره تيخرج 30 30 30 وانا يا مام ما خرجنيش. شويه ملي بقى غير شي حاجه قليله ويقول لي اجي نصحابو غادي نخرج. وي دار واحد الكرسي حدا الباب دار كرسي لي وكرسي ليا وي بغى يتحرش بيا. قلت لي لا قلت لي لا قلت انا ما عمري ما درت الحرام وما عمري ما ندير الحرام. قال لي لا انا بغيت. قلت لي لا قلت انا ما عمري ما قلت لي قتلني. قال لي غنقتلك. قلت لي قتلني. قال لي راه كاين واحد البيره. قال لي نور. قال لي غنقتلك وغادي نتحد ما يسيق لي خبرك نتحد ما يسيق لي خبر اذا بغيتي دير فيا شي حاجه غتقتلني عاد دير فيا شي حاجه. عرفتي يطلب ماشي كيطلب كيعاير يشدني بزز وانا تندافع كنقول ليه مستحيل مستحيل انا وعد الله ما عمر الحرام ندير. قال لي انت بقيتي عاير في المغاربه انتما المغاربه انتما هذاك ما رضاش. قلت لي لا. قال لي بوسيني. قلت لي لا وانا نزل لي اخي عند رجلي وبستو لي. قلت لي خليني نقيه انا موعد الله باقا نبقى نقيه وكنستغفر في الله نستغفر في الله نستغفر في الله. قال لي كدي عندي. قلت لي لا. قلت لي كنستغفر في الله اقسم بالله يا اخي عرفتي كنجهل. قال لي ندير بحال عرفتي وجرني من ايدي. قال لي غنلوحك في البير دابا. قلت لي لوحني صافي. سبحان الله سبحان الله رحمه الله نيما معايا. صافي هي تجي الطوموبيله وهزنا وحنا نمشيو مشينا للغاب. صافي هو يجي داك الباطو باطو كبير عرفتي هزنا حنا 300 واحد اللي هزنا شي اش نقول لك. قلت لك واحد العالم غير العالم اللي انايا عشتو وغير ما عرفتش انا ملي كتبغي تكتب لك شي حاجه سبحان الله. ووصلنا بامان توصلنا للطاليان. الطاليان تعاملوا معنا مزيان. وصلنا للصليب داك الصليب الاول كي كاين في كروطونه بدل سميتها كروطونه تعاملوا معنا مزيان وكلونا شربونا جابوا لي الدواء جابوا لي الطبيب زعما صراحه حتى وليت مزيان. جابوا لنا الطياره دونا واحد الخيريه اخرى جلسي فيها تاي وقيلا عرفت شحال جلستني فيها والسيمانه ولا جوج من بعد ديك الساعه يشوفوا واش غادي نرحلوا اولا غادي تخرج. المهم اللي انا كنت هديت معايا التليفون ديالي شديتو درتو درت ليه اللصقه شحال من مره درت ليه اللصقه ودرت ليه ميكا وداك الشيء وخبيته في حوايجي وداك الشيء وديته معايا. سبحان الله هو اللي كان هو اللي نقدني بزاف تاع الحوايج. المهم اللي كانوا داونا داك الباص الخيريه اخرى كانوا تمايا شي مصريين ومغاربانيت كانوا باغين يهربوا. كان تمايا واحد الصوت ديال الحديد كيهربوا منه ملي كيكون شي واحد عنده صاخ ولا عنده شي حاجه وعرف راسو غادي نرحلو تينقز من السور كيديروا واحد الخشبات في رجليهم. داك ماشي السور هو ديال السيما هو ديال الحديد وفيه بحال حفاري كيديروا واحد الخشبات في ايديهم وكيديروا واحد الخشبات في رجليهم وكيبقاو كيتشعبطوا تيتشعبطوا كيوصلوا للحد وكيكون شي واحد اللور كديري معاه كيكون برا 150 تيوصلك الطوموبيل فين بغيتي. دوك المصريين واحد المصري فيهم كان دارها ولكن عقوبه هو طيح كرس كانوا ما عرفتش ثلاثه ولا شي حاجه. كان واحد البيت فيه دوك الدراري مارسين وانا كتبا النمره ديال بيت سين باش الرقم ديال التليفون كان خاصني باش العائله نهضر معاهم وداكشي ونقول لهم انا فين. ويجي واحد الولد من هذوك اللي كانوا اللي شافوا معنا المراحل ديال الحرق كلها من ليبيا حتى لتونس حتى للحرقه الثانيه ويقول لي راه داك المصريين راه تيخرجوهم برا باش يداووا ليهم راه هو كيجيب الدراري اللي بغى شي واحد شي كارطو ولا بغى شي حاجه يجيبها لي وانا نعطيه الفلوس. قلت لي عافاك قول لي يجيب لنا شي واحد. ملي مشى جابها لينا داك المصري انا من غير التليفون وليت كان اي واحد بغاها كيهضر مع عائلته بسبب اللي كنعطيه يهضر معاهم. هذاك المصري هو كان باغي يهضر مع عائلته ملي شريته كاش وعدو التليفون بغى يهضر مع عائلته. صافي ولا تليفوني انا مابقاش كيسكت لا في الليل في النهار الناس كيهضروا مع الدراري كيهضروا مع عائلاتهم التليفون كيصوني. المهم هذاك المصري كان خرج قبل منا انا جلسنا من وراه ما عرفتش شي سيمانه ولا جوج وما لا ما نسيتش شي سيمانه وما يخرجونا انا ما عارفاش فين نمشي. انا عندي خوتي هنايا ولكن ما عارفاش فين غادي نمشي. عطاونا واحد سميتو ولا هنا بليط ديال الطريم
عندك تحقدر تكب شحال من سميتو محطة وكتنزل. أنا ما عارفاش فين غادي نمشي، ما عارفاش، خوتي بعاد عليا، وأصلا هما خوتي ما كانوش عارفيني أنا جاية. ماما ما قالتش ليهم، قالتش المرأة جاية، قالت لي ما كانش غير خلوها، أنا مشافوا منهم دوزوا الحريق وشافوا العذاب وشافوا داكشي، كان من المستحيل. واحد دقيقة عافاك اسمحي لنا، واحد دقيقة. واحد سيدتي قلتي تمنوا انك تدعيو معها، راك كتبت في لي كومونتير انا السرطان، وكنت نتمنوا ربي يشافيها كلشي كيدعي معها بالشفاء ان شاء الله. الله يشافيها يا رب ويعافيها. يلا بان لي هاد الكومونتير. نتمنى من كاع الناس اللي تيتفرجوا في اللايف كلشي يبارك على قليب باش ما يتبلوكناش اللايف كاع 1800، كلشي يبقى يبارك على قليب، كلشي كلشي كلشي. سمحي لنا هبه الله، كملي لنا القصه. نكمل؟ كملي كملي. صافي هذيك ركبنات، كانوا معايا واحد جوج بنات، استغلوني في الترين. مع داك الترين ملي عطوك داك البليت وعندها غير واحد المده صافي وما كتبقاش خدامه، كتبقاش غريضه، خاصك تخلص. خلوني خلصت عليهم الفلوس اللي كانت عندي، خلصت عليهم وبقات عندي حتى شي حاجه. وانا والتليفون هو صوني ليا، صوني ليا داك المصري اللي كان مهرس اللي كان جاب لي الكارت، صوني ليا. السلام اختي، كيدايره لاباس؟ قال لي واش خرجتي؟ قلت لي راني باقا في الترين. يعني من غادي شكل رباقة ما عارفة شما تصار الباص اللي فيها خوتي، أنا راني ما عارفة شو الشيء. قال لي أنا شوية غنعاود نعيط لي، هو عيط لي قال لي غتبقاي راكبة غتوصلي لميلان، زعما غتلقاي واحد السيد غادي يتسناك وراه يشوف لك خدمة وغيشوف. لأنه تمايا كانوا كاع البنات كيخرجوا في ديك الخيرية اللي كانت الصليب اللي كنا فيه، كاع البنات كانوا كيخرجوا ويهضروا مع الدراري داك الشيء، وأنا أبدا ما كنخرجش من ديك داك البلاصه اللي كانوا حاطيني فيها، ما كنخرجش. داك البلاصه اللي كتهضرت مع واحد النهار، انا عندي الدبلوم ديالي في المغرب وانا منيتي الوحيد انني باقا نخدم غير بالحلال، ما الحلال ما باغاش. هذيك بقات لي في راسو، هو يقول لي قال لي روح للمغربيه درويش الله يعمرها دار، راه كتقول لك انا باغا غير الحلال، باقا نخدم غير بالحلال. المهم وصلت لميلانو، هويا ما تعرفش الزوج ديالي، تعرف شي ناس صحابو. انا كان راجلي كانت عنده، اللي كان راجلي كانت عنده الدار، كان شاري الدار وكان مسكن معاه صحابه. فلقيت راجلي كيتسناني في محطه ديال الترين، شافني سلام سلام. واش انت اللي طلقتي منه؟ باقي حنا يعني الطلاق ما كاينش شي طلاق رسمي، ولكن الطلاق غير مفهوم، يعني حنا على ابواب الطلاق ان شاء الله. واخا جابني للدار، حطني عند الناس اللي ساكنين فيها، كلوني كليت شربت داكشي، هو خرج يقلب لي على سكنه الراجل ديالي، شارك يقلب لي سكنه ويلقى لي سكنه عند واحد المغربيه، والثاني حطني عندها وهو يمشي. وانا نعيط لي، قلت لي السيده اللي حطتيني عندها راه ما مزيانش. انا ملي بقي يلاه دخلت، بقات كتقول لي شي هضره ما عجبتنيش، انا ما ارتحتش ليها. صافي هو هزني هو يديني للوطيل، انا عند بالي انه هو غادي يعني شي حاجه في سبيل الله غيديني غيحطني انا في الوطيل وهو غادي يمشي. صافي ملي دخلت الوطيل بغى يبات، قلت لي لا، قال لي لا غادي نبات، قلت لي ما غاديش تبات. صافي وانا جلست في الكرسي، هو جلس الناس الناموسيين والناس الكرسي اللي قال لي، قلت لي لا، قلت لي انا مطلقه، انا قلت لي مطلقه، ولكن راه معمري ما درت الحال، معمري ما غندير الحال. من 12 تاع الليل هو تيدير محاولات حتى 7 الصباح ابدا، قلت لي كاينه موت وحده، قلت لي طول حياتي وانا نقيه باغا نقيه تمشي نضل نقي. ديك الساعه قال لي عطيني نمره التليفون ديال دار، هضر مع ماما كتسناني نقول لها راني وصلت عند خوتي لاباس، نقول لها ماما راه واحد السيد باغي يتزوج بك تصدمك. صافي ديك الساعة الصباح فاش راه لي خاتم ديال الزوم، قادر نتاج فوق من راسو صراحة. يا سلام. داني عند خوتي، داني عند خوتي الباص اللي فيهم هذوك المدينة اللي كانوا ساكنين فيها، عندهم 15 يوم بما جاو الوراق من المغرب باش نتكاتب انا وياه. داكشي اللي خلاني عند خوتي، وجا هو قال الدار باش يخرج الناس اللي ساكنين في الدار باش انا نسكن معاك زوج وزوج، فين داكشي اللي كان. جا معايا خوت، كتبنا في الاول كتبنا غير في الجامع، لان يعني ما كتعدي حتى شي ورقه، ما كان عندي لا باسبور لا لاكارت لا حتى شي حاجه.
صيفطوا لي غير، هما من المغرب صيفطوا لي غير الفوتوكوبي ديال لاكارت والفوتوكوبي ديال الباسبور باش كتب كتدخل في الجامع في الاول بالشهود، وكان خويا وداك الشيء كتب لنا في الجامع. دروس الثانويه الحمد لله كان مهلي فيا، ما نقدرش كان دايرني اميره اميره، مهلي فيا ماديا ومعنويا كان مهلي فيا صراحه، مهلي في الدار. اها بدات الغير، بدات شي غير، هو اصلا مريض بالغيره وبالشك. اول مره صافي غادي نتخاصم انا وياه، كنت ناسا، كان جاني انا في اكتئاب ملي تزوجتو، جاني اكتئاب 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 حاد. فكرت هذاك الشيء اللي كان الاغتصاب اللي كان بيفصلني ذاك الحاج في ليبيا، عرفتي ملي كنتفكر كنمشي مريض. بلاش واحد الدقيقه عين، واحد الدقيقه، ما قلتيناش بانك تعرضتي للاغتصاب في ليبيا، قلتي لي ما خليتيش. قلت لك الحاج داك الشيء اللي كان باغي يدير، قلت لك ملي كنت برا وبغى يشدني الحاج قلت ليه لا باش نجلس لي عند رجلي بستهم لي. نعم وشنو تكرفص عليك؟ كان باغي، كان باغي، قلت ليه لا، قلت ليه انايا ما عمرني ما درت حرام. اش قال لي راني غادي والله داك الشيء اللي قلت لك غادي تكون واحد البير بالله وغندفن فيه. قلت ليه غير دفني كنت وحده كاينه. اش قال لي بوسني وانا نبلي نزل، لما قال لي بوسيني في وجهي وانا ننزل عند رجلي بالصملي واش نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. جا 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 الطوموبيل ومشي واخا. الحمد لله هبه الله. نحاولوا نعاودوا النقط اللي مهمه والمشكل، لان كاين بزاف ديال الناس هما دابا باغيين يطلعوا، بزاف ديال القصص محتاجين حتى كذلك نعاودوا باش هما نعطيهم شويه الفرصه. صافي اوكي كملي لنا اختي. صافي هو بدا الشك، بدا فيه الشك، بدا فيه الشك، بدات شويه المشاكل. عطلت ما ولدت من 2006 ما ولدت حتى 2010 بديت كنعرفوا بانه رقم واحد في الفساد. بمعنى كلمه كيفسد كيفسد، ما تخليش شي وحده ماشيه على الارض الا وكتكون ديالو، وعاطي ربي عاطي واحد رزيق ولكن ما عرفش. حصلت المره الاولى، حصلت المره الثانيه، حصلت المره الثالثه، حصلت المره على بعضي ما تنتصلو وكنسامح. علاش؟ لان هاد البلاد صعيب، ما تعلمت فيها انا اللغه، ما خدمت فيها ما حتى شي حاجه. تقول لي لا والله ما كاينه شي حاجه وانت اللي كاينه وهذه وهذه، لان انا ما خرجت تصور من 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 دارنا اللي عنده في الدار، ما خرجت ما شفتش الطاليان كي دايره، جا سد عليا في الدار وهي تمشي الخدمه وانا سد عليا في الدار، ما شفت حتى شي حاجه، ما عرفت حتى شي حاجه. اول مره غادي نحصلو قلت يلاه ولدت بنتي. حصلت انا واحد المغربي وكيمشي ما شاء الله غير غير معاه مغربيات، ديما تنحصلو غير معاهم هما. خاصمت معاه وخرجت مشيت عند واحد الناس نعاود رجعني، بقيت كنحصل فيه كنتخاصمو ديما انا وياه، ما كنتخاصمو على حتى شي حاجه الا موضوع ديال 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 العيالات هو الوحيد اللي كيخاصم. صافي عام بدا كيجر العام، عام تيجر العام، كانوا كيخسروا لي ملي ولدت بنتي لما تنحمل كان كيخسروا لي. كانت صاحب من واحد البنت فقط خسرها عندها 19 عام. صافي هذيك كانت دات لي العقل صافي، وقفت انا وياها على الطلاق. تصور انا في السبيطار يا اخي، تصور واحد مرة كنت في السبيطار نمشي معاها لوطيل، وخرجت من السبيطار وعرفت عيطات ليا وقالت عليا يا راجلك اجدار مجدك. كنت انا في السبيطار النهار اللي غادي نخرج فيه من السبيطار كيبان لي هذاك الراجل ماشي ماشي على برجه بحال، وانا ديك الساعة ما تنعرف لا لغة لا والو، بحال انا صحاب ليا واش الطبيبة قالت لي راه الولد فيه شي حاجة ولا انا فيا شي حاجة، وجهه كحل ما تيضحك ما حتى شي حاجة. خلني الشك هذا مالو، كنقول لي مالك، يقول لي واش كولي واش الطبيب قال لك شي حاجه عليا ولا على البنت، كيقول لي لا ما كاين والو. جا للدار جلس 15 يوم ما تيخدمش غير جالس في الدار. مشيت نتسط انا مرت، كان اخر كان جاني داك البواسر مع الوجع وداك الشيء، ما كان ما كنمشيش على رجلي، وليت كنمشي على ركابيه، تنقول لي جيب لي الدواء، تيقول لي لا باش ما باش يخرج من الدار. صافي انا بغيت نعرفو مالو، ما عرفتش مالو. كنا خارج داز 20 يوم من الولادة، خرجت باش نصور الولد باش باش نصوب نضيف إجراءات ديال الوراق. طوموبيلة كان فيها واحد التليفون، ولديك البنت كنعرف رقم التليفون ديالها، وأنا كنهضرت معاها شحال من مرة كنقولها بعدي منه ما بعدت منه. ملي قلبت التليفون لقيت النمرة ديالتها باقا في التليفون في الوقت اللي أنايا كنت فيه في السبيطار، وتا خرجت من السبيطار وباقي تيهضروا بيها وأنا نصوني ليها. قلت لي اختي هضرت معك مره وجوج وثلاثه وربعه وراه هو من ولادو اش بغيتي عنده؟ قالت لي انا قالت لي شويه تعرفي؟ قلت لها بغيت نعرف كل شيء. بقات تعاود لي
قلت لي باقة تعقلي، قلت لي ملي كنتي حامله واحد النهار وعيطتي صيفطت لي ميساج وقلتي لي حشاكم حشا مستمعين قولي لذاك الحمار اللي معاك انا راني شدني الوجع باش نمشي للسبيطار وجاو جاب لك واحد الكسوه. قلت لي اه، قلت لي ربت انا وياه وانا اللي قلت لي اخترت لك هذيك الكسوه، الكسوه باقا عندي الان. قلت لي بغيت نعرف درتي تعرفتيني انا وياه، قلت لي انا كنعرفو اي حاجه قلت لك ديرها كنعرفو ما وانا داكشي كله ما همنيش. قالت لي عرفتي نهار الجمعه راه كيجيب لي الحوت، وفعلا نهار الجمعه مع كيدير السواق كيجيب لي انا الحوت كيجيب لها هي حتى الحوت. قالت لي تنخرج انا وياها وهادي داكشي كله ما همنيش اللي كيجيب ليها ولا كيعطيها ولا فين كيمشي وياها ما همنيش، انا بغيت نجي ديني النقطه ديال السبيطار. علاش انايا نهار يخرجني من السبيطار جا دار لي ديك الحاله ما صرف على الدار ما خدم ما داها فيا ما داها في الدري ما تاعش. قالت لي ملي كنتي قالت لي في السبيطار نهار الثاني ملي ولدتي قالت لي راه خرجت انا وياه ومارت داني لوطيل وداكشي تخاصمت انا وياه. تقول لي كتهضر معايا وماك رد ضعف ولدي، قالت المزوله من فمو حتى الحليب طرطش لي على وجهه وهي تتهضر وانا كنهز لي في حوايجو تنلوح لي في الكوزينه في الويك فنحرق الدار باللي فيه انا والدراري. قالت كنهز لي حوايجو تنلوح في الكوزينه هي تهضر وانا كنهز تخويت لي الماريو ديالو كله وانا نشد قرعه تاع الزيت وانا نكبها ونشعل العافيه. شنو هي؟ سديت الباب شعلت العافيه. فاش شعلتي العافيه؟ سديت الباب شعلت العافيه في الحوايج في الكوزينه. ودخلت البيت نعس وسديت عليا هي عيطت لي وقالت لي قالت لي عيطت لمرتك وقلت لها وتجي تجري كتبان لي العافيه شعله والدنيا كلها طالعه هو في السانسور كتبان لي الدنيا كلها دخان. شنو بغيتي تشعلي في راسك العافيه ولا شنو؟ نهاريت لما ما توصل لان السنين وانا كنتحارب معاه وانسان ما عندوش ضمير ما عندوش دم تكون مرات في السبيطار تولد وقلت لي تسنيتيه سنين وسنين وتمشي معه وحصلتك معها وانا حامله وطلبتك قلت لك راني عندي السكر ديال الحمل وعندي الضغط بركه من هادشي هادشي راه غادي يخرج عليك هو يا مع اللي تيقولها ليه راسه هو اللي تيديرها الله وكيل. واخا كملينا من شعلتي العافيه صحاب راسه هو راه زوين شعلت العافيه في الكوزينه الحوايج جا دخل البيت نعاس كيقلب عليا شعلتني وانا نصفقه هزيت الوراق قلت لي على القنصليه نطلقوا عيطت لدار بدا قبل ما حيد داك العافيه وحيد داك الشيء عيطت لدارهم قال لي كتمو باك كانوا كيحترموني بزاف بقى كطلب فيا مو قلت لها ابدا قلت لها ولدك سنين وسنين قلت لها وانا صابره عليه انا دايره بين عيني على داك الشيء اللي دار معايا نهار الاول دخلت في الطاليان ولكن قلت لها راه الحرام راه غادي يخرج علينا وبشري الزاني بخرب بيتي ولو بعد حين بيته غادي تخرب بقى يحلف لي ما عمرني ما غنعاود ما عمرني ما غادي ندير. رجعت للدار نزلت المغرب جيت لقيته مدخل وحده لقيته مدخل وحده للدار كان هو يطلع انا حنا الاولين ونزل باش يجيب البواليز انا دخلت الحمام لقيت شي حاجه ديال العيالات كاينه في الحمام هو داخل من الباب وانا هزلت حاجه دايره وراي ما باش ندير صداع يلا نهار الاول جايه قال لي باكي لانه وحاس قلت لي والو قال لي لا قول لي ماكل قلت لي هذه ديال من قال لي ديال مرت خويا قلت لي مرت خويا اش جايه كدير هنا حاجه مرت خويا اش كدير عندك في الحمام قال لي راه كان جات هي وخوك هنايا وانا نعيط لمرت خويا قلت لي ملي جيتي نسيتي شي حاجه في الحمام قالت لي لا وانا اصلا عارفه كذاب واستاذ في الكذب كنشوفو ديما واحد النمره كتصوني لي بغيتي باش يجاوب في الدار ما تيجاوبش في الزنقه كيجاوب وانا بقيت عاس عليه تروح واحد النهار نعس ونجبد ديك النمره وانا نصوني لها قلت لها السلام عليكم قالت لي وعليكم السلام قلت لها هاد النمرة اختي كتصوني الراجلين قالت لي شكون قلت لها انا مرت فلان قالت لي ايه على انت مغربية انا صاحبك واش مصرية حتى هو تيقول لي انا متزوج مصرية قلت لها لا اختي انا مغربية قلت لها نمرتك اش كدير عند الراجل ديالي قالت لي اش بغيتي تعرفي انت بغيتي تعرف كلشي قالت لي راه راجلك تلاقيت به في الديسكوتي وقالت لي بقى تابعني داك الشيء وجابني للدار يتوصف لي الدار انا اصلا تحب كيجي عندي للدار نهائيا الا مرت خويا وصفت لي الدار وصفت لي حوايج وصفت لي كلشي خاصنت انا وياه الدار تعيرتو وداكشي قلت لي صافي طلقني بقيت بغيت انا عايز انا كيك ما كنبقاش الحرام وشوف شحال معاه وانا تنسامح هو كان عندي واحد الفاز فيه الورد داك الورد الداخل ديالو كان فيه الحديد ومن برا كاين بلاستيك وداك البلاستيك يخرج بحال داير بحال الشوك عرفتي يا اخي كيضربني بيه حتى كيجر لي نصف شعري ما خلاش فيا بلاصه مزيانه في لحمي قتلني وانا كنخاف وخفت على ولادي حيت انايا المشاكل كيدجالي تيمشيو ديك الساعه كان صباح الاربع مشى هو يا الخدمه
نط انا يا دخلت دوشت طيبت لي الغداء، هو ملي جا وشافني في ديك الحاله عندني وقال لي انا حيوان، عمرني ما لقيت عطيت شي بلاصه في وجهي في ايدي في رجلي في داري ما فيهاش، كلها مزوقه كلها مزوقه كلها كولور. ولم كان داك الساعه الاربع، كان الاربع كانت ضرب لي بالكات على الصباح الاربع، الاربع فاش قال لي انا يا حيوان ما عمرني ما بقيت نعاودها، الاربع الخميس الجمعه السبت قالت لي التليفون لقيتو معيط ليها وانا نفيقو، قلت لي باقي كتعيط لها هوز التليفون بايدي، كان ديك الساعه ديك النقيه اللي كتطلع وكتنزل وشدها بايدي بالجغه ولوحه من البارك، راح التليفون من البارك سامحت صبرت، قلت ما عندي خدمه ما عندي لغه عندي الاولاد ما عنديش فين نمشي، دكيت وانا كنموت، انا النهار على نهار كنموت من الداخل، النهار على نهار كنموت من الداخل، مات فيا كاحساس انني مراه وكاني انثى كاني حاجه ماتت، تعاودي تطلقي طلقتي من الاول عارفين بانه سكيري وما تولدش، تعاودي تطلقي مره ثانيه ما قبلتهاش، قلت نجي على كرامتي ونجي على كلشي، صافي بقى من وحده لوحده لوحده لوحده، تحولنا سكننا في واحد الدار ونسكنا تحت منا واحد المغربيه مزوجه، مشيت ولا كيدخل عندها كان راجلها في المغرب ولا تيدخل عندها، كان عطاها خيط من البارابول ديالنا نزله وانا ملي عرفت كيدخل عنده داكشي وانا نقطع الخيط تاع البارابول قطعته، وانا نتلاقى بها في السنسور هي تعيني قالت لي علاش قطعتي، قلت له انت الراجل اللي كيدخل عندك، قلت له الراجل اللي بغاني، صافي تخلصت تعرفت انا وياها، انا طلعت لداري وهي ما عرفتش مشات، دازت يومين وثلاث ايام خارجه انا حاجه كان ولادي في المكان مشيت نخرج باش ننزل الزبل تحت، هي دايزه بالطوموبيل انا ما شتهاش، انا يا طلعت عندنا ديك العماره اللي كنا فيها حنايا فيها السنسور، السنسور قديم، انا ملي سديت الباب الباب مشوجه وما تسدش مزيان، هي كانت ساكنه تحت مني، انا يلا دخلت كنغسل في ايدي وكنغسل في ايدي تاع دريت كنسمع الدق 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 في الباب، طليت من العين كتبان ليا هي حليت الباب وهي تجرني من شعري كنقول لها ما في، قالت لي خليتي درتيها بالعاني وخليتي لي السنسور محلول، قلت لها لا قلت لها راكي عارفه خاسر، دخلتني السنسور بقات كتخبط فيا تخبط فيا ولادي صغار عرفتي كوما كانوش جيران بقات لك دخلوا عرفتي تصوري من حيدت ايديها من شعري دات شعري كله في ايديها، واخا المهم حاولي تعاودي لنا، شوف حاولي عاود تعاودي لنا لان كاين بزاف ديال راه التليفون وصلت اكثر من 30 عين واحد الدقيقه وصلت اكثر من 30 الف اتصال ديال الناس اللي بغاو يعاودوا القصص ديالهم، حاولي عاود اعطيني في جوج دقائق الخلاصه. صافي بقيت وصلت انا وياها للمخزن وداك الشيء القهوه على نفس 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 الحاله، ومن وحده لوحده 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 حتى ما عرفتش شكون حرق لي هاد الماس الدار ماشي عاد حرق لي الكاميو وهرس لي النوغوسيو ديالو، قال لي انت اللي صيفطت لي شي واحد حرقه، مشى دابا تصاحب مع واحد المغربيه دابا راه سكن معاها وعايش هو وياها، طلقني رمى عليا ثلاث مرات يمين تاع الطلاق وخلاني دابا انا وليداتي في الدار، لا معين لا خدمه لا سكنه، حنا ساكنين في الدار ديال كموني ومن غير كونتراتو غير واحد السيد عطاه الساروت، حنا ساكنين فيها ماشي قانوني، ما تيجي عند ولادو ما تيسول على ولادو، ملي تيشوفني عينيه ما تيهزوش فيا وكيدير ايديه في مناخره وما كيقول لي ما كنقدش نشوف فيك، ديك السيده اللي معاه هي يا ام وعندها جوج بنات وعرفتو بانه تا هو اب وعنده وليدات وبزوج بنت بلادها دابا ساكن معاها وما تيعرفني ما تيعرفها، كنت حاملة في شهر 11 ضربني تمات لي في كرشي وما درت ليه حتى شي حاجة، أنا هادشي كنستاهلو أنا لأن أنا حضرت ليه الراس، ودابا صافي هو يمشى وما عرفش ما عرفش أش من خطوة ندير، دابا أنا عندي ثلاثة الوليدات معاه ما عندي خدمة ما عندي 15 عام وأنا مزوجة بيه وما عندي لغة وما عارفاش أش غندير، ما عرفش بغيت ندعيه ما عرفتش فين غادي ندعي، كيقول لي هو بغيت الطلاق نديرو الطلاق طلاق مصري، قلت نمشي للقنصليه المصريه نطلق، وانا ما خفت مع حقوق الدراري وانا ما عرفت اخويا انا يا اش ندير دابا، هو المشكل ديالك هيبه الله. اول حاجه علاش علاش الخيانه، علاش وحده ملي تكون باغا دارها وباغا تعيش علاش الخيانه، نبغي نعرف علاش كتكون الخيانه، علاش الواحد كي يخلي الحلال ويمشي للحرام، علاش هذا علاش مورها بزاف، لو كان علاش تداويك وكان شحال واحد لقى الحل.
هبه الله هبه الله. انت عارفه بان فضل الله فهذا مثلا قلت شي وحده تطلقي ولا شي حاجه، انا ما عنديش ديك كلمه تطلق. ملي نقدر نقول لك الله يفتح لك باب الخير ويسهل عليك وينور لك طريقك، انا ما غنقدرش ما عمرني قلت لشي واحد طلق، لان ما تعلم بين الرجل والمراه. اسمحي لي يا اختي. اه طلقك؟ حنا دابا طلقنا راه انا نتذكر ما عليا من الطلاق لان انت يا طالب لا صافي فيما كان كيرجع كدير لي شي حاجه كيولي بحال الحمق كيمشي، ولا قلت لك ما بقاش كيشوف ليا فوجي الانسان وقف حداه تيحط ايديه في مناخ ويقول لي ما كان واخا دابا طلقتي. دابا طلقتي القانون؟ لا القانون لا، ولكن راه صافي الا طلقك الا طلقك في الاخر سيري طالبي بالحقوق ديالك، داك حقك وحق ولادك. صافي مدام طلقتي سيري الجمعيات ما بيتش تاخذ داك الصنت الشعلي، ما بيتش تدخل حياتي انا. مدات لي ولادي راني نموت. شكون هذه الجمعيات؟ الصنت الجمعيات انا ما بغيت ما بغيتهمش يدخلوا بيناتنا. واخوتك ما تمشيش عندهم؟ ما باش نمشي عندهم بغيت. الحمد لله كنخدم في الدار، عندي كنخدم في الدار الناس كومون تاع الحلوى، كندير المسمن كندير الثياب، ولكن ما كافيش. انت ما كافيش خاصك تكون عندك شي خدمه ريبوله، بغينا شي خدمه اللي تكون شي خدمه قاره. تعذب عرفتي مثلا نعش اللي راه نقول الحمد لله اني نحبس دموعي قلبي راه غادي يوقف. عرفتي ضيع لك 15 عام من عمرك استحملتي شتي انا راه اختصرت ليك، شفت شي حوايج راه ما تشوفهم انت وحده ما تستحملهم. اش غنقول لك؟ نخلي الدراري ولادي اجي كيمشي للوسخ، علاش واحد كيخلي مرا نقيه في الدار وتيقلب على الوسخ؟ هذا الانسان كيضيع مالو. كملي تحرق لي الكاميو، انا كانت عندي 9 مليون عطيتها لك قلت لها انت باش توقف، شرى الكاميو ما عقلش عليا. واش غنقول لك؟ ما عقلش على ولاده. هبه الله. انا استحملت على ولادي ولادي. الناس اللي في الليف كاملهم انهم يديهم معها بالخير، كلشي يديه معها بالخير. هبه الله، نتمناو لك الخير، نتمناو ربي يسهل عليك وينور لك طريقك ويعطيك كل من نويتي في خاطرك. ميرسي لك هبه الله، شكرا لك. الله يحفظك. بالمناسبه كاين واحد السيده نحاولوا نطلعوها الى بغات ولا عندها كيفاش دير. هي في السجن حاليا، هي في السجن وجو كخوا تعقلوا عليها. حاليا هي في السجن، نتمنى انها تجاوب. نتمنى هي ما نظنش انا باغا تقدر تطلع، مي غنصونيو عليها لعل وعسى. السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو. واحد جو كخوا تعقلوا عليها. نتمناو دابا راه جاوبات، عندها مشكل في الكونيكسيون. حاليا هي في السجن. الو السلام عليكم. السلام عليكم. حاولي غير تهضري، ولا كان بامكانك تهضري غير بشويه. الو السلام عليكم. الو. غير حاولي تهضري بشويه. مع الاسف ما عندهم مشكل في الكونيكسيون، تيجاوب وتتمشي الكونيكسيون. ف هذه السيدة أنا ضرب الصفة ديالها، هذه هي السيدة اللي أول وحدة تتخسر الهضرة في اللايف ديالي في الأبيل. إلا عقلتوا عليها، شكون اللي عاقل عليها؟ عقلتوا على السيدة اللي خسرت الهضرة في الأبيل، أول مرة شي وحدة تخسر الهضرة. فهي أنا تطلب منكم السماحة كاملين، تطلب منكم السماحة على ديك الهضرة اللي قالت قدامكم كاملين، ونتمنوا انها تسمحوا لها. ف قالت لك الدعاوي ديالكم خرجوا فيها، وحاليا هي في السجن. ما عرفتش، بغيت انها تعاود القصه ديالها. واو سبحان الله. المهم لينا بغات تقول لكم، تطلب منكم الاعتذار كاملين. عقل عليها، فهي في السجن دابا. ربما عشان نقول لكم الاخوان، تقوا من الدعاوي عباد الله. شحال واحد دعا فيها ذاك النهار؟ اكثر من 2000 واحد دعا فيها. عقلت عليها.
والله الا بقات فيا قسما بالله ما زعما واخا خسرات الهضره اول مره شي واحد يخسر الهضره في اللايف ديالي مي فريمون بقات فيا باش ما نكذبش فالله يطلق صراحه نتمنى نديو معها بالخير نتمنى نديو معها نحاول نعاود نتصل بها نحاول نعاود نتصل بها لعل وعسى تجاوب سمحوا لي الناس اللي تنقطع عليهم غنحاول الا بغات تهضر الا كان عندك كدير تهضر سمحوا لي الاخوان اللي تنقطع الله يجازيك او كان حتى محمد هنايا ديزولي محمد قطعت عليك سمحوا لي الله يجازيكم بالخير هيا راه تتصل واحد الدقيقه عافاك كاع الناس اللي تنقطع عليهم تنعتذر على حيت تنقطع فوالا واحد الدقيقه غير نطلعوها الله يجازيكم بالخير هيا جاوتها الله يسامح شكرا لكم شكرا كاع الناس اللي الله يطلق صراحه اللهم امين اللهم امين يا رب مع الاسف عندها مشكل في الكونيكسيون تنعتذر على الناس اللي تينقطع عليهم انا تنعتذر مي غير نحاولوا نطلعوها عافاكم نحاولوا نسمعوها نسمعها تعتذر منكم السيده باغا تعتذر منكم فتنتمنى نخليوها غير تهضر ما عرفت حتى شي معلومه مجرد انها صفطت لي بادر انا اللي خسرت الهضره ديك النهار في اللايف تنطلب منك الاعتذار وبغيت نعتذر قدام الناس في الاول فقلت لي راه ذنوبهم خارجين فيا راني في الحبس فانا اللي بغيتها تطلع مع الاسف ما يمكنش فهي تكتب شي حاجه الله يطلق صراحه فنتمنى وش الإخوان ما نتمنى قاع الناس اللي يسمعوا ديك النهار ديك الكلمة مهم احنا مسامحين نحاولوا نستقبلوا اتصالات اخرى نحاولوا نستقبلوا اتصال اخر مساء الخير الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال حمزة احنا بخير امورك على خير امورك على خير حمزه حميدي منور الحمد لله احني حمزه هو اللي مريض باطفال القمر عندهم مرض ديال اطفال القمر وكي داير حمزه كي داير الامور كي داير الحياه الحمد لله دابا الحمد لله شديت الماسك الحمد لله مبروك عليك امين اخويا شكرا اليوم شديت الماسك شديته تقريبا كيف شهر دابا ما شاء الله الحمد لله الحمد لله ومبروك عليك يا اخي حمزه مبروك عليك والله ييسر لك الامور وان شاء الله عمر يبعد عليك كل ابتلاء امين ايش نقول لك انت تفضل وي حمزه انت باللي كنت والناس اللي معاك ديما كنتفرج فيك وكتغبر مع الحياه كما تيقول الله يفتح لك في بال الخير شكرا لك امين ونورتيني تفضل تفضل شنو بغيتي تقول بيد الدعوات ديال الناس يدعيو معايا في المزيد ان شاء الله اي واحد باغي يكون معايا صديق او صديقه مرحبا ان شاء الله كلشي دائما حمزه في الدعوه ديال الخير والله يفتح لك في بال الخير حمزه وينور لك طريقك ويعطيك كل ما نويتيه في خاطرك يمين ان شاء الله راه قريبة اغنية جديدة خراب ان شاء الله اغنية جديدة الى واخا نقولها السمية ديال
ديالي ديال لاشين. تفضل قول سمية لاشين. مهم سمية ديالي مستر حمزة. دخلوا عندي لاش مستر حمزة وفيه فيه تلقاو فيه بعض ديال الفيديوهات. فوالا دابا تفضل. نعم؟ تفضل تفضل. الى بغيتو دخلوا لاشين ديالي ديروا مستر حمزة حب والسلام ولا مستر حمزة مظلموناش ولا مستر حمزة ما عرفتش منين بدا. خلو عندي فربعوا لي لاشين ديالي بلي دابون ان شاء الله. يلاه حمزة ميرسي ليك شكرا الله يوفقك ويفتح لك بالي بالخير اللي بغي حمزة هو يدخل عنده مستر حمزة. شكرا لك حمزة. واخا نقول النمره ديالي باش الا شي صديق بغى يكون معايا صديق عطي الفيسبوك ديالك حمزة. شوف اللي بغى الفيسبوك ديالك باش نحاول انا ضغط كبير على الاتصال. حمزة شنو هو الفيسبوك ديالك؟ فيسبوك حتى هو مستر حمزة تلقى فيه مستر حمزة الطفل مع اطفال القمر. فوالا اللي بغى حمزة هو داك صافي. يقولوا لي راه من طرف بعض الهلالي. صافي يا الله شكرا الله يحفظك اخويا. بغيت غير نفرحك. مبروك عليك الله يحفظك. مبروك عليك الماس. شكرا لك حمزه. نتمنى ان كاع الناس اللي تتفرجوا في اللايف يبارك على قليب 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 الله يجازيكم بالخير. نحاول نسمع واحد الاوديو. راني بالحبس ما نقدرش نهضر. كنتمنى تسمحوا لي على ديك الهضره اللي قلتكم. والله صفطات اوديو ها هو ذا. راني بالحبس ما نقدرش نهضر. كنتمنى تسمحوا لي على ديك الهضره اللي قلتكم. والله راني بالحبس ما نقدرش نهضر. فريمون والله تبقاش فيا قسما بالله الا بقات فيا والله. نتمنى منكم انكم تسامحوها. نتمنى منكم انكم تسامحوها. مساء الخير. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وي السلام عليكم. اختي واش تسمعينا؟ الو بزاف الناس ما عرفوش شنو هاد القصه ديال هاد السيده اللي تطلب من الناس السماحه. اول مره شي وحده تخسر الهضره في اللايف ديالي. عمر شي واحد خسر الهضره في ابيل وخسرات الهضره وكاينين امهات فداك النهار كان كلشي طلع عليه الدم وكلشي دعا فيها والله كلشي تيدعي فيها كلشي كان تيدعي فيها داك النهار. فاليوم هي في السجن وتطلب منكم السماحه كاملين. فالله يسامح المسامحه الاخوان. نكون واحد الشعب اللي مثقف واحد الشعب واعي. هنا راه كاينين امهات كاينين اباء. عيب اي بلاصه نجينا ونخسروا الهضره ونسبوا ونعايروا. فشو الدعاوي ديال عباد الله تيخرجوا اخوان. تقيوا الدعاوي ديال عباد الله راه تيخرجوا في واحد. مساء الخير اختي. عفاك ممكن تغوتي شويه راه ما تنسمعوكش. لا والو اختي ما تنسمعوكش. والو راه ما تنسمعوكش اختي. حيدي الكيد دابا. تنسمعوك شويه. مرحبا بك. شكرا خويا. شويه القصه ديالك في شكل اللي لبقيت عاقل خوك كان غيقتلك ياك. نعم بصح هادشي اللي كاين. واخ تفضلي شنو السميله اللي تعطينا. نتمنى كاع الناس اللي تيتفرجوا كلشي يبارك على قليب كلشي. اي واحد دخل يبارك على قليب قليب بقا تبركوا على قليب باش ما يتبلوكناش اللايف. مروه تفضلي احنا تنسمعوك. مروه بعيدة على والديا. عشت مع جداتي. ما كان ناقصني والو. كان كيبغيوني كان غاديني الحال. كان ناقصني ماما
نحط الامل ديالي في خويا، هو اللي غادي يعوضني على داك البعد. ولكن حتى خويا ما صدقش. كيفاش خوك ما صدقش؟ خويا تبلا ولا كيكمي ولا كيسكر ولا كيشم. حاول يقتلك، هذه اللي مازال ما فهمناش. كان باغي يحنقني من الخدة. علاش؟ شنو هو السبب؟ ما عرفتش، يعني يقدر حيت ما كانش صاحي، ما عرفتش انا براسي ما عرفاش كيفاش. انت ما درتي ليه والو؟ كنتي ناعسة ولا شنو؟ اه كنت ناعسة. صافي ناعسة جا عندك بغا يخنقك ويقتلك. دوزت هاد المرحلة ونجاني ربي منها الحمد لله.
أخوك كدير دابا؟ أخوك مازال هو هذا اعتذر مني صالحت معه ولكن ما قدرش ننسى داكشي ما قدرش ننسى داك النهار اللي حاول يقتلني انا ما جلستش مع ماما حيت من جداتي جيت عند خالتي قبلت لي النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث ولكن تمليه ولات خالتي واحد اخر ولات بقت تساب بقت تعايرني غضبت النهار الاول خطبت النهار الثاني ولكن فكرت انا ما عندي فين نمشي من كنمشي لتما وكنشوف خويا كنشوف الماضي كله قدامي ما بقيت عارفه مين ندير ما لقيت حتى شي حس ترحيم اللي نحط عليه راسي ما لقيت حتى شي واحد في جنبي شنو نقول لك ما كاينش لا شب شنو السمي اللي عطيتيني مروه مروى ماشي كاع الاخطاء يديروها الاخرين ونتحملوا حنا الاخطاء ديالهم الماضي تيبقى ماضي ولا بكيتي ما غتغيريش ما تغيري والو فيه مي غير نقول لك داكشي داز وشحال داز عليه دابا ديال الوقت يكون دابا شي 8 سنين هكا 8 سنين اوكي ياي 8 سنين يعني داز مده طويله وما يليقش انا كنبقى تفكري فيه لين نقول للناس بعدا اللي تيتفرجوا كلهم يبركوا الله يبركوا الله عليك باش ما يتبركش الله كذلك انهم يدعوا معك بالخير والله يفتح لك باب الخير شوفي مروه مروه شحال في عمرك 21 عام مازال صغيره ومازال طريق قدامك وما تنهيهاش شوف حاجة عادية أنا تنطيحو في مشاكل وفي أغلاط وفي شحال حاجة مي الحياة تستمر رغم الصعوبات ديالها ومشاكلها وهمها وحزنها فهي تستمر وخاصني نعيشها ما خاصنيش نحط السلاح والنهار هكا الحياة تقبل أنك تواجهها حيت إلا ضعفيتي واستسلمتي غتسطم عليك من التالي فبلاص ما انك تفكري فهادشي الشيء فكري في النجاح فكري في كيفاش تنجحي راسك كيفاش تولي واحد الانسان ناجح شي حاجه ديالك تصنعي ذاتك اما الا بقيتي تفكري في الماضي فهو ماضي ما تتغير فيه والو ولو بكيتي ما غتغيريش ما عمرنا غادي نقدروا نرجعوا للماضي ونغير ولكن نفكروا في مستقبلنا الله عز وجل عطانا جوج عينين للقدام باش نفكروا للقدام ونشوفوا القدام اكثر ما نشوفوا اللور اللور سنأخذه من حاجة واحدة هي التجربة وتنتعلمه منه لا غير راه بزاف ديال المشاكل والهموم هذه الدنيا هذه الدنيا ضروري المشاكل منها ضروري الصعوبات ضروري تطيح وتعاود تنوض ميمكنش كلشي غنلقاوه بالسهل هكا الضعف ديالنا تنبغيو كلشي يجي حتى لعندنا بغينا الخدمة تجي حتى لعندنا بغينا نعيشو مرتاحين بغينا نحسو بالسعادة وحنا ما دايرين والو فالله عز وجل لولا الهم ما كناش غادي نعرفوا بالقيمه ديال السعاده والفرحه لولا الحزن ما نعرفوش بقيمه الفرحه لولا المرض ما نكونوش نعرفنا بقيمه ديال القيمه ديال 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 الصحه ولولا جهنم ما كناش نعرفوا بالجنه فربي راه ما دايرش داكشي هباء منثورا ولكن السبب اما بالنسبه للماضي ديالنا تناخذوا منه التجربه فقط صافي وسير الله يفتح عليك وان شاء الله تعيطي لي وتقولي لي ان شاء الله حياتك ولات احسن واحسن واحسن صافي شكرا مرحبا على الرسولين شكرا ليك نتمنى من الناس اللي تيتفرجوا في اللايف كل شيء يبارك على قليب 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 اوكي نحاول نزيد واحد الاتصال عاد واحد السيده تنفكر نقتل راسي علاش تتفكر تقتل راسها نعرفو دابا السلام عليكم عليكم السلام مرحبا بك مرحبا خويا صيفطتي لي دابا ميساج البان لي طالع قلتي فيه تنفكر نقتل راسي او حتى لهاد الدرجه عندك الهم انو تستحق انك تقتل راسك حتى لهاد الدرجه عندي مشاكل بزاف ومطلقه جوج مرات دابا الطلاق الثاني عندي جوج بنات يلا تفضلي عاودي لنا ما يا خويا
أنا كنت بوست صغيرة، كنت عندي 16 عام. جلست مع الرجل الأول عامين وطلقته. أنا اللي طلقته، كان وقع لنا واحد المشكل في العرس ما قرب ليش نهائي وصافي طلقنا. أها، دبزتو نهار العرس؟ لا لا، داروا لي شي حاجة ما قدرناش نتجمعوا أنا وياه. أوكي أوكي. أها، وصافي هنا ما نجيرو مع الطب مع الفقهاء، ما كاين حتى شي حاجة. وصافي قال لك حرام تجلسي معاه، خاصك تفارق. صافي طلقته وجلست. وما كانت عندي 21 عام أو الزواج، جلست مع الراجل الثاني 3 سنين، خليت معه جوج بنات. دابا واحدة عندها 3 سنين واحدة عندها 4 سنين، وعندي البنت الأولى خيزون منغولية. وصافي أمو ما بغاتش، ما رضاتش، قالت له علاش تولدك المعاقين خاصك تطلقها. مهم قاصطة بزاف كاع، وصلنا للطلاق ورجعنا جوج مرات ورجعنا وقلنا عاوتاني طلقنا ورجعنا. قالت له خاصك تطلقها تولدك المعاقين. ونتحملت بنتي الزوجة وما كنت باغاها، غير تسابت. من حمس بيها حتى هي قالت الطبيب يقدر يكون عندها شي مشكل، كانوا شاكين عندها شي مشكل. صافي بقاو يجريو باش يحيدوها لي، يدونا للطبيب باش يحيدوها لي كلشي. كنت شعران وانا ما كنتش باغي نحيدها، قلت لهم صافي غير طلقوني، مهم بنتي ما نحيدهاش، اللي فكرشي ما نحيدوش. هو بقيت هكا، كنت دخلوا الناس دخلوا العائلة وكلشي وتهدنوا. وصافي خليت البنت زادت الحمد لله صورة مكمولة. واخا هكا بقينا في الصداع، بقات يعني مشكل كان عندي مع مو، هو كان يسمع المو بزاف، كان واحد الدرجة ولد مو تعلق به لواحد الدرجة ما تصورش. تخيل حتى النعاس ما كانش يكون معايا في البيت، يكون معاها في البيت مع مو. ما بقاش يصرف عليا، بقاو يسدو عليا الباب تاع الكوزينة، ما يخلونيش ناكل معاهم. نمشي ناكل من برا، صيفط لي ما تجيب لي تمدهم لي الفلوس غير مسترجم، كتعطيني الفلوس تقول لي هاكا راح شري اللي بغيتي. كنخرج نشري لبناتي ما ياكلوا، نشري لهم الحليب اللي كوش، ما كانش صافي نهائيا. كياكلوا جو الضياف ياكلوا بيناتهم، انا كاينه معاهم في الدار بحال اللي ما كايناش كاع. صافي بقينا هكا في الصداع في الصداع، وتلت في بيا طلق وانا معاه في الدار. وجاتني لسيدها عندو الدار. وصافي بقيت نتقابل انا وياه في التالي طلقني. عيد درت مع المحاولات يعني، واخا كنت عايشه في واحد في الضرب، واخا كنت صابره قلت معليش على ود بناتي وما طلقش المره الثانيه. واخا كون بعد ما طلقنا كنا كان يدير محاولات باش يرجعني وكلشي، ما بغيتش نرجع. وبالتالي من رجعت من جيت لدارنا كنت ساكنه عند خالتي، من جيت لدارنا با ما قبلش البنات. علاش ما قبلهمش؟ ضروري طردي له بناتو، ما يقدرش يصرف عليهم. باهم حد الان ما كيصرفش. مره مره في كسفت لي 200000 ولا 300000، ما كدير لي حتى شي حاجه. ودابا بابا قال لك ضروري تردي البنات، دارنا ما بغاوهمش. قال لك خاصك تزوجي تعاودي الزواج، ما تجلسيش هنايا. يعني من طلق جوج مرات ما رضاوش تردي له بناتو وسيرتي. وانا ما سخيتش في بناتي، كياكلوا الضرب مساكينات حدايا، كنسمعوا المعيون نهار كامل، كنسمع المعيون كنشوفهم كياكلوا الدق وانا قلبي كيتقطع، ما نقدرش نعمل. علاش؟ حيت البنات الصغارات كيختشوا، ما كيجلسوش، كيختشوا بزاف، كيطلعوا للسطح، كيمشيو للبيوت. اللي باقي صغر ما يعرفوا حتى شي حاجه، 3 سنين 4 سنين ما كيعرفوا والو. هما كيهضروا معاهم بحال اللي كيهضروا مع شي واحد كبير وعاق. انا نقول لهم مره مصاره ما يفهموش، بالخصوص اللي عندها 4 سنين ما نقول لها ما كتفهمش مسكينه والو، ما كتعرف حاجة الخاطر، ما كتعرفهاش نهائي. كياكلوا الضرب، وانا داك الضرب اللي كياكلوا القلب نتاعي بقى يتقطع. قلت لهم خليوني نمشي نكري، هما ما كيرضاوش. خليوني نمشي نكري ونخدم على بناتي، ندير شي حاجه على بناتي. وما قلت لا، ممنوع تخدمي وممنوع تسكني بوحدك، جلسي هنا في الدار وبناتي يوليولو حتى تزوج. قلت لهم ولا ما تزوج؟ قالت لي ما تزوجتيش راكي جالسه معنا. ما كان خرج وباهم شنو باغي يردهم؟ قلت له انت دي وحده وانا ندي وحده، رفد عليا غير شويه الحمل تاع هز وحده وانا وحده. قال لك ما كاش كيفاش ندينا، انا خدام ما كاش كيفاش ندينا. وقولي لوالديك بان ورا ما باغيهمش. لا هما عندهم الحل، ترميهم له
دبر راسك ولا تفهم الخيريه ولا شوفي كيفاش ديري. واو. وانا ما سخياش بهم تاع القريه واحد الدرجه ما تصورش ما نسخاش بهم نكذبش عليك. لا اله الا الله والله العظيم الا كان كنقول نشرب غير نعطيهم شي حاجه يشربوها نقتلهم ونقتلهم ونخلي ما نموت ونخليهم من لا 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 كافي وحده من طلق كيجي خواتك كيمسحوا فيك رجلين كيجي خواتك كيمسحوا فيك اللي جا الا كيجي كيدفع لك الهدايا خواتاتي من كنقول لهم علاش كيجيو ديروا لي المشاكل مع خوتي ومع الطوط مشي يقول لك اه المهم حنا عندنا رجال شنقول لك شنو السميه اللي عطيتيني هدى ما عطيتك هذيك انا هدى هدى يا هدى هدى ربما ربي مخبى عليك بزاف ديال الحوايج اللي قدام يكونوا ربما هاد البنات هادو غيعوضوك على بزاف ديال الحوايج خسرتيهم في حياتك بان ما مر كان الانتحار انه باش انك تحلي فربما بزاف ديال الحوايج مازالين لقدام ربما ربي مخبي شي حلاق ما عنديش كيفاش ندير ما عنديش فين نمشي بهم نفكر نهرب نديهم معايا غادي نتكرفصوا معانا وما باقي دروك لو كان غير كبار حاولي تزيدي تصبري شويه احلى ما يكبروا شويه تكثر شوف قدرش اخويا واحد صبرتي واحد الاخراني عايشه بها انتي صبرتي وقاسيتي وحاولي تزيدي تستعملي غير شويه على ما يكبروا قاسيتي وصبرتي وليك اجر مع الله شوف سبحان ربي ما غيخيبكش والله ما تخيبي ان شاء الله راه ما غيكون لك الخير وحاولي تقنعي عائلتك مادام هو تيصرف على ولاده ياك مرة ماشي دائما حتى كنزيرو بزاف دعيه ما كاينش ما ترحميش فيه ولادو هذا خاصك تصرف عليهم انا مضيت ديك القضيه ديال حقه ما نصرفش على ولادي ونسمح ليه ما تسمحيش هذاك حق الحق خاصو يتخدا ماشي هو عايش هاني مسؤول سواء طلق سواء بغى مادام طلق وفكر طلاق وكذا خاصو يصرف على ولادو باش نهضروا بصراحه شوف واخا تعرفي الدعي على النفقه داكشي ما ديال انك تسامحي والله يسامح ما كاينش باش نهضروا بصراحه اختي الله يفرج عليك شوف تخلي معايا غير دعي معاك 2000 واحد عمر دعوا معاك 2000 واحد لا راح لا تخيلي 2000 ام 2000 فيهم اب وام وشباب وبنات وصغار كلشي غيدعي معاك في هذه اللحظه شي باش غتحس شوف نتمنى 2000 كلها تيمها من قلبها سي الله يفتح لك بيبان الخير وان شاء الله ما دز واحد الفتره وتعاودي تعيطي لنا وتوعدينا بانك تعيطي لنا مني ربي يفرجها عليك وبناتك يبقاو معاك وتكوني احسن من الاول ان شاء الله يا ربي ان شاء الله راني غير اختصرت ما بغيتش نكثر حيت شوف تبارك الله شحال الناس يدعيو معاك واش عرفتي شحال الناس ما شاء الله تيدعيو معاك ربي يخليهم جزاهم الله خير سي الله يفرحك في القريب العاجل وينور لك طريقك وان شاء الله باك هو اللي يقول لك جلسي معايا بنتي انت وليداتك هذوك وليداتي ان شاء الله نتمنى لا ان شاء الله ما يكون غير خير شوف فلك رب رحيم يقول للشيء كن فيكون تيقول لك 50 مستجابه حرك 2000 واحد تيديه معك ما شاء الله حسدتك ما كرهتيني يدعيوا معايا 2000 واحد بدا يدعيوا معايا جزاك الله خير اخي بلاكس بلاكس مرحبا ان شاء الله غتفرج ولكن ادعي وزيد ادعي معايا غير ربي يولي معايا كي كان في الوحيد راه قريب عام ما كيهضرش معايا انا معاه في الدار وما كيهضرش تقربي منه قربي منه شوف الواحد باش انني يبدا الخطوه شوف كاين شي حل ضروري كل شيء عنده حل كل ضروري تيبقى باب ربي ما تيسدش علينا الباب ضروري تيكون باب ما تيأسيش راه عندك رب رحيم شتي ربي رحم الام على ابنها شتي داكشي اللي تتخافي على وليداتك فربي رحمنا منه ما تقلقيش اختي من رحمه الله ربي كبير الحمد لله صافي سبحانه وواحد غتعيطي لنا ياك كان وعدك اخويا شكرا مرحبا بعدا ارتاحت شويه من هدرت وكلشي عاود واش راه السيبه ترتاحي 2000 واحد دها معاك شكون بحالك شي غير بحال هادي راه نقطه ايجابيه عرفتي شحال ديتي الاجر 2000 في خطره ما شاء الله ربي يخليك وكنشكرك بزاف
بزاف شوفي بدات الناس اللي تيطلعوا معايا وتيدعوا معاهم عارفين راه الا فرجا عليكم ربي ودرتو لاباس شوفوا العشور لينا غنجيو تفرقوا العشور تستاهلوا وما عرفتي تولي شي وحده ملياردير بعد دعاويد الناس ربي يستجب وتولي لاباس عليك ها ربي عقلي عقلي والله يفتح عليك اختي الله يفتح لك بيبان خير ميرسي شكرا وسمح لي اخويا مرحبا نعاود لكم واحد القصص باش تعرفوا ان الدعوات تيتستجبوا في هذا الليل ورب الكعبه بالنسبه تنفضل هذوك العيالات اللي ما تيولدوش كنطراو معنا قصص حقيقيه وراه كاينين الناس اللي معنا في اللايف شاهدين على هذا الشيء كانوا جوج وحده 15 عام ما عمرها ولدات وحده ما بقيتش عاقله بالضبط المهم فايتها 7 سنين للفوق ما ولدوش تيولدوش عقم والطبيب قال لها راه ما غاتولديش فطلعت معايا في اللايف ودعوا معاها الناس مدى 6-3 شهور بجوجهم ولدوا بجوجهم عفوا حملات ودابا راه عندها الولاد فتنتمنى اللي محتاج شي دعوة طلع صاحبي طلع اللي محتاج الناس يديو معاك طلع علاش غنديو في السيئات ندخلوا اللايف وبدا نخسروا في الهضره ونسبوا ونعايروا هذا اللايف نستافدوا منه ياك ونفرحوا ونعاونوا بعضياتنا ونساعدوا بعضياتنا ونديو الاجر تخيل معنا ان الله عز وجل الله عز وجل تيشوفنا في هذه اللحظه تنذكروه ومجمعين كاملين باش نسمعوا لشي واحد ويخوي قلبوا علينا ونعطيوه نصيحه وندعيوا معه قال لك من يجتمع مجمعا وذكر فيه اسم الله اي مجمع ذكر فيه اسم الله تتنزل عليهم الطمانينه والسكينه والله يذكرنا في من عنده شكون حالنا احسن من ندخل الحمام العيالات تخسر الهضره والسبان والمعيار والوالدين وبقيت تسبوا لنا الوالدين ونعطي واحد السمعه خيبه على بلادنا علاش بالعكس نستافدوا ونسمعوا ونخرجوا فرحانين وسبحان الله ما لاحظتش بان اللايف انفو تيستهلك كلشي تيخرج مرتاح كلشي تيخرج ضاحك كلشي تيخرج فرحان لهذا نتمنى نكونوا هذاك الشعب الواعي وما شاء الله عندي عقول راقيه بالمناسبه على ذيك المتعه والعقول الراقيه احنا حاليا تنجمعوا الحوايج شوف جاتنا واحد الفكره مش حال هذه صوبنا هي العقول الراقيه اننا نعاونوا الناس بدون هدف ما بغينا جمعيه باش ناخذوا فلوس من الدوله ما بغينا باش نتشهروا حتى لدرجه حنا بنينا جوامع درنا المهم ما نهضروش على داكشي ما تنديروش داك الشهره اللي تيديروا دوك الاخرين وهادي ما عليناش فحاليا تنجمعوا الحوايج في جميع المدن المغربيه باش نمشيو نفرقوهم الا عندك الحوايج باغي تساهم باغي دير كلشي بيديك حنا عندنا واحد الحاجه باغي كلشي تنبغيو ديروا بيديك كذلك عندنا الجروب ديال الجاليه الناس اللي عايشين خارج المغرب راه كاين جروب ديال الناس ديال الجاليه مجرد انك صيفط ليا ميساج فهاد لاباج كنتي من اكادير فاس مكناس طنجه تطوان العرائش العيون الداخله كاينين الفروع في جميع المدن المغربيه صيفط لي غير المدينه ديالك كذلك كاين جروب ديال الجاليه اللي شكرا ليهم بزاف باغيين يعاونوا واحد العائلات باش انهم يبنيوا لهم الدار حاليا هذا راه مفاجاه غيصاوبوها الجاليه شكرا لهم وغيبنيوا البيار غيعاونوا في القفاف الا بغيتي انت تعاون معاهم تبني معاهم البير راه صدقه جاريه صدقه جاريه بغيتي انك واحد اليتامى حيت كاين واحد السيده حاليا راه تيعاونوها بالنسبه لهذا الجروب ديال الجاليه يعني الناس اللي عايشين خارج المغرب راه تيعاونوا واحد العائله تيبنيو لهم الديور تيصلحوا لهم لان الشاشة تطيح عليهم ويلاه مسكينه ديك السيده لا مات لها الراجل ولا لابسه البيض ما عليناش تسمحوا لي واحد الدقيقه نمشي نعمر كاس الماء باش نجيو نكملوا القصص ديالنا نبقى واحد الفاصل ونرجعوا بعد قليل
رجعنا معكم مرة أخرى، نحاولوا نزيدوا نستقبلوا الاتصالات ديالكم عبر الرقم 0000 7820 عبر الواتساب. بالنسبة للناس اللي عايشين خارج المغرب 00212 6 02 07 80 20. اوكي كاين، نحاولوا نشوف واحد الميساج. قالت لي محتاجه ندوي معاك، ما تسدش الباب في وجهي عافاك. اوكي مرحبا، نحاولوا اننا ما نسدوش الباب في وجهك. سمحوا لنا الناس اللي تيتصلوا، نربطوا بها الاتصال. نتمنى من الناس قال لي تيتفرجوا 1400 واحد، كلشي يبارك على قليب عافاكم، كلشي كلشي كلشي، ونبارطاجيو هذا اللايف على الاقل في 10 ديال الكروب. شوف 1000 واحد. شوف سمح لنا واحد دقيقه اختي، اعطينا واحد دقيقه صافي. إلا كل واحد فينا بارطاجا في 10 الجروب، قادرين أننا نثبتوا بأننا عقول راقية، بأننا ناس واعيين، ماشي كاع الناس بحال بحال. كل واحد فينا يبارطاجي في 10 الجروب. دخل كاين واحد البوطون تما، بارطاجي كاع لي جروب اللي عندك، انفيتي الناس اللي عندك، و 1400 كلشي بقي برك على قليب 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 قليب. مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك. ربي يخليك، لاباس عليك؟ الحمد لله، انت مزيانه. شنو الاسم المستعار اللي غتعطينا؟ انت اسمي عائشة كوثر. ماشي الحقيقية؟ الحقيقية لا، عطينا شي اسم يكون مستعار مادام ما تعوديش القصة ديالك. اوكي هيبة. هيبة هيبة، باغي تعاودي لنا شي حاجة؟ تفضلي. بغيت نعاود لك على القصة ديالتي. مرحبا. المهم القصة ديالتي بدات فاش عندي 15 عام في العمر ديالي. ما نسمح لي في الأول أني توترت لحتى جاوبتي من ديك السؤالات. المهم درت 15 عام في العمر ديالي، ما مخرجش من المدرسة. أول حاجة خرجني با ومي من المدرسة. درت 15 عام بفرض عليا الزواج، هو والوالدة ديالي، زوج بواحد السيد في العروبية. دوزت معاه تقريبا عام وما كملتوش. المهم هذاك العام اللي دوزت معاه داز عليا. دابا انت كنتي متزوج، انت بنت المدينه كما نقولوا. اي فوالا. وزوجك بواحد السيد في العروبيه. اي فوالا. بحال نقولوا وحده مكبره في المدينه مشات تولي تحلب البقر. اكزاكت. اها كملي لنا. المهم ما علينا، المهم تزوج، مشيت ما كنت الان واخا بزز مني وكل شيء، درنا العرس درنا كل شيء. مشيت دوزت 3 شهور الاولى مزيان بخير، مع العلم انني مشيت ديك الساعه ما كنتش باقا دايره لا لاكت لا شي حاجه، حتى من بعد عاد درنا لاكت. كيف ما كنقولوا ديك الساعه بحال مشيت غير بالفاتحه. المهم مشيت دوزت معاه 3 شهور عاديه، يعني انا باقا اصلا ما عارفاش شنو هو الزواج ولا شنو هي الحياه الزوجيه. واخا انا كنعرف نسقى وداك الشيء، ولكن بحال بالنسبه لي هما ما كافيش. المهم علينا. و 15 عام اصلا، يلا بداية يلا تتعلمي. باقا شي حاجه ما كاينه. المهم الشقة ديالنا ماشي هو الشقة ديالهم، واخا الشقة ديالنا حنا عادي، يعني هو تيبان لهم انا لا ما قادرش على داك الشيء. المهم علينا، يعني مشيت تما كنيت دوزت 3 شهور معاهم مزيان، الرابع مزيان شويه وهي تبدا المشاكل. العلم هو كان كبر مني لاش وانا باقا صغيره، يعني في عمر 15 عام وهو عنده 32 عام، يعني قدو قد الوالده ديالي. مشينا تما كنيت صافي، انا ما تاقلمتش مع الجو تما كنت، هما كيتعاملوا خمو وباجي يتعاملوا معايا مزيان، ولكن هو من بعد هذيك 4 شهور بدا يتعامل معايا خايب. مره كيجي معطل، مره كيطلب مني شي حوايج انا ما نقدرش نعطيهم ليه، واللي محرم من الله سبحانه وتعالى. المهم بحال هكا كنجي من هنا غتبدا عندنا المشاكل، ولا ديما الصدع. الا مثلا ما بغيتش نرضيه ونعطيه داكشي اللي بغا، خصني ناكل سلخه العصا ونبات برا، يعني برا البيت عندهم. واو شي ناكل قتلات العصا ويخرجني برا، يعني هي في الدار هو تزورت عليا البيت. وواحد النهار خرجني، كانت الشتا كتصب، كان ضربني والشتا كتصب وخرجني برا، وانا ما لقيتش فين غنبات، وحاشاكم بت في الطواليت، في الطواليت بت فيها حتى الصباح.
المهم ديك الساعة هم عندهم واحد العادة ديال العروسة كترجع بالرجوع. أنا ما كملتش العام وجيت عند الوالدين ديالي كنقول لي الدين عند والديك، يقول لي لا جرى عندنا واحد العادة العروسة كترجع فيها وافي وافي وافي. المهم هي هاديك تسميت هذيك الوقيته أنا كنت كان ما كنعاود والديا والو بلاشي. كانوا دارهم ديك الساعة أولا دابا هي بلاشي دابا دارهم كاينين حد دابا هما ديك السكنة ديال البلاد. أنا نقول لك كيفاش دايرة دابا دارهم بوحديتهم وحنا بوحديتنا. دابا أنا ما يمكنش ليا نطيب بوحدي وداك الشيء بالنهار كنكون مع دارهم وداك الشيء كنكونوا مجموعين. في الليل إي فوالا في الليل كنتحولوا غير حدا بعضيتهم مفروقين بيناتهم غير البيبان اللي مفروقين. يعني هذا كيتسد الباب بوحدو والدار ديالنا كيتسد الباب بوحدها. المهم صافي. المهم دازت هذيك المدة ديال فاش غنرجع للدار رجعت للدار نجيت مرة واحدة اللي قلت لماما راه فلان راه دار لي ودار لي راه ضربني قالت لي واه قلت لا كان ضربني ورعفني صافي. انا كرهت الزواج شنو يجي منه كرهته وليت كتبان لي قسما بالله كتبان لي نفسي على داكشي على اللي حرم الله. صافي هادشي علاش كناكل عصا ملي تنقول له علاش دير لي هكا تيقول لي انا بغيت ندير لك هكاك انت تستاهلي هكاك. المهم انا حاولت نصبر بزاف واخا العقل صغير وداكشي حاولت نصبر ونتاقلم مع داك الجو حتى نجي للدار ديالي. يعني كيف ما كنقول مشيت بطريقه فنيه. المهم تحايلت عليه باش يجيبني للدار. كي جيت للدار جيت عندنا جلست كيف ما نقولوا درنا الرجوع. المهم جاوا الناس وداكشي مشاو هما انا جلست سيمانه في دارنا هو باش يجي يردني للدار. صيفط له ميساج في التليفون هو يقول لي وجدي راسك باش نجيو في العشيه باش تجي معايا في العشيه. وانا نعيط ليه قلت له شوف بلا ما تجي عندي لحقاش انا ما بقيتش بغيتك. قال لي شنو تقولي قلت له هادشي اللي كاين. قال لي انا غادي نجي للدار قلت لي صافي جي مرحبا بك. المهم علينا جا جلس جا بابا جات الوالد ديالي ريحنا كاملين صنبل في البيت. قال لي يا بابا علاش ما بغيتيش تمشي مع راجلك وفيك. قلت لهم شوفوا الا كنتو غتردوني لهاد السيد قتلوني وردوني لي باش انا نرجع عنده بهاد الوعي راه ما نرجعش. ويتنقز ماما يقول لي قولي لينا شنو كاين علاش ما بغيتيش وفي وفي. انا ما قدرتش نقول مع حشمت من بابا وداكشي ما قدرتش نقول مع انا عاودت لماما عاودت ليها ولكن ماما ما قالت لي لا ما يمكنش هادشي اللي كتقول لا راه يمكن ما تيقاتك لا انا هادشي راه يمكن. قالت لي علاش ما عاودتيش ليا وكنجي عندك وفي وفي. قلت لها ما قدرتش نقول لك لحقاش هو كان كيقول لي راه ماما تسمع شي حاجه غندير لك داكشي اللي ما عمرك كتحلمي بيه كيهددني. المهم قالت لي ماما تشوف فيا وتقول لي قولي اشنو كاين داكشي اللي قلتي لي قبيله قولي هذا رباك ولا حياء في الدين. صافي وانا نقول لهم هافي هو كاين كاين فوزو. يعني انا ما خدعتش عليه حتى الوالد ديالي ما حشمتش منه في ديك اللحظه. وكان والديه هو غدا كان والديه لا كان غير هو بوحده جاب بوحده غير بوحده قلت لي هافي وهافي. قلت لهم هافي وهافي ويقول لي وهو ينوض نقز من بلاصه ويقول لهم كذابه كتكذب ما كايناش هاد الهضره. صافي فوالا بحال هكانيت بقينا كنتجادلوا مني منك مشى في حاله هو انا بقيت في دارنا دازت ثلاث شهور وانا في الدار هو كيعيط انا ما كنجاوبوش كيجي كبير يجيب الناس يردني ما كنبغيش نمشي معاه. صافي انا خديته صافي دازت ثلاث شهور مشيت انا مع والديا على قد الحال فنمشي نقول لك لاباس عليهم ولا شي حاجه. المهم كان عندي الخاتم ديالي والسلسله ديالي بعتهم ديال الذهب بعتهم ودرت محامي ساعة انا باقا ما عارفاش. المهم درت محامي 15 عام ما قلتش لك لحقاش ديجا عاودنا مشينا درنا لاكت كي درت لاكت هي درت لاكت جيت انا بالرجوع. مني جيت انا بالرجوع صافي جلست 3 شهور في دارنا. من بعد مشيت عند المحامي درت الدعوة ديال الطلاق قال لي كطلبي منو شي حاجه قلت له ما كنطلب منه والو بغيت الورقه ديال الطلاق ديالي فقط. قال لي حوايجك داكشي قلت له ما بغيت والو حتى شي حاجه. المهم هو وصلاتو هذيك الاستدعاء ديال المحكمه جا كيجري للدار
كاينه غير انا وماما، بابا ما كاينش خدام، هو بغى يدخل للدار. ماما حنا كاينين العيالات، قالت له ما كاين حتى شي واحد في الدار ما يمكنش تدخل، سير حتى العشيه وجيبها واجي. المهم هو بقى تما عساس عليا، حتى جا بابا في العشيه قال لي شنو بغيتي، قال لي هفي وفي، قال لي صافي راه داكشي اللي قالت لك راه هو اللي كاين، انا راه ما يمكنش ليا نفرض عليها شي حاجه ولا شي حاجه، مادام نتوما وصلتوا هذا المواصل راه ما كاين ما ندير معاك في هذا الشيء. صافي بقيت كنطلع وكنزل وكنطيح وكنوض وكنطيح عام غير باش طلقت منه عام. صافي طلقت منه، كي طلقت منه دوزت العده ديال 3 شهور و20 يوم، وجا واحد السيد عاوتاني ديك الساعه يلاه كنت كندير في لاكارت، عندي تقريبا 17 عامين باش طلقت، عامين فوالا عامين. المهم كنت كنطلع في لاكارت، لقيت بواحد مول طاكسي وصلني انا وماما دانا المحكمة، كنقادو في لاكارت. تلاقى بيا واحد السيد عنده 43 عام 43 عام، وصلنا المحكمة هذا مول طاكسي اللي تتهضري عليه. فوالا دابا داك الاول صافي فتنا القصة الاولى، عاود ليك الثانية. صافي فتنا جا وصلني المحكمة أنا وماما، مشينا قادينا لاكارت، هو بقى حساس عليا. منين تمينا غادي قال لي يطلعوا نوصلكم، قلت له لا صافي راه بغيت نتمشى وشكرا. ويقول لي واش ممكن ندوي معاك، قلت ليه نعم. ويقول لي عطيني نمرة التليفون ديالك، قلت ليه لا سمح لي خويا ما كنعرفش نمرتي قدام الواليدة. ويقول لي لا راني ناوي المعقول داكشي، قلت ليه لا كشي ناوي المعقول ماشي في الزنقة. المهم علينا، هو بقى تابعني، عرف الدار، مشى عند الوالد ديالي فين خدام، وصل عليا قال لي عندك واحد البنت وافي وافي، قال لي قال لي راني ناوي نتزوج بها. قال لي قال لي انا راني مطلق جوج المرات وافي وافي وافي، بنتك شفتها عجبتني بغيت نتزوج بها، قال لي ندوي معاها واللي ولا سخرت دربي اجي مرحبا بي. المهم بابا جا في العشيه قال لي واش فين كنتو اليوم، قلت له راني مشيت نصايب لاكارت اليوم. قال لي تلاقيت مع شي واحد، قلت له لا. ويقول لي لا تلاقيت بشي واحد دوا معاكم، وانا نقول لي واحد مول طاكسي راه قال لي وها قال لي. ويقول لي راه جا عندي. قال لي شنو قلت كيفاش هذا بابا؟ قال لي كيفاش؟ قال لي راه باغي يتزوج. قلت لي بابا ما بغيت انا، قلت لي والله ما بغيت. قلت له انا صافي هدفت الزواج وما يجي منه، كرهت شي حاجه سمعت الزواج وديت فكره خايبه على الزواج. ويقول لي لا هذا راه بعقله. وقلت له بابا راه حتى هادشي قلتي لي في الاول، راه حتى هذاك الاول بعقله وافي وافي، ومن هنا ومن لي صافي. المهم هاد الهضره راك عارف انت ملي كيكونوا الامور ديال الزواج راه دغيا كيضغطوا عليك. المهم ضغطوا عليا، تزوجت بيه عنده 43 عام، تزوجت بيه مشينا سكننا بزوج، سكننا هو دوزت معاه 3 سنين ونص، هاد الراجل هذا الثاني دوزت معاه 3 سنين ونص. العام الاول دوزناه زوين، واخا انا بديت كنتعرف على السيد كيبان لي الله يعمرها دار بعقله وافي وافي. انا السيد مع العلم السيد العام الاول كان بخير مزيان، ولكن انا السيد سمع عليه حوايج اخرين، انه كان كيشرب كيف سيد مال الطاكسي شويه قباحين كما كنقول شي كاملين. انا دابا حنا المشكله ملي كنجربوا شي واحد تولي عندنا فكره تنعمو، ملي تولي عندنا فكره خايبه صافي تنعرفهم شخصيا كاينين من اطيب خلق الله ولاد الناس، ماشي كلشي بحال والله ما نعرف. انا دابا قسما بالله اخويا الى انا حاليا كنكره شي حاجه سميتها الطاكسي، كنكره ما نركبش فيه. لا لا قولي لي اش اش هاد الحاله هادي اللي خلاك تكرهي كاع الطاكسي؟ وليتي تضربيها على رجليك وما تشديش طاكسي؟ لا والو ما نشدوش. يا اخي قولي لنا لا شنو كرهك في هاد الطاكسي هادي؟ المهم دوزت معاه 3 سنين ونص، العام الاول مزيان واخا انا سامع عليه حوايج خايبين ما علينا. العام الثاني سكنا مع الدار ديالهم، سكنا مع دارهم. من بعد بيبداو المشاكل ديال الولادة، ما كتوليش ما كتديريش ما كتفعليش، واش مشيتو دوزتو هافي وافي وافي ما علينا. انا مشيت للطبيب كيقول لي يا بنتي ما عندك والو، هو كيف ما نقول ما عندوش ديك الفكره ديال الولادة، ولا هو باغي ولاد، ولا راه انسان تقدم في السن خصو يشوف وليداتو، ولا ما عندوش هو الفكره.
قلت له فلان نمشيو عند الطبيب، قال لي انا ما غنمشي معاك، ما تمشي معايا، سيري انت الا بغيتي تمشي بحال هكا. جاني من الاخر صافي، انا طلعت لي القنديشه زدت حوايجي مشيت للدار، للدار راجيت جلست. علاش ولاد الاولاد؟ بغيتي الاولاد؟ اه حيت لا ماشي على ولاد الاولاد، بغيت نشوف انا علاش هو ما باغيش، هي اللي من بعد غادي نفهم باللي هو راه عنده مشكل وما كيولدش نهائيا ومخبي عليا. هو ما تيولدش مني، مني جيت للدار ودويت معاه قال لي صافي غنرجعو غنمشي معاك للطبيب. مشى معايا للطبيب، درنا تحاليل، كيعاود يقول لي الطبيب نفس الهضره، راه بنتي ما عندك والو، كيقول لي جيبي لي راجلك. مني مشى معايا الراجل، خرجت له التحليله، قال له راه انت اللي عندك مشكل وهافي وهافي وهافي، راه ما عمرك كتكون عندك شي حاجه. صافي مشينا، انا تصدمت صدمت صدمت تجين داك الشيء غير بايك. صافي دوزنا العام الاول في الدار بوحدنا، والعام الثاني مع دارهم، والعام الثالث كنخرجوا من دارهم وكنمشيو نكريو في واحد البلاصه هي علاين، غادي نسدوا الموضوع ديال الولاده نهائيا. قلت له نتبنى، وقال لي لا هادي ما عمرها غتكون. تبنى، قلت لي شي وليد ولا شي بنيه، منها نديروا الخير ومنها راه حتى حنا نحسوا بالامور، يعني انت تحس بالابوه وانا الامور. المهم ما علينا بحال هكا، قال لك لا هادي هي ما عمرك غتقولي لي. صافي سدينا الموضوع ديال الدراري، انا كملت قلبي وانا نسكت. المهم دارهم اقتنعوا، ما بقاوش كيسبوني باللي راه انا اللي ما تنولدش داكشي. صافي هزني هزني من الدار ديالهم، مشينا كرينا في واحد البلاصه كيف ما نقولوا من هنا المهم بعيده واحد شويه من البلاصه اللي حنا ساكنين فيها. داني كرا ليا بوحدي بوحدي في هذيك الدار، الناس ما كاينينش، كاينه غير انا. سكننا في السطح في الاخر تما فين غادي غادي نكره ديال بصح. صافي تما كاينش كرينا الشهر الاول، الشهر الثاني بدا تيدخل عليا صحابو مره مره، مره واحد مره جوج مره ثلاثه، تجيب لي التقديت يقول لي طيبي لي راجينا عندي دراري اليوم. دوزتها المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، المره الرابعه، تنقول انا صافي تنوجد لهم داكشي اللي بغاو، تندخل البيت تنعس، تنسولت عليا وتندخل، وما تيبقاو تما حتى الصباح. سكايرا سكرا الحشيش والبيضه وكلش. او واو واو صافي، يعني ما عرفتش هذيك الدار واش دار ولا اشناهي. صافي هاد الشيء من الدراري ولاو تيجيو معاهم الدريات صحابهم. اه ولاو تيجيو معاهم الدريات صحابهم كل نهار، كل نهار القصير عندنا في هذيك الدار كل نهار. مجرد انا ما بقاش عرفوني واش انا مرتو ولا صاحبته، ولاو تيصحابوني غير صاحبته كثرت ما كيجي بنادم بزاف. المهم هو الصباح مني تيفيق من القلبه، تيفيق من التبويقه، تينوض تيتقدى تيزكي بروغرامو، حتى الخدمه مابقاش كيمشي يخدمها. الخدمه فين كيخدمها غير لا بيوصل هذاك الشيء يجي عنده بنادم، كينوض كيتقدى الشراب، كيتقدى داك التخربيق ديالو كيحطو، كيجيب لي انا تقدر كيقول لي طيبي هذا الشيء وجدي. تنقول لي واش ما غاديش يعفو عليك الله من هذا الشيء، واش ما غاديش عقلك واش من هنا واش من لي واش هادي واش هادي. تيقول لي طيبي هذا الشيء ودخلي سوق راسك. تنشوف تنعي تنشوف تنعي وتنسكت. صافي مني بواحد شويه بتنبدا نشد معاه الزكير، صافي هو يبدا يلعب عليا. مني ولا تيجيب الدريات قدامي، تيهزو لي حوايجي روايحي، تينعسو في بيت النعاس ديالي. قسما بالله لا صافي كرهت 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 كرهت. واش انا بوحدي؟ بعض المرات تنقول واش انا بوحدي اللي واقع عليا هذا الشيء، ولا يعني شي واحد تتعاود لي تيقول لك لا راه هادشي راه في الخير راه ما كاينش. صافي انا ملي بديت كنشد معاه الزكر شويه حيد لي التليفون، ولا كيخرج في الصباح كيسد عليا باش انني نمشي للدار ولا نخرج ولا ممنوع. حتى امي واحد النهار جات عندي مني ما بقيتش مشيت فيها، مشيت عندها وسولت فيها ولا صونيت لها ولا شي حاجه، جات عندي للدار وكتدق، وانا كنطلع عليها من السطح، كنطلع عليها من السطح وشفتها راه امي، ولكن ما عنديش الساروج باش نفتح لها. هو مسورت عليا هاد الشيء بقى عام عام ومستمر. واحد النهار بحال هكا كيف العاده، كاين واحد صاحبو صاحبتو صاحبو صاحبتو هو وواحد البنت وواحد صاحبهم، وداك صاحبهم هما كلهم سكروا كاملين،
كاملين صافي طاحوا، حتى راجلي حتى هو طاح معاهم. انا سد البيت نعس ديالي وجدت لهم داكشي كيف العاده، انا بحال داكشي ولفتو حطيت لهم داكشي، دخلت البيت نعس ديالي وهداك صاحبهم اللي بقى بوحدو هو اللي بقى موقد فيهم. هما سقالي انا كنسعى كلشي طاح كلشي كاو كلشي مكاوي دريات ودراري. هذاك الدري هذاك صاحبو بحال غتقولي واحد الهضره وما ما ما قادرش نسمعها. هي هذيك هي هذيك ما قادرش نسمعها. جا دق عليا هذيك دق عليا انا حليت انا حليت كيسحب ليا راجلي حليت كيسحب ليا، ولكن انا ما تخافش عليا انا ديما عندي واحد الموس كيف ما كنقولوا دايرين بحساب دايره بحساب الوقت، عندي واحد الموس ديما تحت المخده فهمتي. المهم دق عليا انا كنسحب راجلي حليت عليه الحله اللي حليت عليه دفع عليا الباب دفع عليا الباب ويقول لي انا بغيتك انت اليوم بحال هكذا. لا حول ولا قوة الا بالله. انا 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 حتى الهضره ما بقاتش عندي باش نقول لي لا ولا والو، كتبان لي غير ديك 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 الموس اللي كان عندي تحت المخده صافي هزيته عينيا قسما بالله اخويا الا تغمضوا تغمضوا قلت له غتبعد مني ما تبعد مني عن حسيفي ونحسي في راسي ونتهنى بحال هكا. واي اي اي لا اله الا الله. وكاك هكاك بقى كيحاول معايا كيحاول معايا، انا دفعته واحد الدفعه واحد الدفعه دفعته على راسه صافي هو طاح غيب ولا ما عرفش الباب هذيك الساعه ما بقيت سولت فيه زيت السوارت من عند داك المسمى ديال راجلي زيت السوارت صافي هذيك هي هربتي هربت من تما كاينينش كي مشيت خارجه بالبيجاما يعني لا صنداله لا فولار لا سوارت لا فلوس لا والو، خرجت في الليل 4 الصباح خرجت وانا نديع في هذيك البلاصه ما بقيتش عرفت فين نمشي واش هكا ولا هكا ولا حتى دارنا تلفات عليا فين جيت. لقيت واحد السيد كبير غادي كيصلي غادي كيصلي تلاقيت بيه ويقول لي مالك يا بنتي في هذه الحاله وتيصحبني وقال لي واش دايعه ولا شاربه ولا، وانا نقول لي عمي راه واقع لي واقع لي واقع لي ويقول لي تمشي لعند البوليس قلت لي لا ما بغيتش نمشي عند البوليس قلت لي بغيت نمشي لدارنا هو الاول وهو يخرجني للطريق قال لي فين كتسكني قلت لي راه فين كنسكن فين كنسكن ويسد لي الطاكسي ويقول لي نمشي معاك بنتي قلت لي لا قلت لي صافي غير 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 وريني الطريق وخليني نمشي صافي شد لي هذاك الطاكسي صيفطني للدار وصلت عند الدار في هذيك الحاله مالكي ما مالكي عاودت لهم كل شيء عافي وافي 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 عاوتاني غتجي عندي ديك ليستوار ديال طلعوا نزلوا بيع خواتمك وبيع ذهبك طلعوا نزلوا عاوتاني المحامي بس تلقي هي هاد المره غتكون عندي صعيبه شويه الوقت. علاش؟ مني كنمشي عند المحامي وكنرفع الدعوه ديال الطلاق وتا كتوصل عندي الجلسه ديال الصلح كندخلوا عند القاضي كيشوفنا القاضي مناقرين تيصيفطنا تيقولنا سير عندكم جلسه تاع النهار فلان الفلاني تاجيل تاجيل جلسه سير تاع النهار فلان الفلاني. هذاك المحامي الاول اللي درت مشى عنده هوايا وعطاه الفلوس رشاه وتقلب عليا. المهم تقلب عليا عاوتاني طحت ونزلت هي هاد المرة أنا غادي نخرج نخدم صافي خرجت نخدم ما بقاش عندي الفلوس منين غنجيبهم خرجت نخدم أول خدمة اللي بانت ليا حيت حنا غير مدينة صغيرة ما كاينش كيفاش فيها لوزين ولا شي حاجة بانت ليا الخدمة اللي أنا عارف نخدم خدمت في قهوة خدمت في قهوة سيرفور صافي شوية بدات كدور عندي الفلوس ولكن كاين شوية ديال الخلع فهمتي بنادم ماشي يخلعك راه غيصوروك راه غيديرو لك هادي راه غيديرو لك هادي راه غيديرو لك هادي راه غيديرو لك هادي فهمتي بحال هكا صافي. مهم جمعت شوية الفلوس درت واحد المحامية هاد المرة درت محامية هي اللي صافي فضات لي معاه رفعت لي الدعوة. المحكمة فيها جوج طوابق فيها الطابق الفوقاني والطابق التحتاني الجلسة هو جمع طل واحد شوية نهار عند نهار جلسة ديال الصبح هي اللي هي اللي كدير لي كل شيء جلسة هو عاد بالو راه دازت لتحت شوية لكن الجلسة راه دازت لفوق هو جمع الطل ما جابش الاخبار. انا نزلت دست عند القاضي قال لي في وفي عاودت لي انا المحاميه في الاول قالت لي ما تقوليش باللي راه كان عندك هادشي في الدار وفي وفي لانه غيقول لك علاش ما درتيش وعلاش ما هادي وعلاش علاش قالت لي غتقولي ما تفهمناش كيتعدى عليا هادشي اللي غتقول
المهم سمعت لهضرتها درت هذاك الشيء اللي كاين زدت قدام القاضي قال لي بنتي علاش باش تطلقي بابا قلت لي راه عافي وافي 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 صافي هو يقول لي صافي سمع لهضرتي مني خرجت قالت لي المحاميه صافي راه عندك الجلسه الاخرى الطلاق انا نازله من الطابق الفوقاني فين دازت الجلسه كنلقى هو خارج من المحكمه من الطابق التحتاني خارج منه صافي هو يعرف راه انه صافي الجلسه سالت شاف فيا بحال هكا شفت فيه حضرت راسي وانا نزيد وحيت انا كاينه انا وماما تبعني ويقول لي صافي درتي داكشي اللي فات قلت له صافي اخويا انا بيني وبينك سالينا ما باقيش توقفني ولا تدوي معايا داكشي اللي كان بيني وبينك سالينا صافي هادشي اللي كاين داز تعاوتاني المده عندك تقولي لنا الثالث لا عندك لا عندك الثالث لا بزاف واشو عندك الثالث هو والله لا داكشي اللي كاين ولكن هاد المره يا هاد المره هاد المره ولكن ما عمرها يعني جات من عندي انا اللي كنقلب على راجل وانا اللي كنبغي ونسوي بي يعني ديما تيتفرض عليا تنحط قدام الامر الواقع تفرض عليك يا لا بالمناسبه هاد النقطه سمحي لي واحد نهضر معاه لان بالعلم كاين بزاف ديال الامهات والاباء مرحبا شوف ما عمركم تفرضوا على ولادكم الزواج سواء لون ولا بنت لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان تيشاور ولاده ما تشدوش في الدين غير اللي بغيتو راه الدين ما تيقولكش بزز على بنتك باش تتزوج الاخوان ولا وحده تيجيها واحد مسكين يلاه بهادي ولا كداش ما تقولك لا وما عندوش خليهم يبداو بغاتو بغاها الله يسهل عليهم الله يسهل عليهم فوالا هي اللي شوف هي اللي تحمل المسؤوليه عارف بان الدور الاباء تيبغيو ان يشوفوا ولادهم مزيان ولكن ممكن داك السيد يسهل عليه ربي ويكون احسن من الاول لان كانوا داز بزاف القصص ما شاء الله بداو من الصفر بالعكس خليهم هما يختاروا احسن ما انها تختار تعطيها جسد وتخلي روحها تعطي غير الجسد تزوج داك الشخص غير بجسد حالي انا فوالا نصيحة للأباء فالرسول عليه الصلاة والسلام كان تيشاور وليداتو ما بقاش ناخذوهم الدين غير اللي بغينا سمعي لنا قطعنا كملي لنا كملي ماشي مشكل شنو قلتي سمية المهم شنو سمية؟ هبة تكملي يا هبة المهم أنا صافي مني ساليت مع هذاك طلقت منه رجعت لخدمتي صافي رجعت خدامة بقيت سيرفور في قهوة خدمت عامين ونص نقدر عامين ونص بحال هكا بقيت خدامه كنطلع نزل طلع نزل المهم معيشة والديا ومعيشة راسي في نفس الوقت ولكن واخا عندنا واحد المجتمع ما تيرحمش ديما تيردوا لك اللومه انت اللي باغا تطلقي وانت اللي باغا هادشي وانت وهذه هي النقطه اللي غيلعبوا لي عليها بزاف والديا والناس اللي قراب ليا وكلشي باش غنتزوج هاد الزواج تاعك مهم داز عام ونص كنصرف عليهم وكل شيء واحد نهار خدامه معليه ما بياتش كيعيطوا لي قالوا دابا تجي عندنا قلت لهم مالكم ياك لاباس قالت لي ماما انا عيانه كنحس براسي عيانه وايلي ماما صوتها مكد وكتقول لي عيانه مهم علينا خليت هذاك الشيء بلاصتو هضرت مع السيد اللي خدامه معاك لي شوف بغيت نمشي حتى للدار وغنرجع بالسرب وقال لي مالك ياك لاباس قلت له راه الوالده واقيله عيانه قال لي صافي سير صافي مشيت جيت للدار لقيت ماما عادي موجده الطابله عامره وداك التخربيق كاين واحد السيد كاين في الدار كاين راجل اختي وكاين اختي كاين بابا تجيو عندي سيري بدلي حوايجك لبسي البيجامه وحيدي داك الماكياج اللي دايره شو ماش واقع بعدا قولوا لي انا شو واقع راني ما فاهمه والو والله قسما بالله بعد مرات كنتفكر هاد القصه ديالي كيجيني الضحك انا وبعد المرات كيدخل في اكتئاب حاد مهم سيري بدلي حوايجك وحيدي داك الماكياج جاي واحد السيد بيجو نتوما اش كتقولوا نتوما اش كتقولوا واش انا قلت لكم بغيت نتزوج واش انا تقلت عليكم واش انا ضيقت عليكم المهم راك عارف ديك لا صافي هو يدوز عندي راجل اختي معاه هو اللي جايبو هو يقول لي قالو تهرا احسن ليك هيبه احسن ليك من هذا الشيء ومن هنا ومن لي ودا الهضره ديال غتبقى شي راجل يبغي يتزوج بوحده مجوجه بجوج ياك الله يرضي عليك باينه ما غتلقاش اللي غيبغيك مجتمع مغربي
ونتي خدامه في قهوه وبارك عليك من هاد التماره وهضرات عباد الله ومن هنا ومن لي وامتى تنتي ديري وليداتك ونشوفوهم تبخوا لي راسي صافي. هادشي انا هادشي دخلت عند السيد فعلا بدلت حوايجي دخلت عند السيد انا كي غنشوفو غنرجع عند ماما جريه وحده للكوزينه جريت عندنا جريه للكوزينه شوفي ما بغيتش قلت لها ما بغيتش كبيره عاوتاني نفس الله راه نفس الله سيد عاوتاني كبير انا كي شفتو قلت لها ما بغيتوش بحال قلت لها ما بغيتش وهي تعسف عليا ماما على رجلي تقول لي سيري جلسي بعدا تعاد شو تهضري مع السيد وتشوفي كيفاش وهذه وفي يلي دوي واخا زيرت على نفسي وبركت عليها ومشيت للصالون وريحت كاين رجل اختي والوالد هضرنا وانا كنشوفهم كيزكيو قدامي زكاو العرس زكاو هادي وهادي 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 يا سيدي ربي هادو اش كيديرو واحد شويه وانا نعيط لبابا قلت له بابا واش ممكن ندوي معاك ليا مشيت انا وياه للبيت قلت له بابا راه ما بغيت ويقول لي واش منيتك بحال هكا واش منيتك تقولي لي ما بغيت واش دابا هذا جاي عندك قال لي مطلقه جوج انت غتجلسي قال لي انت غتحيدي لنا التماره ومن هنا ومنصصات الليل ديما جايه في منصصات الليل وهادي 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 تبخلي راسي تبخلي وانا نقول ليه استعيت انا نقول ليه ديرها بابا اللي عجبك ولكن هاد المره فريمون غندخل في اكتئاب حاد دازت يومين جمعنا الوراق ديال العقد وداك الشيء كنمشي على عيني ولكن الخايبه هي مني غنمشي للمحكمه ما عنديش الشبه ديال العروسه غادي عيني منفخين بالبكاء علاش غادي للمحكمه باش نكتبوا باش نسيني العقد علاش في المحكمه باش نديروا لاكت حيت حنا كنمشيو للمحكمه باش كتكتب لاكت انت في شي عربيه محسوب على الفيلاج واقيلا لا دابا حنا ما عندناش حنا دابا تيجي عندنا العدو للدار وداك الشيء دابا حنا تنمشيو عندو حنا تنمشيو عندو المهم سينا غادي انا غادي ديك الملامح ديال اللي انا غاديه يعني بحال مبزين عليا تيقول لي داك العدول واش انت ما بغيتيش تمشي الزواج وانا راه ديجا مهديني في الدار تيقول لي قال لي بابا في الدار ها سيري قال لي بلا ما تحمل حتى توصلي تما كاين تقول لي وترجعي عندي وقولوا لي لا راه ما بغاتش وفي وفي صافي انا اقتنعت بلي راه صافي هما باغين صافي وكلت امر الله ويقول لي داك العدول واش ما بغيتيش بنتي تزوجك لي لا صافي بغيت يقول لي قابله قلت له قابله صافي ثاني من هذاك الراجل ما عادش شفت فيه قسما بالله وربي شهد عليا ما بقيتش شفت فيه سنين العقد صافي خرجنا هو مشى من طريق وانا وماما مشينا من طريق على اساس هما باش يمشيو يوجدوا رسوم وداك الشيء وانا مشيت للدار عشان كي كنخرج من هذيك المحكمه ودموعي كيديروا سر ما بقاش يحبسوا لي ويقول لي يا راجل اختي واش ما فرشيش هكا واش تزوجي قلت لي واش بان لك انا فرحانه بان لك باغا نتزوج قلت لي واش بقيتي تسولني شي سؤال اللي باين المهم بحال هكا المهم دوزنا 15 يوم في الدار عندنا درت لاكت وكلشي 15 يوم بقيت في الدار على اساس باش نوجدوا روسنا وراك عارف ديري خطبه وداك التخربع المهم تقدينا الخطبه درناها خطبه انت الزواج ماشي خطبه هادي احنا تتزوجنا فوالا تتزوجنا عاد خطبنا احنا عندنا داكشي بمقلوب المهم بحال داروا هما خطوبه وخطوبه دريب الصداق تسميوه دريب الصداق هاديك الله يحفظك المهم بحال هكا صافي بلاتي واش شي بجوج ثلاثه المرات ما عرفاش دريب الصداق احنا انا عمرني تزوجت بخاطري باش هذاك الشيء يرد ليه البال ثلاثه المرات درتي ثلاثه ديال دريب الصداق وما عرفتيش سميتو الخطوبه واخا قسما بالله اخويا الا ما كيكونش عندي الدماغ والله ما كنرد البال لشي حاجه واخا بحال كنبقى جالسه في بلاصتي بحال الامانه وكلشي كيديروا هما المهم ما علينا دوزنا داك الشيء كلشي مشى في حاله حتى هو مشى في حاله هو وعائلته المهم عائلته هو بحال كان شويه لاباس عليه فهاد البلاصه اللي حنا ساكنين فيها لاباس عليه هو معروفين وداك الشيء المهم هو مشى في حاله ولكن الكارثه العظمى اللي غتوقع هي فاش غنجلس انا من ورا داك تريب الصداق غنجلس جوج سيمانات في الدار
والسيد ما جديني ما قال لي يلا. ما علينا. عيطات لي الوالدة وهي تقول لي الو فلان واش ما غاديش تجي تدي فلانة؟ قال لي اليوم في العشية غادي ساكن غير بوحديته، وحتى هو مطلق شي 7 سنين وعنده وليد. مهم بين كلهم دوزتهم مطلقين. جات تاني في العشية هي هاديك، كي دخلت للدار هو في الصالون وانا في البيت. هو صالون وانا في البيت، يعني ما كلينا ما شربنا ما نعسنا ما حتى شي حاجه، ما شفتوش حتى الصباح. انا بقيت في البيت ديالي وهو في الصالون. الصباح زنت وجدت الفطور، فطرت، قلت له تفطر؟ قال لي لا فاطر. قلت له انت خرجتي؟ قال لي خرجت في الصباح. مزيان صافي فطرت. المهم من هنا فاش دوزت مع هو، دوزت معاه غير شهر، ما دوزتش معاه بزاف، دوزت. المهم بدينا غدا اليوم نهار اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. السيد عادي، هو في الصالون وانا في البيت، هو في الصالون وانا في البيت. يعني شي حاجه اللي غادي توقع بيني وبينه ديال داكشي اللي كيوقع ما بين المراه وراجلها ما كاينش. واحد النهار انا صافي نعست في الليل وهو جا، ملي جا حاول يتقرب مني، مي ما كاين حتى شي حاجه والو. انا ما فهمتش، كنقول واقيلا واش كنحلام ولا انا حقاش ما بغيتش ولا حقاش تفرض عليا. المهم حتى شي حاجه ما كاينه، ما قدرتش نعاود هادشي. المهم حتى شي حاجه ما كاينه، دوزنا هذيك الحاله بحال هكا. المهم مشيت عند ماما، دوزت 15 يوم في الدار معاه هو، وقلت مشيت عند ماما وقلت ليها شوفي راه هافي وهافي 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 وهافي، راه ما كاين والو، راه حتى الاولاد اللي تزوجت عليهم دابا راه حتى شي حاجه ما كاين. قالت لي شنو كتقولي؟ قلت لها واه. وتقول لي واش منيتك؟ يلا جالسين دايرين العرس ودايرين هادي ودايرين هادي ودايرين هادي، ودابا بغيتي تقولي لهم حقا والواد راه ما كاينه حتى شي حاجه. قلت لها واه دابا انت هي اللي ميمتي وما حاساش بهاد الهضره اللي كنقول لك، ما بالك الاخرين اش غايقولوا. صافي وانا نهز ساكي وانا نخرج، نزيد ساكي وانا نخرج وانا نمشي للدار. مشيت للدار لقيته ناعس في الصالون، وانا حاولت ندوي معاه، قلت له واش عندك شي مشكل؟ ما في وفي. قال لي انا ما عندي حتى شي مشكل، انا نحمد الله ونشكر. قلت له ولكن بلاتي نحطو غير نقط على الحروف، ديرني انا مثلا ما عارفاش، حاول انت تشرح لي. قلت له واش انت تزوجتيني باش انت تبقى في الصالون وانا في البيت؟ قال لي قبلتي الوضع وهذاك، ما قبلتيش ما عندي ما ندير لك، سيري في حالك. قلت له ولكن علاش جيتي وتعديتي عليا؟ علاش جيتي وتعديتي عليا وخسرتي ليا مستقبلي وكنت خدامه وبخير وخسرتيني حتى مع دارنا؟ قال لي عجبك الوضع وهذاك، ما عجبكش وهذاك. المهم بقينا كلمه مني كلمه منك كلمه مني. هو عنده كيف ما عرفتش غنقول لك، واش هو ما عرفتش كيفاش غنوصف لك المرض ديالو. المهم هو كيشرب واحد الدواء، من بعد انا غنسول على داك الدواء، غادي يقولوا لي هذا راه ديال الواحد خطير بزاف. شنو من بلاتي انا جايك لهذا دابا. انا مني دخلت معاه نقاشات حاده، مشيت انا للبيت نعست، بقيت اللي نعست هو فتح الباب، انا ما حسيتش به. فتح الباب ديال البيت نعس، لقيته واقف لي عند راسي. الوقفه اللي واقف لي عند راسي جرني من شعري، الجره اللي جرني من شعري هبطني من الفوق حتى لتحت. انا ما فاهمه والو، كيفاش بدون سبب؟ ما فهمتش علاش انا جايك الهضره باش انا غادي نفهم. ما فهمتش علاش. المهم جرني هكاك، انا يا طحت سخفت، ما بقيتش حسيت براسي. مني حليت عينيا لقيت راسي في السبيطار غير بالبيجاما، عاوتاني ما لابسه لا صنداله لا والو، ولقيت واحد المراه حدايا كتغطيني بواحد الفولار ديالها. كيفاش لقيتني مجمده؟ انا جاياك وغتفهم. المهم السيد مني جيت دويت معاه في هذاك الموضوع داكشي بحال هو ما تقبلوش، ما تقبلش انني ندوي معاه في داك الموضوع ونقول ليه بلي خصنا نمشيو للطبيب وهافي وهافي وهافي. من بعد انا غادي نكتشفوا بلي هو كيشرب واحد الدواء، هذاك الدواء خديت منه، عنده ثلاثه القراعي، خديت وحده من تم وحده من تم وحده من تم. قلت له هاد الدواء ديالاش؟ قال لي ماشي شغلك. قلت له واش انت تزوجتي بيا باش اللي سولتي تقول لي ماشي شغلك؟ واخا
خليت واحد تخرج خديت حبه حبه حبه. الغديه كنت غادي المهم هادشي خرج من السبيطار وكلشي. ملي قلت لي علاش درتي ليا هكا قال لي ما عمرك باقا تدوي معايا بداك الموضوع اللي دويتي معايا الا بغينا نبقاو مزيانين. صافي وانا نسكت فهمتي سكت انا خفت منه وانا نسكت. المهم انا شفتو كيشرب هذاك الدويات وانا نهز حبه حبه حبه. الغديه غنمشي للحمام ما كنتش انا باغا نمشي للحمام غير درتو الصبه مشيت للحمام دزت الفارماسيان حتى الحمام وانا نقول له عافاك انا ما تقول لي هاد الدواء ديالك ويقول لي ما عرفتش ديالك واش عندك شي ورقه ديال الطبيب واش انت ديالك كتاخدي ولا. قلت له شوف غنجيك الصراحه وغادي تقول لي شنو كاين ديرني بحال بنتك بحال اختك اللي بغيتي. قلت لي هاد الدواء كيستعملو راجلي وانا راه يلاه تزوجت بيه دابا شي شهرين دابا. قلت لي ما كاملاش بحال هكا ويقول لي شوفي هاد الدواء بنتي راه ديال الناس اللي عندهم حالات خطيره يعني اللي ما قدر ما شربوش يقدر يدير فيك اي حاجه. كيفاش حالك يعني يقدر يضرب ما عرفتوش انا هادشي اللي قال لي. قال لي عنده حاله خطيره يعني اللي ما شربش هاد الدواء يقدر يضربك يقدر يقتلك وما يعقلش عليك ديال الامراض النفسيه. المهم هادشي اللي قال لي بحال هكا نيت انا عسمعته هكاك وليت كنقفقف كنقول ناري المهم شاش هادشي اش درت انا شداني نوصل لهذا الشيء وليت كنقول يا ريتني كنت قلت لا كنت درت شي محاوله وفهمتي وليت يرجع لي داك الشيء القديم. مهم بالدقه خليت له حتى داك الدواء خليته لي ويقول لي قال لي خصك تجيبي لي القراعي نشوفهم. قلت لي راه ما يمكنش لي نخرج ديما وما يمكنش لي هذوك القراعي. قلت لي راه قليل فين كيحطهم راجلي انا قلت لي ديما كيكون هذا الزمع. فعلا غلق هضره الطبيب صحيح مشيت قلبت واحد الارشيف ديالو هو داير فيه واحد الكتوبه وداك التخربيق ولقيت واحد التقرير ديالو طبي اللي هو كانت واقع عليه واحد لاكسيدون في الصغر وراسو كانوا جامعينو ليه غير بشي شبكه. كان واقع عليه شي اكسيده خايبه وجامعين ليه راسو غير بالشبكه. كيفاش جامعين ليه راسو بالشبكه؟ المهم هادشي انا هادشي اللي صرح ليا الطبيب ملي ديت ليه الوراق قال لي هذا قال لي بحال وقعت له شي كسيده في تضرب في راسو وراسو جامعينو ليه غير بشي شبكه بالله يزهر ولا ما نعرف. المهم بحال هكا قال لي هادشي اللي صرح ليا. قال لي انا ديت من واحد طبيب حدانا نيت فبحال هكا طبيب الحومه هو يقول لي قال لي شنو كيجيك هذا. قلت لي راه راجلي ويقول لي واش انت اللي كيجيك عادي كيتصرف معاك عادي. قلت له لا راه ما كيتصرفش معايا عادي راه كيدير ليا وكيدير لي ويقول لي راه ماشي طبيعي راه ما طبيعيش هذا السيد. صافي هذه هي القصه ديالي انا وهذا الاخر. المره الاخر فاش الاخر لا لا الاخر لا لا ما كاينش اسحب لها تعاودي لنا عاوتاني على الرابع. لا الرابع ان شاء الله الرابع ان شاء الله هو اللي غنجيبو بوحدي وغنتزوج به. نخاف الرابع تعاودي تطلعي معايا في اللايف. كرهتي مور الطاكسي كرهتي العروبيه كرهتي دابا بينا اش بقى؟ ما بقى والو. خصني دابا انا دابا حاليا انا مع واحد السيد دابا شي عام ونص. دابا انا مع مني طلقت مع هذاك طلقت منه صافي ولكن هذاك ما خداش معايا طلاق صعيب ولا شي حاجه. صافي حبي كليها في وفيها في وفي صافي تلاقيت بهذا السيد هذا اللي انا معاه دابا. المهم عادي فهو عنده 27 انا عندي 23 عام يعني هي هذيك. واخا المشكل كاينين مشاكل مي غير بسببي انا بحيت انه جا والدي وما قبلونيش لحقاش مطلقه ثلاثه المرات وهو باغيني فهمتي هو باغيني والدي ما باغينيش هذا هو المشكل. وهاد السيد هذا هاد السيد هذا معاود لي كل شيء وعارف كل شيء ماشي زعما خبيت عليه ولا قلت لي انا هافي وهافي جيت من الاخر قلت لي انا وقع لي وهو مني كنت كنطلق من عند داك السيد وهو كان كيتبعني واحد النهار صافي وقفت دويت معاه خديت النمره ديالو بقيت كندوي انا وياه. المهم تعلق بيا نقدر قال لي راه غادي تجي الوالده ديالي لداركم. قلت لي تجي مرحبا بها ولكن هي جات غير حقاش بغات تشوف ولدها معاه من هادشي اللي كنقول. المهم دوات زكينا خطوبه تخطبنا ودابا كنتسناو
يسر سيد ربي هادشي هو اللي كان. شنو نقول لك هبة فريمون ميرسي ليك بزاف، شكرا لك على القصه ديالك، الله يفتح لك الخير ويسهلك مع الدري هذا وينور لك طريقك. امين. شكرا لك، نتمنى كاع الناس اللي في الله يدعيو معاها بالخير، ونتمنى تعيطي لي هذه المره وتقولي لي راكي مزوجه ومرتاحه ولقيتي الانسان اللي بغيتيه ان شاء الله. والله تنعيط لك قسما بالله، غير سيدي ربي يسر وماما ديالو ترضى، لحقاش انا كنحس بها انها ما راضياش بيا، فهمتي ما راضياش بيا هي، لحقاش ولا باقي عمره ما تزوج كتقول كيفاش انا غنتزوج ليها بولدها فهمتي انا ديجا مزوجه هذا وهذا وهذا وهذا، ولكن كون يا ريت يعني غير وصلت ليها وعرفت كيفاش نصرح لها ظروفي اللي عانيت منهم ورا هذاك الزواج اللي تزوج به مرا ماشي راه ماشي انا حقاش بغيتهم، راه تفرضوا عليا وبزز مني ودارتني في بلاصه بنت تقدر تكون غتفهمني اشنو واقع لي وشنو داز عليا. شكرا نقول لك، الله ينور لك طريقك ويفتح لك بيبان الخير ان شاء الله. شكرا بزاف بالعكس، مرحبا، شكرا لك ان شاء الله. شكرا بزاف خويا، شكرا. نتمنى كاع الناس اللي تتفرجوا في اللايف كلشي يبارك على قليب. غندوز دابا جوج قصص وغنسالي جوج قصص صافي، وحده غنعيطوا لها دابا وغادي نربطوا بها الاتصال بيان سيغ. اما الحلقه الثالثه القصه الثالثه غتكون اللي عنده اخطر قصه يصيفط لي دابا ميساج في الواتساب يقول لي عندي قصه خطيره بزاف خاصها تعاود اليوم، الا كان شي حاجه عاديه ولا على الحب وكذا ما يحتاجش انه يدوز، اللي عنده شي قصه تستحق انها تدوز خطيره يصيفط لي ميساج دابا في الواتساب يقول لي انا عندي قصه خطيره وغادي ندوزو. اوكي، نتمنى كاع الناس اللي تتفرجوا دابا كلشي يبقى يبارك على قليب باش ما يتبلوكاش لايف. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بك. الله يبارك فيك ويخليك خويا. لك ممكن تقربي شويه صوتك دابا مزيان شويه؟ مين نحاولوا. شنو الاسم المستعار اللي غتعطيني؟ المهم خويا بغيت نقول لك شي حاجه. شنو السميه اللي مستعار؟ بلاتي شنو السميه باش نعيط لك؟ شي سميه ماشي ديالك؟ لا ماشي الحقيقيه. مريم. باش نبقى نعيط لك مريم. نتمنى كاع الناس اللي في اللايف كلشي يبارك على قليب عافاكم. تفضلي مريم انا تنسمعك. وي خويا بدر، المهم انا راه ديجا طلعت معاك تنبعدو نقول لك شكون انا. شحال هذه في ايامات الاولى ديالك. المهم صديقه قديمه ديال البرنامج. قديم بزاف. المهم راني توحشتك بزاف وتوحشت الوالده وتوحشت الخوت كاملين والمتابعين ديالك كاملين. تعرفوا شخصيا لا؟ شبيه وصافي. لا واش معرفه شخصيه ولا غير عن طريق الفيسبوك؟ لا غير من الفيسبوك. لا مرحبا. ربي يخليك، ولكن انا من الناس القدام الاولين. اللي متبعيني. اللي متبعيني. اوكي مرحبا مريم، تفضلي انا نسمعك. مريم ناخذ الراي ديالك انت كرجل وكهاد الناس اللي كاينين هنا وجالوا يا راس، واش كاينه شي وحده تزوجت بواحد الانسان وما تفاهمتش معاه ويعني دوزوا يلاه شهر ديال يعني شهر مور العرس هي مشات بحالها خرجت ارض الوطن و يعني متصوف في واحد البلاد ومنين ما تفاهمناش انا وياه وهذا صافي بغيت نتفك منه ما تفاهمناش يعني في مو خايب بزاف. من بعد هذه مؤخرا انا ديجا كنت دفعت الطلاق ديالي غيابي وهو يمكن واش عارف لا ما عارف الله اعلم فاش كيشوف شي حاجه نرمي شي تصويره ولا كان شي حاجه كيمشي شنو كيدير مشى نصيفط لعباد الله اللي في عندي في الكونفرساسيون في الماسنجر صيفط لهم من الفيديو ديالي انا كنغسل في الحمام عادي كندواش وهذا وصيفطهم للناس ديالي اللي عندي علاش وصورك ولا شنو؟ نو انا اللي كنت فهمتي انا الغلط اللي درت هو يعني باش كتقول مع راجلها صيفطيه لراجلك عادي نقول لك كنغسل في الحمام بحال دابا انا كنت كنغسل في الحمام ودرت فيديو
وكنت بعدا بعدا عيط فاش كيعيط ليا كيلقاني كندير شي حاجه ولا هذا كيسكنيني فهمتي اي حاجه اي صوير دابا لقيت عنده شي حوايج انا ما نعرفهملوش صوتي تقتل ولا قوه الا بالله. هذاك الفيديو بيني وبين راجلي يعني بيني وبين راجلي يعني راجلي راه شنو هو الراجل راه الزواج يعني مقدس واخا نكون كيما كنت ويعني ماشي شي فيديو عادي يعني كنغسل وصافي يعني ما بينش المهم بين شي حاجه من الفوق ولكن زعما ما بين مشى كيصيفطوا لعباد الله واش هذا راجل اخويا بنسال واش نقول لك كيفاش تبغي ترجع معاه كيفاش ودابا هذا كيفاش غادي سامحي معاه من صفت الفيديو صيفطوا لعباد الله كامله وعندي كونفرساسيون عندي كلشي ديال الناس اللي كيبغيوني وكيحترموني كيصيفط لهم كيصيفط لهم هذاك الفيديو غير كيصيفط لهم داك الفيديو تيقول لكم هو صيفطوا بنت يعني تيقول فوالا شوفوا هذا الشيء ماشي هو اللي من صيفطتيه فوالا ولا اياه ودابا انا هو داخل ماشي بصفته هو صيفطه بواحد سميت واحد البنت فهمتي زعما بسميه بنت انا ما كاينش داك الفيديو واش انا غادي نصيفطو البنت هذاك الفيديو بيني وبين راجلي ما غاديش يقدر بيني وبينه هو اللي بيني وبينه عارفه هو هذاك الناس هو اللي صيفطو شي واحد واه لا اله الا الله محمد رسول الله شوف ممكن ليش نقول لك طلقي وما يمكن ليش نقول لك جلسي مين ما لا كان قول له هو يدخل ويبرعك تسمعيني صوتك شي تقطع مريم انه هو يبرعك عند دوك الناس اللي تصيفطوا اللي وصل لهم الفيديو هو يبرعك يعني هو يقول لهم فوالا هذيك راه صيفطاتو ليا انا ماشي صيفطاتو لشي واحد اخر لا ولكن واحد الحاجة دابا هو كيصيفطو للناس بس زعما يشوهني حيت كيقول لي يعطيني خسارتي ولا نشوهك شنو عطيني؟ الخسارة ديالو حيت دار العرس زعما زعما حيت دار العرس قالك نردلو الفلوس كامل إذا أنت كنتي طامع في أوروبا ما كنتيش باغي تزواج نيشان أه بون دابا هو في المغرب هو في الجزائر واش غنقول لك؟ هو مغربي ولكن ودابا ماشي على الطلاق طلاق ماشي غتقولها لي زعما انا بغيت نقول لك طلاق مطلق هذا كيفاش بغيتي واحد الانسان بيلحمك لوحدين اخرين للناس كيفاش بغيتي يحلالك حرمني اصلا حرمني تبين لحم مرتك عند ناس اخرين كيفاش واش هذا راجل راه شفت العالم ديال الرجال اللي كيفاش كيكونوا مع صحاباتهم وما يقدوش ياديوها وانت مراتك بقى في الزمة ديالك ودير هذا الشيء وتصيفط اللحم تاع مرتك لوحدين اخرين يعني كيفاش بغيتي واخا يبغي يتسامح معايا هذا راه ما عمرو يحلالي اش نقول لك انا علاش طلعت ماشي على طلاق غنطلق زعما ماشي زعما واخا ما عرفتش شنو يذبحوا لي واخا يبقى غير في الدنيا ونبقى غير انا بوحدي في الدنيا ما نتزوجش ما نرجعش ليه غير اخويا هذا واش راجل ولا شماته وراه باين حساس نقول لك بينهم ولا سنقول لك باش تهز لحمرتك تهز لحمرتك اللي كانت غتكون انت وياها اذا انت كنتي طامع وكنتي ولد الناس واخا انا نكون معصبه ونقول شي حاجه قول لي لا الله ينعل الشيطان ودخل الناس الكبار ودخل اختك ولا دخل هذا كتكبر فيا حيت بنت الخير وبنت المعنى وبنت الصواب غادي تقول لي هكاك غادي ولكن انت انا طالعه وانت زدتي وبقيتي تتعايرني وعايرتيني والديا وعايرتيني وهذا كيفاش بغيتيني تحلالي وتصيفط لي تصاور البنات اللي كيصيفطوا لك اللي كتكون انت وياهم شنو هاد الحماق هذا كيفاش بغيتي خويا ما نكذبش عليك انا شفت حتى عييت انا راه ماشي شي وحده اللي غنقول راني دوزت وعرفت الدنيا ولكن عمري ما شفت بحال هاد الجنس عمر الناس شتي الدري كيخرج كيكون من الحبس خارج ومصاحب مع وحده غير مصاحب معها ما يقدرش ياديها والله ما يقدر ياديها شوفي مصاحب معها اسمي هاتي احسن جواب اللي نقولوا لك احسن جواب تسمعي مزيان ياك نعم تتسمعيني مزيان كنسمعك اخويا بدر سي الله يفتح لك بيبان الخير امين وينور لك طريقك
ويدير لك غير اللي فيها الخير ويبعد عليك اي مكروه جاك والف اكثر من امين وحتي ديماك في هذه اللحظه هذه احسن الله يسهل عليهم وراها شنقول لك لا اله الا محمد رسول الله. وشوف دابا المشكل اللي بغى اديني وبغى يدير لي هكا قسما بالله في ظهري عائله ويتامى هريه تامه وما غنسمحلوش غدا قدام الله وحسبي الله ونعم الوكيل. والحمد لله انا كنقولها وكنعاود نقولها راه اي واحد في الدنيا تيغلط ولكن بيننا وبين الله تيسامح ولكن بينك وبين العبد راه كل لقاك ما يرحمكش. وانا كنقول له كما بغى يشوهني وبغى يدير لي داكشي انا كندعي للملحق ياخذ فيه الحق. حاجه وحده انا كنقولها انا ما بياش راسي والله ما يهمني بيا دوك اليتامى انا لدت فيه شي كارثه وما نكذبش عليك توصلت لي للعظم اللي شتي كون لقيته حدايا نخوي عليه الملقى ما نكذبش عليك وراه هذوك العيالات اللي كيديروا لرجالهم شي حاجه راه كيبصلها لهم اللي ما عندهمش ولكن عندي ايمان قوي وعندي واحد اليتامى في ظهري كنقول راني نكبرهم ومازال حتى نوصلهم فين بغاو ولكن كنقول لهذاك اليتامى الله ياخذ فيه الحق كما بغى يشوهني قدام دوك الوليدات اللي مساكن ما في ذنبهم والو. حسبي الله ونعم الوكيل. خوتك ولا شكون؟ هادو ولاد خوتي ولاد خوتي اخويا. يعني تتكبريهم؟ اختي الله يرحمها خلات وليد عنده كان خلاته عنده 8 شهور كانوا داروا لها التوكال عنده 8 شهور دابا تبارك الله ولا عنده 22 عام وصلته حتى ولا راجل حتى باغا نقدو وزيد عليها بنت اختي مات لها راجلها باها مات بقصيده وحده اخرى عاوتاني عندها جوج وليدات بنيول كلهم انا باهم هذاك انا مو انا باه والاخرين انا باهم وخوتي جالسين ما خدامين ما حتى شي حاجه يعني انا اللي هز اخوتي انا اللي معاهم كنبغي ما باغاش درت معاه حياتي وعطيته شي قلت له شوف هاد الظروف ديالي وكل شيء وانا معاك ولكن ما صدقش اخويا ما صدقش لدرجه انه شن غير معايا بحال شي مراه جرحني ما نكذبش عليك انا كنت كنقول انا كنقلب ماشي بغيت لي الحنينه ما بغيتش انا الراجل اللي يعايرني انا بغيت لي هز معايا ما تهزش معايا المسؤوليه ماديا ولا هز معايا غير داك الحمل ديال تحن عليا نجي يعني نحس براسي كتافي عامرين لكن باش عييتي من سميتو جيتي تحتي على واحد اش نقول لك ما في حنان ما في عاطفه ما في حتى حاجه ما فيش وخي انا جيت هو خسر معايا واحد من الهضره ومنين قلت له انا غير بغيت نجربه باش زعما يقول لي يعني شنو هو السبب اللي خلاني انا وياها وقع لنا المشكل انا درت غلط الا درت معك غلط غتدخل تقولها لي بواحد الطريقه باش انا تخلي لي فرصه في نقول لك اسمح لي ياك درت اخويا اللايف ما بانش وجهي الحق في الصفحه ديالي غير في البروفيل ديالي درت اللايف ودورت سمعتو دايره الموسيقى ديال الوالده قلت لهم خوتي وحبابي توحشت مامتي ورا الغربه داخل علي هذه هي الهضره طلع عندي كيهضر حدا الناس كيقول شي قدام حدا الناس كيكومونتي وما قداتوش ديك الحاجه ودخل عندي بريفي حيدت هذاك ودخل عندي بريفي خسر معايا الهضره اللي يكون يسمعوها الناس يسمعوها يقول فري خسر معايا الهضره انا بغيت نادبو على ديك الهضره درس انا وياه قلت له من 3 ايام ما تنهضرش معاه هضرت معايا اختو قلت له صافي وهذا وهذا قالت لي حليه في البلوك راه بغى يهضر معاك حليته قلت له شنو قلت له انا زعما كنتسنى منه غير يقول لي واحد الحنان يقول لي شوفي احنا ما غلطتي يقول لي دير ما كيقول لي كاع واخا ما ولكن باش تقول لي داك الكلام خايب انا مراتك ما رضيتش به ومع ذلك فاش قلت له طلقني صافي غنطلقوا انا وياك الا ما احترمتينيش وهذا وبقى عليا سي جيب غدا ونجيب لك ونفعلو الفرماج وانا بقى عليا وبقيت صافي صافي تزايدنا انا وياه في الهضره صافي تجب قال لي شي هضر والله ما تقول حتى غادي نكتبهم لك وغادي تسمح حتى مشات لك الكونيكسيون الراجل مرته كيفاش واش انا باغا راجل ولا باغا اي اي دابا تسمعك تفضلي قلت لك صافي بقات هكا بيني وبينه المعيور عايرني نعايرك صافي لها نيشان عاير شي معيور اللي ما تقدرش يجيو الناس
تصالحونا ولا ماشي شي واحد اللي يخلي لك الفرصه فيه تقولي له واسمح لي غلط ما خلاليش فين واخا صافي تا كبرت القضيه تا ولا تيقول لي اعطيني اعطيني الفلوس ديالي اعطيني خسارتي ولا نشوهك وندير بك البوز لا اله الا الله عشان اللي تحاسب بالورقه والسيلو لا حول ولا قوه الا بالله اه عشان نقول لك لا حول ولا قوه سي الله يفرج عليك ويفتح لك بيبان الخير ويقدر لك تعاون دوك اليتامى حتى تشوفيهم كما بغيتي هذه هي اول شيء يا ربي هذه هي الدعوه اللي بغيت الله يسرك اخويا والله ما شاء الله اكثر من 2000 واحد تيدعي الله يسهل عليكم اخوتي وشكرا بزاف ودعيوا معايا راني وحق الله ماشي والله والله واحد القلب عندي بزاف معذبني في الحياه ديالي ولكن الحمد لله مع الله ومع الحباب اللهم لك الحمد ودعيوا معايا والله يسهل على كل وليه واللي بغيتو للناس الله يعطيه ليا اللهم امين كل وليه اللي بغيت لها خويا شي حاجه الله يجعل سيدي ربي يعطيه ليا بالدوبل واي واحد اي واحد بغيت له الحاجه الخايبه يعطيها لي ربي بغيتهم يدعوا معايا شي دعوه ياخذ الحق الله يفرج عليك انا نقول لك الله يفرجها عليك والله يفتح لك بيبان الخير امين وان شاء الله حياتك تقول لي حسن وغتعيطي لنا في هذا اللايف وغدوز وتقولي لا الحمد لله انا صافا وبخير ازمه وتتعدي ازمه وتدوز ان شاء الله هذه هي الحياه يا ربي هذا الشيء سواء بقيتي معاه او لا كذا فانا نتمنى لك الخير والله ينور لك طريقك ويلا كتب عليك الطلاق عمرو نهايه العالم عمر الطلاق لا 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 شوف والله خويا بدر شوف خويا بدر ما نويناش نتلاقاو دابا جبت جيسي في هذا الوقت قسما بالله العظيم والله ما تهمني نطلق واخا نتزو ماشي هذا الولد ديالي ولا هذا راه راجلي يعني انا متزوج ديجا نطلق ماشي زعما والله ما كيهمني نطلق حيت احنا في هذه الحياه هذه راه الدنيا يعني طلع وتهبط ما ماشي صافي ثالث نهايه العالم الا انا متفائله بالخير وشوف كما في الدنيا شوف فاش كتكون طالع لشي دروج كتتساليهم وكتدخل للدار وكتحط الصخره ديالك كترتاح شويه وكتعاود ترجع تمشي تجيب شي حاجه هذه هي الحياه يعني انت غادي يعني ما غاديش يهمني طلاقو ما كيهمني غير الظلم والحقره اللي حقرني ف اي واحد كيطلق بالمعروف شوف هذه الدنيا هذه فيها ناس زوينين وفيها ناس خايبين ولكن كما كان الحال الحياه غتستمر بهذول ولا بهذا من التالي والله يفرجها عليك مريم ونتمنى تعيطي لي عمه قريب تقول لي بعد العسر يسرى فراجك يسرى صافي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله شكرا بدر خويا ان شاء الله بخير حتى من بعد ان شاء الله نعاود لك السلامه خويا تهلا فراجك قبل ما نجاوب واحد السيده قلنا غادي ندوزو غير اللي عندهم شي مشكل خطير نتمنى كاع اللي غادي اللي اتصلت بها دابا يكون عندها بصح مشكل خطير قلنا اللي عنده زوج اللي يكون عندهم مشاكل صعب بزاف فانا غادي نقول لكم واحد الحاجه قبل ما نجاوب هاد السيده الاتصال ديالها غنقول لك واحد القاعده تعلمتها في حياتي تعلمت باللي اللي قال لي كلمه نبغيك راه ساهله باش تخرج من الفم اللي قال لي انت وعظمني وقدرني وزعما ديال انت وهادي وهادي وكلمه نبغيك راه ساهله باش تخرج في الفم انا تنفضل ما نسمعش كلمه تنبغيك انما تنبغي نسمعها في المواقف فتعلموا ان تسمعوه كنبغيك في المواقف ماشي قولا وتعلم ان قلبك ما يملكوش اي واحد ماشي اللي جا تعطيه قلبك ماشي اي واحد يستاهل مساء الخير الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بك السلام عليكم بارك الله فيك مرحبا بك شنو الاسم المستعار اللي غتعطيني ليلى اسم مستعار ياك وبخير ليلى السوخ ان هذاك الشيء مشكل يستحق ان الناس يسهروا معاك ويسمعوك حتى الاخر اش غادي نقول لك راه ما غاديش نقول لك كل واحد ومشكلته بالنسبه لي انا كل واحد وكيفاش كتبان ليه مشكلته فهمتيني اها بالنسبه لي انا هذه راه ماشي غير مشكل مرحبا ليلى حنا مستعدين هنا نسمعك قبل ما نسمعك 1201 كلشي 1801 1901 كلشي برك على قليب قبل ما نسمعوا المشكل ديال ليلى وقبل ما انا نسمعوا المشكل ديالو بغيت
هاد الناس اللي معنا في اللايف كل واحد يكتب دعوة للناس, واللي كتب شي دعوة الله يعطيه بالمثل. وباش تكونوا عارفين واحد المعلومة نضيفها لكم, أن كل واحد فينا عنده ملك. تخيل معي دابا أنا 1801 غادي نقول لكم كاملين صلى الله يفرج عليكم ويفتح لكم باب الخير وينور لكم طريقكم ويرزقكم ويعطيكم كل خير في حياتكم. 1800 ملك اللي ولك بالمثل. فلهذا نتمنى كاملين كل واحد اللي محتاج شي حاجة يكتبها في كومنتار. محتاج الفلوس قول الله يرزقكم كاملين, محتاج الفرحة قول الله يفرحكم, محتاج لأي شيء عندك فيه محتاجه دعي مع هاد الناس والله يعطيك بالمثل. مريم عفوا ليلى تفضلي احنا سنسمعك. وبي خويا المهم غادي انا غندلك هاد القصه تدخل عندها انا من الاخر ديالها دابا اللي كنعيش انا دابا حاليا. صعيبه لك واش نقدر نكمل لك فيها ولا انا خويا من بين الناس اللي تا انا مزوجه مطلقه وشاءت الاقدار ان غيوقف واحد الانسان بيني وبين بنتي باش انا غنعيش في بلاد وبنتي في بلاد. تخيل واحد العذاب اقسم بالله العلي العظيم. ما كتقدري تخدمي, ما كتقدري لدرجة اني ننعس خاصني نشرب, كنشرب الدواء باش ننعس دي فوا ما يقضي فيا والو داك الدواء صافي. هادشي كامل على الفرق ديال البنت ديالك اللي عايشه في المغرب وانت عايشه في دوله اخرى. واخ وبنتي عايشه بنتي عايشه مع الوالد والوالده. وكنتمنى اي واحد كيسمعني يدعي معايا باش يتجمع انا وبنتي. اللهم امين يا رب امين. وحق الله العظيم يا خويا عرفتي اش غنقول لك, وعطي تخيل ربي ملي كيعطيك واحد الحمد لله على جميع النعم اللي ربي سبحانه وتعالى من بينهم هاد نعمه الامومه, يعني كتكوني ام وما كتحسيش بها وما ديراش هذاك الدور ديالك كامل كأم. وتخيل اني باش اني كنشوف يعني بنتي, كنضل كنشوف انا بنتي هكا غير في لاكام رغم انها زايده هنايا في اوروبا وكل شيء, وهاد السيد هو السبب باش ان باش هاد الدري ما تعيش معايا. وهو دار حياته وتزوج ولد وليداته وعايش كيف ما باغي هو. انا بلوكالي ما فهمتش, حاولي تشرحي لها فاك. هاد السيد كنت مزوجه به ياك اخويا اون بليس من لا فامي. هذا الرجل الثاني؟ الرجل الثاني؟ لا انا راجلي الاول, انا ما عاودتش تزوجت من وراه. هذا راجلك الاول؟ هذا المشكل بحكم وبين بنتك؟ باين بنتي, هذا هو اللي دار لها بحال مرة اخويا. وحبسها في المغرب باش ما يعطينيش انا لوتوريزاسيون باش تقدر بنتي تخرج برا المغرب. وحق الله وما نقولش لك شنو دوز عليا هاد الانسان في حياتي, ما نقولكش جابني لهاد اوروبا, ما نقولكش شنو وراني فيه. يعني شي حوايج ما كنتش كنتخيل راسي نعيشهم. ما نهضروش على الضرب, ما نهضروش على يعني ما كاينش غرام ديال الاحترام. ودخلت المغرب وقعت لي مشكله بسببه هو, يعني غير كلمه ما كديري والو, كلمه جوج يضرب عنده هو الضرب بحال السلام عليكم. ونعست في لوبيطار, ومهم نعست في السبيطار وكل شيء. واو اش غادي نقول لك. ودابا كنشوف انا كنبقى كنقول شوف الناس زعما الرجال واخا هكاك يعني كيقدر هو الانسان, علاش عاودتي حياتك درتي مراه اخرى ولدتي ولاد اخرين, ولكن علاش هذيك البنيه ديال ليلى بحال ما هكاك, علاش تحبسها بقى محبسها هو عارف القانون ديال هنا كيفاش داير. يعني الدراري انفو كيفوتوا 13 عام ما كيبقاش عندك الحق تجيبهم. الو مسينا خويا. كملينا راه تسمعوا كملي. قلت لك زعما قلت لك هو دابا ديجا هو كان واعيش هنا وكل شيء, يعني عارف القانون ديال هنا, يعني ديك الدريه باش انها باش انا يعطيني انا باش نجيبها وبها انا باش دخلت المغرب. يعني دخلتها انا ملي كانت معايا هنايا باش بغيت نقاد لها ورقاتها هنا وكل شيء, بحال ما بغاش يعطيني ملي كتمشي لهنا للبريفيكتور كيدومونديو لك لوتوريزاسيون ديال باها باش يكملوا لك الوراق زايده هنا وكل شيء, ما بغاش يعطيها لي, حبسوا لي كل شيء حتى نجيب غير هذوك لوتوريزاسيون. تخيل مخلى من مشى لهداك السيد والو, وهنا فين ما مشيت
تيقولوا لي يعني حاولي ان نقدروا اننا نعطيوك ان ديري ليها فيزا وتطلعيها هنا ومن بعد تقدر انها تصيب سميتو ديالها وبقى حابسها في المغرب يعني حابسها حتى صدقنا انا يدير الدعوه في المغرب وهذا في ديك مدونه الاسره يعني كتقدري انك ديري دعوه ويعطيوك انت هذاك واحد الحكم باش انك كتكلفي بوريقات ولادك صافي ومني درت انا هذاك الشيء صافي ديباسات هي 13 عام دابا تبارك الله بنتي راه عدات 18 عام ما شاء الله الله يخليها ليك الله يخليك تخيل عاتي اش نقول لك دابا حاليا مازال ما تجمعتيش معاه والله العظيم هذه القصه ديالك مازال ما سمعتش فاش نقول لك باش اوكي نزيدو ندوزو شي قصه اخرى كذلك نتمنى انكم تديو مع مريم شكرا لك مريم ونتمنى من الله عز وجل انه يجمعك مع بنتك في اقرب وقت نتمنى كاع الناس يدعيو معك بالخير بالعكس مرحبا والله بالعكس مرحبا باش ما نتعطلوش لان كاين بزاف الناس بغاو يعاودوا القصص خطيره واحد السيده راه اكثر من 200 اتصال اكثر من 200 مرحبا بك مرحبا بك الو مرحبا بك سلام ما شاء الله اكثر من 200 اتصال حتى لهالدرجه باغا تعاودي الو الو اخويا لبس عليك الحمد لله مرحبا الو خويا مرحبا بك قلت لك حتى لهالدرجه باغا تعاودي اخويا مرحبا ولكن واش عندك قصه تستحق ان الناس يسمعوها دابا في يعني اخويا راه بزاف اوكي شنو الاسم المستعار اللي غتعطينا مريم مريم هذه هي تقريبا اكثر من 12 وحده سميتها مريم في جوج حلقات مرحبا مريم اسم مستعار خلاص ياك مريم 18 عام من خريبكة اوكي مريم تفضلي مريم شنو هي هذه القصه اللي كنتي خطيره وخاصنا نسمعوها تفضل نتمنى من كاع الناس يبركوا على قريب خويا خرجت للزنقه عندي سن فهمتي 12 عام كيفاش خرجتي للزنقه 12 عام خرجت للزنقه عندي 12 عام ما عنديش والدي يميشي بلاش عاودي لنا من الاول هاي نيني عاودي لنا من الاول فين قبل 12 عام فين كنتي و كنت ساكنه مع خوالاتي وداك الشيء في الدار المهم هما ولاو كيعيروني ما كنصبرش يقولوا لي شي هضره ما كنصبرش عليها صافي خرجت للزنقه كانت عندي 12 عام هربتي من الدار هربت من الدار صافي وليت كندور ما كنلقى ما فين نمشي كنمشي عند الناس نطلبهم شحال من حاجه كل اللي كيعيرني كل واحد واشنو فهمتي صافي بقيت على هاد الحال تاع الو وي تسمعوك 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 الو مريم تسمعوك تسمعوك مريم 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 واش تسمعينا واش هاد لا الكونيكسيون نتمنى كاع الناس اللي في اللايف كلشي برك على قليب عافاكم مريم واش تسمعينا مريم ما عندهاش كونيكسيون مريم الو خويا مريم راه تنسمعوك ما عندك حاولي تمشي شي بلاصه فيها الكونيكسيون باش ما يتقطع لكش الخط واخا المهم اخويا بقيت في الزنقه شي مده تلاقيت مع واحد الدري المهم فين كنتي جات باشي فين كنتي جات باشي في الزنقه كل مره وفاش فمشى في الزنقه صافي تلاقيت مع واحد الدري عاودت ليا شنو كاين قال لي شوفي خشي مش خافي مني ما والو انا ما باغيش ناديك قلت لي صافي اخويا قال لي يلا معايا مشيت معاه بقيت معاه شي مده في الدار فمشي ما عادي ماشي صافي بقيت معاه شي مده كنت نشوف شي تصرفات كيديروا معايا صافي وبشي شهر واش ما عرفتش فهمتي صافي بقيت هاد الحال مده دابا رجعت عاد نعم مريم حاولي تمشي شي بلاصه فيها كونيكسيون من الناس اللي تتفرجوا كل شيء برك العقلية بعافاكم كل شيء مريم الو سير شي بلاصه فيها الكونيكس بعافاك مريم واخا خويا نمشي سير شي بلاصه فيها الكونيكس باش ما يتقطعش الخط مريم الو تفضلي يا مريم كملي
اخويا قلت لك بقيت كندور في الزنقه وداك الشيء جات خالتي كتقلب عليا ورجعت معاها للدار. دابا حاليا كاينه معاها في الدار كتديرني بحال خدامه مدوزه عليا الحرب كتلو عليا الحوايج مسخين ما عرفتش دابا اشنو ندير انا حيره ما عرفتش اشنو ندير واش نخرج عاوتاني للزنقه كيف ما كاين شلون نبقى معاها ما عرفتش امشي مريم كتلو عليا كتضربني كتصوتني ديما تعطيني العصا ديما 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 ناشي ديما ديما ديرني بحال الكلبه ما عرفتش واخ مريم تسمعيني ياك كنسمع اللهم تكرفي سدي لعمتك كل الزنقه ولكن خويا روح الدرجه ما تصورش ديرني بحال الخدام كتقول لي عرفتي شنو هي انا تخرجي من الزنقه صعيب والله وي راني جربت هذيك المده وما صبرتش الصراحه كنفكر ندير شي حاجه في راسي بسبب الحوايج لا 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 شوف دابا تفرج انت يلا عندك 18 عام يلا غتبداي في الحياه اصلا راكي مازال ما بديتيش وان شاء الله حياتك غتولي زوينه وغتولي احسن خويا ولدي ما كاينينش بقى فيا الحال ما قريتش بحال علاش ما قريتش ما تسمعكش مريم مريم الو كنسمع مريم شوف انت يلا مازال صغيره ويلا بديتي في الحياه وان شاء الله غتفرج عليك وغتولي احسن شوف ما عرفت شنو نقول لك بعد المره تلقى واحد يتيم تتحرك انا بعدا ملي غنقول لك والله الا غتتفرج وان شاء الله غادي تكون حياتك احسن خلي امالك في الله وما غتخيبيش قربي عافاك الميكرو ما تسمعكش قربي الميكرو عافاك والو ما تسمعوكش يا مريم مريم حيدي الكيتي اللي دايره واخا دابا مزيان تفضلي الو وي تفضلي دابا تسمعوك تسمعوك قلت لك البارح داش موز ضربتني الاي تي في ما قلتيلوش انك تمشي تخدمي انك تمشي تخدمي ما قولي ربي نخدم كنتي انا كتخليني نخرج غير للدار ما كنخرجش يعني كاين شي عندك خساره شي خالك اخر شي جداتك لا راه كانت جده مربياني مربياني جده وجداتني فهمتي سيري عند جدك وجداتك كنت صغيره كاع سيري عندهم قول لهم فوالا بغيت نبقى معاكم ما عرفتش حاولي صافي سيري عند جداتك ما عرفتش لا ما عرفتش صافي حاولي تمشي عند جداتك اما الزنقه عمرك تفكري فيها شكرا بزاف بلاكس بلاكس مرحبا والله شكرا بلاكس نتمنى كاع الناس 2001 يدعي معاك نتمنى كاملين انهم يدعيو معاك دابا الله يفرجها عليك ويفتح لك بيبي الله خير وتعيطي لنا حتى انت وتقولي لي الحمد لله ازمه ودادست صافي يا مريم الله يحفظك شكرا لك صافي اخوان واش أما اليتيمة فلا تقار والله لا عيب والله لا عيب نعيطو شي القصة أخرى نسمحو لنا الناس كاع اللي تيتصلوا نعيطو للناس اللي كتبو تيكتبو لي عندي قصة خطيرة نتمنى كاع الناس اللي تيتفرجوا في اللايف كلشي يبارك كذلك شكرا للامهات اللي تيبقاو سهرانين معنا تاني هذه الحلقه وشكرا للاباء شكرا للناس اللي تيشجعونا شكرا للكلام الطيب شكرا كذلك ما تنساوش كما قلت لكم اللي بغى انه يدخل معايا في العقول الرقيه واحد المجموعه فيها فروع في جميع المدن المغربيه اللي بغى يدخل يصيفط لنا ميساج في لاباج مساء الخير السلام عليكم كيف الاحوال اخي الله يحفظك اخي سي بدر بخير الحمد لله كي داير انت صحيحه الحمد لله الله يحفظك اخي بدر الله يعطيك الجنه قول امين امين يا ربي اخي بدر امين مرحبا نخلي صوتك مبدل ياك لا ماشي مشكل لا الا كانت تعاود شي قصه نحاولوا نخليو الصوت مبدل احسن مرحبا اللي بغيت اخي بدر ماشي مشكل من الاحسن ما عنديش مشكل انا لا لا الا كنت كتسير على مول دائما تكون بدنا شو اسمي يا اخويا اللي تعطينا داك الاسم ديالي ولا لا غير مستعار من الاحسن مستعار شوف دير حسيت راسك تعاود
حاول احس براسك تعاود القصه ديالك لشي بير ولا تتعاود لشي واحد ما ما بغيتيه لا يعرفك لا تعرفو صافي باش تعاود فراس. مرحبا خير. شنو نديرو السميه؟ مرحبا خير. شنو نديرو السميه؟ سير ديك كريم. كريم مرحبا اخويا كريم تفضل حنا تسمعوك. الله يحفظك اخويا كريم. المهم اخي كريم باش نوضح لك وندخل لك انا خدام في الامن. تعرفت لواحد السيدة مدة ديال واحد نختصر لك تعرفت لواحد السيدة مدة ديال واحد 4 سنين يعني شاركنا حلوة ومرة كما كيقولوا بزاف ديال الحوايج مع القصة الزواج مشيت لعند والديا قلت لهم السيدة كاين عكسوا لي الدار ما بغاوش قالوا لي يا تزوج من عائلتك واحد البنت من العائلة وهكين 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 صافي يعني شفت عايز غلبوا فيا الوالدين تبعث رايهم قلت البنت ما قدرت نقول لها انا والو قلت لها هكين وهكين وهكين كارا ما صعرتيش دابا ومن بعد بقيت كنتهرب عليهم بغيت نجال الصراحة 4 سنين وانت وياها بعدا ياك 4 سنين 4 سنين صافي يعني كنت انا نهاول مع المقول يعني مش كنت ناوي نتفلا ولا شي حاجه يعني صافي راه 4 سنين راه يعني راه باين الهدف شنو هو ما تنطولنا راه باين الهدف شنو هي يعني اللي قلت لك غير موفي الوالدين صافي مشيت تبعثر يوم مشيت مشينا للعائله داكشي زربا خفا جمعنا الوريقات خطبنا جمعنا الوريقات تفعثم بحق الخدمه داكشي جلس واحد المده خرجوا خرجوا تكاتبنا خليتها مع والديها انا ساكن في مدينه بعيده على فين كاينه الدري اللي خديت انا من العائله خليتها عند والديها قلت لها واحد المده وغادي نشوف شنو ندير قالت لي صافي قلت شنو ندير شنو ندير قلت انا من الاحسن ليا نتحول انا ناخذ ابارتمون في المدينه اللي كاينه فيها هي باش تبقى حيت كاين خوتي انا تما وكاين العائله وديك المدينه اصلا كتعجبني وداك الشيء قلت على المدره نقابل بلانتي كنستقر تما صافي شتات في ابارتموني تما فرستها قاديتها ايت مره كنمشي شويه السيده تقلبات ولات واحده اخرى ما بقاش باغا تمشي معايا للدار الدار ديالنا ديالي اللي خديت باش كيقول لي اللي جيتي الا جيتي من الخدمه ولا شي حاجه حيت انا كنجي مره ما كنمشيش ديما مره في الشهر مره في شهرين حق الخدمه وداك الشيء قلت لي الا جيتي نجي نبقى نجي هنا نجلس عند والدي نمشي للدار قلت لها علاش علاش انا غنبقى نجلس عند والديك ندوج قدام بابا كل شنو قال لا انا ما نمشيش مع دارني قال سمع جي شوفني هنا على والدي هذه من عائلتك بعدا هيك هذه من عائلتي هذه هي المشكله هذه من عائلتي واخا شفت عيت وليت كنجي على دارهم تم كيقول كنبقاو جالسين كنبات كيقول لي كيجي عندي بالصباح كيقول لي علاش مشيتي للدار ما بغيتش وهما من واحد العائلة يعني فقيرة ماشي شي وحدة شي عائلة اللي لاباس عليهم ولا شي حاجة أنا مزوج بنت عمتي كيقول لي تماك ما مشيتي وهادي منا كنقول له ودي راه ما مشيتش وهادي منا صافي خلينا هنا وهادي واخا خلقت لي مشاكل مع عمتي ومع باها وكتكذب قالت لي راه كيعيط ملي كيمشي كيديني للدار تما وراه كيضربني وكيجواني اقسم لك يمين انا خايبه درت وفي هذه الليله انا فين ما كنجري فين ما كنجي كنخرجها كندير البوتيكا ناخذ احسن لبسه بغات تيليفون خديت ليها تيليفون بغات الويفي دخلت ليها الويفي في الدار عندنا غير واخا حنا ما كنمشوش ليه كاع مشوا لي مرة في شهر مرة في شهرين بغات مش شارومية خديت لها مش شارومية ربي ما خليت ما درت لها
ماشي زعما كنبغيها ولا شي حاجه صافي كنقول راه مراتي هادشي اللي قسمني الله وبغى والدي. فراجعت وصلت بها واحد النهار مشينا لدارنا بحكم الخدمه بعيد عليها قلت لك راه شهر 15 يوم علاش كنمشي نمشيت انا وياها مشينا لدارنا دوشت ارتاحي جات ديك الوقيته ديال المغرب راك عارف اي راجل يبغي ينعس مع مرته قالت لي لا راك ما صليتش العشاء وهادي من هنا وهادي من هنا شفت عيط على الدم لا واخا ما كاين حتى مشكل صافي ما قربتش انا ديك الليله غاد لي جمعت لي حوايج تاع والدي ورجعت حالتي للخدمه ما سولاتش ليا لا كيفصلتي ولا يعني عصادرات ولا سمح ليا ولا هادي ولا عرفني با لا قطعت كلام واحد السيمانه كنتسنى فيها غتعيط ليا وتقول لي كاين واكاين ما عيطاش عيطت لها يا ما كي ما عيطتي ما سولتي قالت لي انت اللي راجل خاصك تعيط صافي عندك الصح شفت عيط باش نختصر لك اخي بدر شفت عيط قلت اش غندير مشيتي رديتي لا مشي رديتها قلت غنكري هنا غنشوف شي كارسوني صغيره في المدينه اللي فيها انا خدام دابا غادي نكري هنا والدار عندي تما ندرس مع واحد الاخ ديالي نكريها لي صافي بقى يعطيني ديك المصروف ديالها داكشي نتعاون بيه ونكري هنا صافي نط دبرت على كارسوني فرشة هنا كريتها قلت زعما راه غندير لها مفاجأة أنا طلبت من الخدمة واحد ديك ساكن 24 ساعة مشيت دخلت للدار السلام بخير ريحنا قلت لهم قلت لنسيبو لأن ما راه كريت وكاين وكاين عندي مرتي حدايا لا ما نوقفش ليا نتفعل كانت هي خارجة تدخلات قالت يا ماما جمع حوايجك راه كان جرى غادي نمشي حسب بدات كتبكي لا وهادي وانا وما بغيتش نمشي معاه وانا راه الدار راه هي حداكم هنا وما كنبغيش نمشي معاه ليها وما عجبنيش انا هادشي وانا كنرتاح هنا وهادي من هنا يا بابا ضرب سخفات الزينة على السبيطار نجري يا ما تجري جات قلت لي اخ قلت لي شنو بغيتي شنو بغيتي نتفرقوا قلت لها نهار الاولني ما بغيتيني يقولي عليا قالت لي لا انا ماشي ما باغاش انا باغاك ولكن انا باغي نبقى ساكنه في دارنا حنا ما يمكنش قلت لها كي دايره الزواج ما فهمتش كي دايره الزواج انا ما بغيت نعرف انا كي دايره الزواج انا كنت خدام بلا والديا وخديت لك الدار وجيت وريحت معاك في داركم وكريت لي قلت لها شي حاجه كديرها ما كتعجبك ما فهمتش لدرجة بها وصلت بها واحد النهار في كوفيد نيت خديت واحد الويكاند قلت لها غنمشيو نشوف الوالدة والوالد شنو قالت لي يا اخي قلت لي عندهم كاين البرد حنا شنو واخا نقول لك مدينة فين ساكن الوالدين لا بلاش مدينة كبيرة لا عندنا صغيرة بلاش الأحسن صافي شوف حنا غتعاود سرك لشي بير ما باغي غير تخوي بحال بغيت خويا داكشي اللي في قلبك وعا بصح المهم قلت لها راه غنمشيو نشوفوا والديا راه متامش بحكم الخدمه اش قالت لي قالت لي عندهم البرد وكيفيقوا بكري وحنا ساكنين الوالدين ساكنين في العربيه قالت لي كيفيقوا بكري وهذه من هنا وراه ديجا انا مشيت ملي كنت صغيره وهذه كياكبت الناس كي هادي يلا نمشيو نشوفو خالي وخالتي وقلت لهم نعمك الله كاع ما بغيتيش تقول لي يقول لي سير انت شوف والديك قلت لي انا ما سوقيش المهم ما نمشيوش واش نقول لك اخي بدر دابا ما عرفتش دابا حاليا انا ما كنهضرش معاها صافي طلع لي بقوه هادشي التصرفات اللي كدير معايا اخي بدر ما بقيتش كنهضر معاها صافي سديت عليها بدلت النمره صافي فيسبوك بلوكي سمنو صافي وهنيت راسي قلت شاورت الوالده قلت لها شنو درتو لي النهار اللي بغيت نمشي نخطف انا قلت لي بنت عمتك وهادي قلت لها شنو دارت الوالده ما لقات ما كتقول ما قالت لي شنو نقول لك طلقها قلت لها ما عرفتش تشوف شنو ندير قلت لها ما ندير والو انا الوالده قول لي انت شنو ندير شنو الحل شنو ندير وما عرفتش دابا خايب هضر لنا شنو ندير انا ما حيدت الخدمه
ما حيلت الكريدي ديال الدار، ما حيلت ما والله ما عرف. وهي بغات تطلق ولا ما بغاش تطلق؟ هي ما باغاش تطلق، يا عاجبها هاد العقل هي وهاد العيشه، باغا تبقى عايشه معايا بحال هكا. والدي واش يقول لك هاد الهضره هادي يا عم جاك؟ هو وعمتي والدي كيقول لي صبر صبر، كاين هو كيقول لي كيضرب با كي صبر ضرب با، ما عرفتش انا والله ما كنت عارف. اش غنقول لك فهمي يبا خي بدر، ما عارفش التفاصيل كامل يعني، ما عارفش حوايج ولا كاين شي حوايج ما نعاودهمش، لدرجه كنكون غادي انا ويا في الزنقه كتشدش منك. كيفاش تشدش منك؟ كنوقف نتسنى، كنكون غادي انا ويا في الزنقه نتسنى كنتمشى ولا شي حاجه، ما تشدش فيك راه هي ما تشدش فيك، هي راه قدامي ولا انا قدامها وهي ورايا. كنوقف نتقدم من شي حانوت كتخليني وكتمشي تزيد واحد المسافه. كنمشيو للدار شي مرات، شي مرات واخا ديك الدار اللي سميت معمرنا مشينا ليها قليل، كنمشيو للدار كدي مع هذيك المشة اللي خديت ليها كتبقى بالها مع هذيك المشة، انا ما حاسبانيش واش كاين ولا ما كاينش، ما عرفتش ربما قلت هذه واش مسلم الشوار، ما عرفتش عندي واحد قلت هذه واش مسلم، عندي واحد الحلم قولها ربما يكون السبب ولا لا لا. مرحبا. أنا كنت مشيت طلب السماحة من ديك السيدة اللي ديال 4 سنين، واه طلب منها غير الاعتذار، قول لها سمحي لي ضيعت لك 4 سنين وربما قلت لك الأمور. باش نكون صالح معك أخي بدر، كنتواصل معاه دابا كنبدل النمرة وكنتواصل معه، ما عمرني قلت راني مزوج، يعني بغيت نتسلب واحد الطريقة يعني نخلي بلاصتي زوينة معاه. شكون هي؟ لا ماشي المراه، عرفت عرفت عرفت، ما قدرش لا لا ما قدرش اخي، لا حاولت صراحه ما قدرتش. شنو هذيك السيده داك الشيء؟ شوف كيفاش واحد السيده باش نهضروا بصراحه، راه 4 سنين هذيك ضاعت لها من حياتها، وهاد السيده كانت صابره على ودك وحد الان مازال انك تتهضر معها، مازال السيده واقيله طامعه انها تتزوج بك. لا مؤخرا مؤخرا ميير كنا كنتواصل ليل ونهار في الخدمه كاع، وكندير لي جيكوتور وكنهضر معاه. مؤخرا بديت كنتسل كنسول مره في سيمانه، مره في 4 ايام، مره في 5 ايام. شوف ما صارح ديك بنت الناس قول لها راك مجوج، لان الذنوب خايبينا كريم. والله انا 4 سنين مشات كان والله ربما تقات لك الايام الى تفضل. قلت لك يمكن الله سبحانه وتعالى بغى ذنوب السيده خرج من ليا في حمار سيسكو حيت على سنين. والله يمكن نقول لك نقول لك واحد الحاجه، هي سير عندها اللي مزوج بها وحط معها النقط على الحروف، قول لها شوف انا ماشي مزوج باش انك تبقي في دار وانا في دار، انا ماشي مزوج باش نبقى كانني ما مزوج، وحتى من والديها قول لهم الله يرحم الوالدين. صافي بغيت والدي يا اخي تعرف راسك من والدي يا اخي والدي يا اخي بدر، مرض لدرجه العمه ديالي كدير ديالي وها ما كيشوفش مزيان، وكيقول فاش كان يقع شي مشكل كيقول لي ديها صحه، ولكن اخي بدر انا كيفاش غندير هاد المره؟ غادي نجيبها معايا انا صحه وغتعيش معايا، نولي قاتلة ولا تولي قاتلة يعني، ولا تولي متسحلين ولا غادي لا سير حط معاها نقطة على الحروف. المرأة خاصها تباني بخاطرة بيان سور، تكون باغاك وبالفرحات بخاطرة، فسير عندها هي وقول لها بغيت دابا نقط الحروف، باغا تكملي معايا مرحبا، وتكوني معايا في دار وحدة مرحبا، إلا غنسكن معاك مع عائلتك لا، حط معاها النقط شوف والهضرة تكون مباشرة، مرحبا بغيتي مرحبا. اما بالنسبه للسيده اللي ديال 4 سنين غيطلب منها الاعتذار، لان راه 4 سنين ضاعت لها من حياتها، فهمتي؟ هذيك السيده يعني ربي عالم ان هذيك السيده كنا ويا معاك المعقول، ودارت اكثر من جهدها وبغاتك تكون ديالها، وبالتالي مشيتي وغبرت. والله العظيم اخي والله العظيم اخي بدر، نقول لك واحد الكلمه كتبقى كنفكر فيها وكتبقى فيا
اكثر ما مسوق لهاد العام لهادشي ديال الزواج ومراتي وداكشي، حيت خسرت عليا فلوس صحيحه ومراتو خسرت عليا فلوس في كلينيكات ديال بصح. ابار فلوس كنت كنلقاي شي داكشي اللي بغيت، كانت فاهماني غير من عينيا كنلمح شي حاجه وشي حاجه في الكافه. شنو هي خسرت عليك فلوسها ولا انت اللي خسرتي فلوسك؟ لا هي خسرت عليا فلوسها. كيفاش خسرت؟ هي خسرت عليا فلوس. كيفاش خسرت عليك؟ يعني كنت مرات ووقفت معايا اللي لقيت في جنبي مرات، وما قلتش لوالدي راني مريض وداكشي. جاتني للسبيطار كانت لي العمليه، ما ابار هادشي بزاف ديال الحوايج خسراتهم ليا. كانت يعني كنا كنكون ملي كتملاقي انا وهي باقي بلا زواج، كنا كنكونوا خارجين من الزنقه، كتقولي ديك اللبسه راه تشهيتها بغيتك تلبسها، كتدخل 1000 درهم ولا 700 درهم ولا 800 درهم كتخلصها، تقول لي هاك لبس. إيه ودابا تتسول كريم شنو هو سببك؟ باينه كريم والله تباين. باين اي ما عرفت اخي بدر، ولكن انا اخي بدر راه ما اقسم لك يمينا من ويت نتفلى عليها. انا الوالدي اللي ما بغوش، انا النهار اللي وقفت على الصح مشيت عند والدي قلت لهم راه باغي نتزوج، ناض الوالي ما باش ما نظلمش الوالد. وليد قال لي يا بنت عمك وكاين 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 صافي. حتى الوالده غلبات فيا حتى هي، قالت لي صافي تبع راهي حتى عيس. قلت انا والديا لا عكس معاهم ولا قلت لهم لا ولادي تقدر الوالد قاطع كلامي ولا سخط ولا سخط الوالدين وداك الشيء ما عرفت بعد. انا حياتي مدمره والله اخي بدر، ما حياتي الخدمه، ما حيلتي هاد المشاكل ديال المرأة، ما حيلتي هذيك الأيام اللي دوزت مع هذيك البنت تالف. لدرجة أقسم لك يا أقسم لك يمين أخي بدر راني في الخدمة وكاري بوحدي، لدرجة ما بقاش عندي مع بنادم. كنمشي للسربيسي كنجي كنجي لداري بوحدي، داري كاري. أنا ساكن بوحدي دابا راه ما صافي حتى بنادم، لكن موحدي ساكن فين ما بقاش عندي مع بنادم. الخدمة يمكن كنت معك قبل ما تبدا الخدمه؟ قبل ما نبدا الخدمه. وهذه تزوجتي بها واقيلا فوق بديتي الخدمه ولا شنو؟ حتى بديت الخدمه عاد تزوجت. واخ كريم، هذيك السيده دابا اللي مزوج بها عارف راسك من رجليك وحط معاها النقط على الحروف. انا باغي هذه وباغي هذه وباغي هذه ومحتاج هذه وباغي هذه، وها شنو باغي؟ مرحبا بغيتيهم مرحبا، ما بغيتيهمش وما احتاج انك مازال تبقي. انا ما يمكنليش نقص بحال ما مزوجش، فديك الساعة يمكن لك تاخذ القرار اللي بغيتي. مي هاد السيدة قلت لها للوالد قلت لي شوف انا غنزيد واحد لا بيريود بما سهلة واحد التلقيح واحد الشحن تيبداو يلقحوا هاد الايام. قلت للوالد راه غنعيط لك هضبط عندي غنريحو، بغات دير داك الشيء مرحبا ما بغاتش. قلت لي راه صافي عرف هذا هو هذا بلا ما نهضروا على التيك توك وداك التخربيق بزاف ديال الدراري وداك الشيء. فاش نقول لك شي ما كنتسوقش ليه، كنقول دبر المخ منها المولاه. لا 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 انا غير شنو اللي دبر المولاه؟ داك الشيء حق ديالك. اش من دبر المولاه؟ ولا جيت ولا شو ولا جيت نهضر دابا فيها واحد القاعده اللي جيت نهضر شكون هذا ولا شكون هذا اللي دايره اللي جيم ولا شكون هذا. كنت عاد بابا بابا راه قال لي علاش دايره هذه بابا راه علاش كيفاش معاش دايره الحق. انا عارف علاش محقي انا شنو راجلك ولا صاحبك راه محقق داك الشيء اخويا باش نهضروا بصراحه. راه شوف دابا هي داك انا ما عرفش واش حنت دابا هي باغا تبقى ساكنه في دارهم، حنت كتلقى لمت عاود ولا عرفاني انا غنجيب الدار غنحيد لها داك الشيء، وما عرفتش انا شنو كيدور لها في راسها وكيفاش كتفكر ولا انا 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 نسيت براسي اخي بضرب انني مزوج. دابا كيف قلت لك انا بالي ما غير مع ديك السيده صافي، ما حاس براسي انا ما عنديش المرض. ايه شنو نقول لك؟ نتمنى من الناس اللي يقولوا لك نتمنى الناس انهم يدعوا معاك بالخير. انا بغيت شي حل لبان شي واحد شي حل يعطيني شي حل. ما كاينش اللي يعطيك حل ندير مع ديك كاع الناس دابا حاليا متفقين ان خاصك تمشي تطلب السماحه من ديك السيده لان باينه السيده نوات معاك المسؤول. ولا غنمشي عند اخي بدر، غنمشي عند اخي بدر غنطلب من السلاحه غادولي داعيه فيا شي دعوه اللي ما غاديش. وهي خال وهي بيني وبينك شوف على دابا زعما راه مسالمه، راه ربي راه عادل
عرفت تدوق من الكاس اللي شربت تشربو ديك البنت. هذيك السيده حاط كانت حاطاك فوق الراس وما قدرتيهاش. وهاي وحده عاوتاني قاسها تيك توك وحتى لا سولتيها تقول لك لا. وحده ربع سنين هي تتسنى ووحده كاع ما باغا تجي للدار. فراه طلب السماحه منها والله. تنظن انا الا طلبتي السماحه ربي غيسهل عليك. نتمنى كاع الناس اللي مشى عندها خير بلا غيطلب منها السماحه ان شاء الله. والسيده اللي مزوج بها والسيده اللي مزوج بها جيب الواليد والواليده وحطوا النقط على الحروف هادي ولا هادي ولا هادي. تعرفت انت راسك من نفسك داكشي اللي كاين خيب. والله يفتح لك الخير اخويا كريم. شكرا لك. بالعكس مرحبا في اي وقت اخويا كريم. الله ينور لك طريقك ويفتح لك بيبان الخير. امين امين. شكرا لك. امين اخويا. شكرا. بالنسبة لدوك الدراري اللي تيضيعوا الناس وقتهم وسنين وفي التالي تيخسر عليها ماشي حيت ما تفهمناش امي ما بغاتش ولا هادي. فوالله بالنسبة للامهات اللي تيتفرجوا فينا خلي ولادكم يختاروا داك اللي بغاهم هما ماشي اللي بغيتو نتوما. باش دابا فاش يطراو المشكل تيقولوا حنا درناها بيدينا ماشي والدينا. بيان سور نتوما باغيين ديك السيده حيت حادقه ولا شتوها بنت عمها ولا ودي وحده تنعرفوها ولا. ولكن اخي عبد الشيء انك تجوج جسد وما تجوجش روح. فاش غنقول لكم نتمنى من الله عز وجل الا كان معنا شي واحد في هذا اللايف عنده ضرر من الهم الله يفرج عليك والله ينور لك طريقك ويعطيك كل ما نويته في خاطرك ولا يلقيك مع ولاد الناس. والله يخلي لكم ميمتك وباك. والله يلاقيني بكم في الجنة أحسن دعوة نقدر نقولو في هاد الليلة. هذا التنيمة دايما لا ليا لا ليك. كنا غنخليوها مورانا وغندي غير أعمالنا. فالله يلاقينا في الجنة. انت اللي تتسمعني انت اللي تتسمعني الله يلاقيني بك في الجنة أنا والدي والديك وكاع اللي بغيناهم. ويا ربي لك المعنى شي واحد تينعس والدموع في عينيه يا رب. ثم يا رب ينعس هو فرحان. ويا رب اللي عنده المشاكل والدنيا ظلامت في عينيه يا ربي وريه الطريق الصحيحة. ما تقنطوش ما تقنطوش من رحمة الله. فربي راه تفرج الهموم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. مهما ضاقت راه تتفرج. مهما غدق عليك دابا تفرج عليك. كن هاني خلي امالك في الله وما غتخيبش. خلي امالك وما غتخيبش والله ما غتخيب. ولي مات لي شي واحد امو ولا با ولا عمو ولا عمتو ولا شي انسان بغاه يا ربي يرحمهم ويجعلهم من اهل الجنه. ماشي كاي جنه جنه الفردوس ان شاء الله. فاش نقول لكم الله يفرج علينا كاملين والله ينورنا طريقنا. فاش غنقول لكم كذلك قبل ما ننهي الحلقه كاينين بزاف ديال الناس محتاجين لينا. انا ما عنديش واحد العصا السحريه باش نقدروا نعاونوا كل شيء. انا ما عنديش واحد العصا السحريه باش انا نحقق الامنيات ديال كل شيء. كاينين بزاف ديال الناس حاليا في البرد وما عندهمش ملتي ما ياكلوا. توصلوني المئات الالاف ديال الناس محتاجين غير الماكله. بزاف ديال الناس باغين غير ياكلوا. كاينين بزاف ديال الناس الشتا طايح عليهم ما باغيين والو. ما قالوش عطاوني فلوس. مجرد قالك عافاك سقف لي غير سقف لي السقف. واحد تيقول لي عطيني غير ناكل. واحد تيقول لك بغيت غير فراش. واحد تيقول لك انا بغيت غير حوايج. الاخوان
الى انا نتعاونت وانت تعاونتي وانت 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 انا ما باغيش ندير جمعيه وكلشي تيسولني علاش ما باغيش ندير جمعيه انا ما بغيت ننتمي لحتى شي حاجه بغينا نديرو هادشي لوجه الله ما بغينا لا شهره ما بغينا فلوس من عند شي دوله ما بغيت والو كان بامكاني نديرها ونمشي نخرط في شي حزب والسياسه ونترشح للانتخابات ونبان ونقول لهم فوالا انا راه تنعطيو صوتو عليا الا بغيت نعطيكم القفاف ولا بغيت ما باغيش انا باغي واحد الربح فقط ومع الله عز وجل ما تيهمني حتى شي مخلوق في هاد الدنيا يرضي عليا وما طمع في حتى شي واحد في هاد الدنيا في كيما كان طمع في رحمه الله بوحده لعله انه يكون واحد السبب باش انا نبقاو نشوف حنا مقصر مهما درنا مقصر وانت مقصر عندك تقول لك بانك ولو تكون ما نعرف شنو تدير مقصرين لولا رحمه الله عسى انا يكون هذا سبب باش نجاوب باش الله يشفع علينا خير الناس انفعهم للناس نتمنى الناس كاع اللي بغاو يشاركوا معنا ويدخلوا معنا مرحبا عندنا في طنجة أكادير فاس مكناس تطوان طنجة وجدة الرشيدية ميدلج الفروع في جميع المدن ما عندكش فلوس مزيان أنا ما قلتلكش عاون بالفلوس أجي عاون بيديك خدم بيديك كل شيء ديروه بيديكو أنا ما تنقولكش عطي للناس فلوس دير بيديك كذلك كاين جروب ديال الجالية الناس اللي تيتفرجوا في اللايف من الجالية كاين جروب فيه الجالية ناس من السويد من ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا أمريكا الدنمارك كاين جميع الدول حتى هما باغيين يعاونوا باغيين يصوبوا بير باغيين يعاونوا شي أسرة ويصابوا لها مشروع حاليا باغيين يعاونوا واحد السيدة ويسقفوا لها الدار أنا غنعاون وانت 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 نقدروا نفرحوا بزاف ديال العائلات انت حاليا في دارك ما محتاج لوالو راك بخير والحمد لله ما تطيح لك لا شتا لا والو واش نوريكم الفيديوهات واخا ما باغيش نورمالمون ما خصنيش نوري انا نوريكم واحد دقيقه شوفوا الناس فين عايشين شوف الشتا كيتطيح عليهم واحد دقيقه عائلات ميمكنش غير احنا بوحدنا خاصنا نتعاونوا كاملين بغيتي تدخل صيفط لي ميساج كتب لي انا من الجاليه غندخلك الجروب فيه غير الناس ديال الجاليه كاين في المغرب كتب لي غير المدينه ديالك وغادي ندخلك صيفط لي ميساج صيفط لي دابا ميساج كتب لي غير ندخلك الجروب ديال العقول الراقيه في اي مدينه تكون في الرباط كاين الجروب ديال الرباط لا اله الا الله سمحوا لي واحد دقيقة نوريكم الفيديو شوف الناس طلبوا والو قلت لهم ما بغيتش في الفلوس ما بغيت والو بغيت غير اللي يسقف لي السطح كاين الجروب ديال مراكش سمحوا لي واحد دقيقة واش يبان لكم ولا لا الدار مسكينه غتريب عليها شو كي مشقوقه شو الدار كي كامله مشقوقه انت اللي في دارك دابا مهني شوف شو الدار كي دايره شو بلاتي تدخل تفرك هذه من برا بلاتي تشوف من داخل بلاتي واحد دقيقه باش ندير لكم باش تسمعوا بلاتي شوف واحد دقيقة واحد دقيقة عافاكم الله يجزيكم بخير الخطبه الحمد لله هذا كل الله يسهل الله مازال ماشي غير عائلة وحدة كاين عليها شوفوا الما كيتطيح عليها شو الدار كي تتقطر عليها تيبان لكم واقيله ولا ما تيبانش لكم كلها
فهادي راه ماشي غير عائله وحده اللي وصلتني. هادشي اللي غتشوفوه نسيت نوريكم الفيديوهات الاخرين ديال الناس الاخرين. مايمكنش نعاون بوحدي، راه خاصنا كاملين. الا انا عاونت وانت عاونتي وانت عاونتي وانت 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 قادرين نعاوني بزاف. كاينه وحده في مراكش وحده عندنا في كازا، وكان خاصنا كاملين نتعاونوا. كاين اللي باغي الحوايج، كاين اللي باغي الماكله، كاين اللي باغي غير خدمك. اجي انا وانت وهذاك وهذاك نتعاونوا كاملين. اللي بغيتي صيفط لي دابا ميساج فهاد لاباج، كتب لي السميه ديال المدينه ديالك. مجرد الناس ديال مراكش غيمشيو يخدموا بيديهم، هادو حنا غنحاولوا. شكرا للجاليه اللي قالك غيتفارضوا غيعاونوهم بواحد المبلغ، وهما غيمشيو كادو شي بيديهم. الدراري اللي باغيين يخدموا اللي في كازا اللي يقدروا يمشيو ويعاونوهم، مشي بني بيديه وتعاون بيديك وتقاد بيديك. اللي باغي يساهم، اللي باغي يشري لها الفراش، اللي باغي يدير شي حاجه صيفط في لاباج. عاون كلشي، راه كاينين عائلات هما، عائلات هما اللي تيطيح عليهم الشلل. وحده من هادو راه يلاه مات لها الراجل، لابسه البيض وعندها اربعه ديال الوليدات، لابسه البيض وعندها اربعه ديال الوليدات، عندها اليتامى. فالله يجازيكم بالخير. اللي بغيتي تدخل معانا عندنا الفروع في جميع المدن، مرحبا. نتمنى اون فوا سالي هاد اللايف صيفط لي دابا ميساج، ماشي في لي كومونتير عافاك، صيفط لي ميساج في لاباج هادي، كتب لي السميه ديال المدينه ديالك وانا غندخلك، غتلقى الناس ديال مدينتك. شكرا كاع الناس اللي غيدخلوا مسبقا. دابا غتدخلوا غادي يجاوبكم لي زادمين وغيدخلكم الجروب ماسنجر في الفيسبوك، الجروب ديال الماسنجر ماشي الواتساب، الماسنجر. كاين الجروب ديال العريش. قبل ما ننهي الحلقه، شكون هي اكثر مدينه فيها ولاد الناس وغيدخلوا؟ شكون هما الناس ديال الخير؟ كل واحد يكتب لي المدينه ديالو. اليوم نعرفوا شكون اكثر مدينه فيها الرجال وبنات الناس ونفسهم حاره ولاد الخير وكابرين في خير. انا في الرباط، كاين الجروب ديال الرباط، صيفطوا لنا ميساج. الناس ديال الجاليه، كاين جروب ديال الجاليه، كاين جروب ديال الجاليه وزان، كاين جروب مراكش، كاين مراكش راكم غتمشيو. ونهار نهار 30 نهار مراكش غيمشيو حتى لواحد الجبل غيفرقوا الحوايج الا بغيتو تمشيو معاهم. كازا كاين الجروب ديال كازا، طنجه كاين الجروب طنجه، خريبقه كاين، جراده حتى ما كانش المدن نصابو مراكش كاين، سميره صيفطوا لنا الميساج، اكادير كاين، طنجه كاين، انا في كازا كاين الجروب، وان شاء الله غتمشيو تعاونوا هاد السيده وتعاونوها. القصر الكبير كاين، بركان كاين، مرحبا مرحبا الناس ديال العيون، اكادير كاين، سلا كاين الجروب سلا، كاين المدن كاملين. نتمنى هما دو لي ميساج، نتمنى احنا حاليا كنا اكبر جروب في المغرب، حاليا اكبر جروب تيدير حملات في المغرب كامل. ان شاء الله نردو اكبر جروب عربي في العرب، اكبر جروب في العرب اللي تيساهم في الخير، وبدون جمعيه بدون حزب بدون والو. ما تنساش حنا راه ما جمعيه ما والو، وما باغي لا جمعيه لا والو، بغينا شي حاجه لوجه الله، وبغينا نخدموا بيدينا، ماشي عطيني باش نصيفط. كلشي غديروه بيديكم، اتفقنا؟ شكرا لكم، شكرا كاع الناس اللي حضروا. انا غنتسنى لي ميساج، الف كلها تدخل دابا تصيفط ميساج وتدخل معنا للجروب وتساهم وتعاون. اللي عنده شي حوايج قدام، اللي عندك باغي تعاون مواد غذائيه، باغي تمشي، كاين بزاف ديال الحوايج غنبقى نديرهم مجموعين، بزاف ديال الحوايج غادي نديرهم مجموعين. لهذا شكرا لكم، بقى لينا نودعكم، ضربكم موعد غدا ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.